الثالثة والنصف بتوقيت غرينتش. الأخبار من بي بي سي. دوي انفجار كبير يهز وسط العاصمة اللبنانية بيروت. عقب الضربات الجوية الإسرائيلية جنوب سوريا، نتنياهو يؤكد استمرار مواجهته للتموضع العسكري الإيراني في سوريا. انتشار واسع لفيروس كورونا في دمشق وريفها ومطالبات بتجديد الإجراءات الوقائية والعودة إلى الإغلاق. انحسار كبير في أعداد المصابين بكورونا في مصر حسب إحصاءات حكومية، وسط تنبيهات بعدم الاستهانة بسبل الوقاية تحسبا لأي موجة ثانية. أهلا بكم. أبدأ بهذا الخبر العاجل، حيث أفادت مراسلة بي بي سي في بيروت بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية قبل قليل. لم تتوفر إلى الآن أي معلومات مفصلة عما يدور على وجه التحديد، لكن نتابع معكم بعد قليل هذه الصور التي تأتينا مباشرة من لبنان والتي ترصد مكان قريب من مكان الانفجار. كما يبدو واضحا ربما هناك حالة من الذعر بعد حدوث هذا الانفجار. التقارير الأولية تشير إلى تصاعد سحابة من الدخان، لكن هناك الكثير من الأخبار التي بعضها متضارب عن حقيقة ما يدور على وجه التحديد أو ما حدث هناك. ربما لذلك أتحول إلى كارين طرباي مراسلة بي بي سي من بيروت. يا كارين أهلا بك، ما الذي يتوفر لدينا من معلومات إلى الآن؟ القليل جدا. الأكيد أن الانفجار كان هائلا وأن هناك كثيرة للغاية، منطقة المحيطة بمكان الانفجار الذي يعتقد أنه كان في مرفأ بيروت هي منطقة تعرضت لدمار ليس فقط لخسائر، إضافة إلى ذلك هناك خسائر كبيرة طالت مناطق بعيدة جدا عن يعني بالمسافات عن مكان التفجير، وهو ما يعني يقول لك عن حجم هذا التفجير. حتى هذه اللحظة هناك الكثير من التقارير المتضاربة، هناك معلومات يعني تسير بأنها قد يكون ناجم عن حادث داخل أحد عنابر المرفأ في بيروت، وكان فيه وكان داخل هذا العنبر مفرقعات، وهو هذا يعني الموضوع المتداول. ولكن هناك الكثير من أيضا الأمور الأخرى التي يتم التداول بها. بداية هذا التفجير سبقه نوع من هزة شعر بها الكثير من سكان لبنان في مناطق مختلفة، شعروا قبل ربما ثوان من دوي الانفجار بما يعني بدأ وكأنه هزة، ثم أن الانفجار لم يخرج على يعني لم يدوي بمراحل كما تدوي المفرقعات، هو دوي هائل ولكنه دوي واحد، ما يوحي بأن هناك أمرا واحدا كبيرا انفجر. هل فعلا المفرقعات يمكن أن تنفجر كلها بدوي واحد دون أن يكون هناك يعني عدة تفجيرات تخرج منها؟ هذا أيضا سؤال برهن يعني كل التحليلات القائمة حاليا. الأكيد أن هناك العشرات من الجرحى يعني على الأقل في المرحلة الأولى في المحصلة الأولى، هناك دعوات للتبرع بالدم داخل المستشفيات، وهناك يعني لا يمكن أن نصف حجم الدمار الذي خلفه هذا التفجير. طبعا نتحدث هنا عن حجم الذعر الذي ولده لدى ربما سكان لبنان بأكمله، لأن هناك يعني مسافات بعيدة جدا صنع فيها دوي الانفجار بشكل كبير ومخيف، وليس فقط كصوت بعيد، وبالتالي هناك حالة ذعر تامة في البلاد ترافق مع نوع من سقوط الانفجار في منازل متعددة، وهذا إضافة إلى حدث كثرات المنطقة المباشرة. طبعا هناك الكثير من الأسئلة حتى
هذه اللحظة التوقيت الذي يحدث فيه هذا، إذا كان فعلا ليس حادثة من النوع الذي يحكى به يعني مفرقعات، هو توقيت حساس للغاية. نحن نتحدث عن ثلاثة عن صدور في المحكمة في لبنان بقضية اغتيال رفيق الحريري، التي ربما دويه الانفجار الذي وقع ذات اليوم في فبراير يعني ارتباط من عام 2005 قد يفضل بحجم هدوية الانفجار الذي وقع اليوم يعني منذ حدث دقائق فقط. تتزال في بعض المناطق يعني يمكن رؤية سحب الدخان المتصاعد من منطقة التفجير، ولا يزال الجميع في مرحلة استيعاب ما حدث إن كان أمنيا أو إن كان حتى على صعيد الإسعافات الأولية أو شعبيا، أن هناك حالة ذهول كامل. طبعا منطقة المرفأ التي نتحدث عنها هو المرفأ يقع في وسط المدينة، هو قريب جدا على المرافق السياسية الأساسية. نحن نتحدث عن البرلمان، نتحدث عن السرايا الحكومية، هي المنطقة القريبة جدا من ربما فقط لتصوير المشهد للمشاهدين من المناطق التي يكون فيها تجمعات للمتظاهرات التي كنا نشهدها في الأيام السابقة، وبالتالي منطقة مكتظة للغاية. يمكن تصور ان البور هو ايضا يعني بور بيروت هو يعني نحن نحكي عن منشأة هائلة، يعني صحيح ان في هذه اللحظات يمكن لا يمكن اتمام معاملات، ولكن البور هو مكان لا يخلو من الموظفين في اي وقت من الزمن بسبب يعني عدة الوظائف المتعددة التي يقومون بها. اليوم يوم الثلاثاء هو اليوم الذي رفعت فيه حالة التعب العامة في البلاد، اليوم ويوم غد هو اليومين هما اليومان اللذان تحددا لرفع التعب العامة وبالتالي لعودة الحياة إلى طبيعتها قبل أن تعود بسبب كورونا. طبعا هذه إجراءات كورونا، وبالتالي اليوم هو يوم مكتظ للغاية مقارنة بيوم أمس والذي كان فيه نوع من الإجراءات القائمة بكورونا، وبالتالي هذا يفسر أيضا حجم الخسائر ربما أو الأضرار البشرية التي قد تكون نجمت عن هذا التنسيق. طب هو نحن نتابع معك بالفعل بعض اللقطات المباشرة كريم، وسحب الدخان واضحة جدا، سحب دخان كثيفة وثقيلة سوداء، وحتى حالة الذعر التي وصفتيها واضحة جدا للمواطنين اللبنانيين، بعضهم ظهر أمامنا مغطى بالدماء وحتى بعض السيارات مقلوبة. لكن بما أنك كنت تتحدثي عن الجغرافيا تحديدا وأين يقع هذا الانفجار، أرجوك ضعينا أكثر في الصورة، لأن مع بدايات الحديث عن هذا الانفجار كان البعض قد قال إن ربما هذا الانفجار بالقرب من منزل سعد الحريري، هل هذا دقيق جغرافيا؟ هل هذه منطقة واحدة ولا كانت هذه أنباء أولية يجب أن ننفيها الآن أو نستطيع أن ننفيها الآن؟ هو جغرافيا بالقرب من منزل سعد الحريري بيت الوسط، هو بالقرب من البرلمان، هو بالقرب من السراي الحكومي الذي يقطن فيه رئيس الوزراء الحالي حسان زياد، هو بالقرب من الكثير من الشركات والمباني السكنية، هو بالقرب من مكتب بي بي سي، هو بالقرب من الكثير، هو نبض المدينة. يعني نحن نتحدث عن بور بيروت، هو المدخل إلى وسط بيروت الذي يشكل رمزيا نبض المدينة سياسيا بما يعني يحتويه من مؤسسات مكاتب لمؤسسات سياسية، وأيضا فيه الكثير من الأشغال والأعمال. إضافة يعني أن البور بحد ذاته مرفأ، يعني يمكن تصور حجم العالم الذين يدخلون إلى المرفأ يوميا، أو حجم أو عدد الموظفين الذين هم داخل هذا المرفأ. إضافة إلى ذلك يمكن تصور حجم البضائع الموجودة في كونتينر في داخل هذا المرفأ، وطبعا هذه لا نعرف إذا ما كانت يعني تفجرت هي أيضا أو اندثرت في الأماكن، ولكن يمكن توقع ذلك من خلال وقع الانفجار. وهذا يعني أن نحن نتحدث عن مواد لا نعرف ما هي، ليس فقط نتحدث عن مباني، نحن نتحدث عن المكان الذي يحوي كل ما يأتي إلى لبنان من الخارج، ولبنان يستورد أكثر من 90% من كل ما يحتاجه، وبالتالي يمكن تصور يعني حجم الأمور التي تضرر أو الأمور التي كانت معنية لهذا الانفجار. أنا تحت المادية
كارين أنا أدعوك فقط أن تبقي معنا، وربما بالاتصال لما ذكرتيه تحدثنا نحن إلى أحد شهود العيان منذ قليل وأكد أن هذا الانفجار كان في أحد عنابر المرفأ بالفعل، ووصف لنا ما يدور بأنه دمار كبير جدا في مساحة قد تصل إلى كيلومتر مربع. أعتقد أن الصورة أيضا تتحدث كثيرا، حجم الدخان، حجم التفجير والحطام والعربات المحطمة تماما. كما قالت لي كارين منذ قليل، ما يحدث ربما ليس خسائر ولكنه دمار كبير جدا في هذه المحيط. وذكرت لنا أيضا أن ربما هناك العشرات من الجرحى بالفعل، ودعوات انطلقت للتبرع بالدم. هذه لقطات مباشرة يبدو فيها الدخان الكثيف الأسود متصاعد. وأدعو سيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي أنضم إلي على الهاتف. سيد جورج، سيد جورج وضحني فقط الاتصال به، ربما حتى يعود إلي لاحقا. كارين، هل من جهود الآن لمحاولة الإنقاذ والسيطرة؟ ما أراه في الصور المباشرة أغلبها لمواطنين ربما أصيبوا بالذعر كما وصفتي، لكن هل بدأت محاولات الإنقاذ وإطفاء الحريق؟ طبعا يعني سيارات الصليب الأحمر تحركت سريعا. المنطقة هي منطقة فيها الكثير من الخدمات الصحية، هي محاطة بالكثير من المستشفيات، وبالتالي يمكن توقع أن هذه المستشفيات اليوم يعني في هذه الأثناء تستقبل يعني في مراكز الإرجان، في مراكز الطوارئ، الكثير من الحالات التي تأتيها. هذا يعني هذا موضوع مؤكد للغاية. هناك الكثير من الصليب الأحمر المحيطة في المنطقة التي وقع فيها هذا التفجير، وطبعا الجميع في حالة إسعاف حاليا، إن كان المصريين يعني يسعفون بعضهم البعض، وإن كان يعني من يحتاج إلى مساعدة طبية متخصصة ينقل إلى المستشفيات. طبعا الحديث عن التبرع بالدم والمطالبة بالتبرع بالدم هو طبيعي جدا في هذه الحالة التي يمكن فيها توقع أن هناك الكثير من الإصابات التي وقعت، خصوصا قد لا تكون إصابات مباشرة، ولأن وقع الانفجار كان كبيرا لهذه الدرجة يمكن توقع أن هناك ربما من أصيب بسبب وقوع حجارة عليه، بسبب السيارات التي انقلبت على الطرقات لوقع الانفجار، بسبب الزجاج الذي وقع في المنازل بسبب وقع الانفجار. وبالتالي نحن نتحدث هنا عن حالة عامة، لا نتحدث فقط عن بقعة وقع فيها حادث معين ويجري البحث في هذا الحادث. ولذلك يمكن توقع أن كل المساعدات الآن أو كل الإسعافات مشتتة، والاتصالات على مراكز الصليب الأحمر قد تكون الآن بالآلاف وليس فقط بالمئات. وبالتبعية أعتقد أنه من المبكر جدا أن نعرف حجم الإصابات أو لا قدر الله الوفيات، ليس معلوما إلى الآن. حتى الآن ليس هناك أي تقارير عن قتلى، يعني لا نريد استباق هذا الموضوع، ولكن الحجم كبير للغاية. إضافة إلى ذلك يعني هناك مساحة الحديث الأكيد هو أن حاليا يظهر يعني رئيس الوزراء السابق سعد الحريري داخل منزله الذي تضرر هو أيضا، وواجهة هذا المنزل يبدو أنها تعرضت أيضا لكثير من الدمار. هو يعني أمر طبيعي، نحن نتحدث عن دمار هائل، يعني لن يستثني منزلا أو مكانا معينا في المنطقة. ويعني لما يتعلق بالتقارير التي وقعت عن سعد الحريري يبدو أن هذا الموضوع يعني ليس هناك ما طاله شخصيا، لأننا يعني ظهر إلى الكاميرا وهو بصحة جيدة. وبالتالي يعني يمكن القول أننا حتى هذه اللحظة نزال في حالة صدمة، في حالة محاولة فهم ما الذي حدث. هناك الكثير من الفيديوهات التي يتم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تظهر أما لحظة الانفجار والدخان الهائل الذي خرج من يعني بعد أن وقع الانفجار، أو التي تظهر حجم الدمار الذي خلفه هذا الانفجار.
ويعني هذه يعني وثقت اللحظة التي خرج بها هذا التفجير أو هذا الانفجار أو هذه القنبلة أو هذا الصاروخ أو هذا المفرقعات وثقت بأكثر من فيديوهات. يعني كان هناك الكثير من الناس الذين التقطوا اللحظة قبل حدوثها بثواني، لحظة حدوثها وكيف امتلأت السماء في بيروت بالدخان وبسحب النيران والدخان. وبالتالي هذا يزيد من حالة الكثير من التحاليل التي يتم الآن تناقلها عن ما الذي تسبب بهذا التفجير. للتذكير فقط، هناك عدد هائل من الناس الذين يقولون وهم في أماكن مختلفة من بيروت يعني أنهم شعروا بهزة أرضية قبل سماع ضوي التفجير بثواني. هذه الهزة الأرضية وهذا ما تم يعني الحديث عنه في هذا الموضوع هو الذي يطرح الكثير من الأسئلة حول طبيعة ربما التفجير. هل معلوم إذا كان صادق يا كريم ما الذي يعنيه ذلك؟ يعني إذا كانت هذه الهزة صادقة ما الذي يعني، ما دلالته؟ حاليا هناك الكثير من التكهنات في كل لحظة، يعني تصلني التكهنات، ولكن هناك يعني من يتحدث عن ربما يكون ذلك صاروخ شعة من الشعور به يعني، أو ربما يكون ذلك نوع آخر. عسكريا لا يمكن الدخول في تحاليل لما حدث ولطبيعة هذا الانفجار، ولكن الأكيد أن هناك الكثير من التساؤلات. مسألة المفرقعات هي مسألة حتى هذه اللحظة يتم تداولها بالكثير من التشكيك وربما المسخرة بأن كل هذا يحدث تفرقعات. يعني الأكيد ربما في هذه اللحظة المؤكد هو أن هناك انفجار هائل وقع في منطقة المرسأ. كيف وقع هذا الانفجار هو السؤال الذي حتى هذه اللحظة لا يمكن الإجابة عنه ولا يمكن معرفة ما هو، ولكن التكهنات كبيرة للغاية والتحليلات هائلة. إضافة إلى كما أشرت أن هذا الكم الهائل من الفيديوهات التي تسرب والتي توثق اللحظة بحينها يزيد كثيرا من كمية التحليلات. طيب أنا كريم، أنا أدعوك أن تبقي معي، وما زالت سحب الدخان نتابعها التي أشرت أنت إليها والتي نعلم أن عدد كبير جدا من سكان بيروت رأوها حتى من أماكن مختلفة، ما زالت أمامنا على الشاشة الآن سحب كثيفة جدا من الدخان الأسود ربما تشير إلى حجم الانفجار. كارين طرباي مراسلة بي بي سي ذكرت لي منذ قليل أن هناك حجم كبير جدا من الدمار وليس الخسائر، هناك الكثير من التكهنات والنظريات المختلفة، لكن الرواية المبدئية كما ذكرت لي مراسلة بي بي سي وكما أيضا ذكر لنا بعض شهود العيان أنه انفجار في أحد عنابر مرفأ بيروت وخلف هذا الانفجار دمار هائل وصف بأنه يصل ربما لكيلومتر مربع. الصورة تتحدث عن نفسها، أتصور عدد كبير من الإصابات متوقع والقطاع الصحي مستعد تماما ويتم نقل الإصابات إليه. المنطقة قريبة جدا من الكثير من المباني الحيوية والهامة ليس أقلها السراي الحكومي، لكن هذه المنطقة منطقة حيوية جدا عامة. في البداية سمعنا بعض التقارير عن أن الانفجار ربما يكون بالقرب من منزل سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، لكن ذكرت لي كارين أنه ظهر بالفعل في محيط منزله، ربما منزله تضرر فعلا لكن كما تضررت الكثير من المباني. ما زال الوقت مبكر جدا لمعرفة الكثير من التفاصيل، لكن نحن بحاجة أن نحاول على الأقل أن نقرأ ما لدينا من معلومات أو تكهنات أيضا. لذلك أرحب بضيفتي على الهاتف الدكتورة ليلى نيقولا الكاتبة والمحللة السياسية اللبنانية. دكتورة ليلى أهلا بحضرتك، ما قراءتك الأولى لما يدور؟ يعني التكهنات كثيرة، هناك من يقول أنه حادث عادي وهناك من يقول بأنه قصف إسرائيلي. هلا فعليا نحن في منطقة بعيدة نسبيا يعني عن مكان الانفجار في مرفأ بيروت، ولكن شعرنا كأنها يعني هزة أرضية في البداية ثم وكأن هناك قصف إسرائيلي. يعني نحن من عايش القصف الإسرائيلي في بيروت يعني يتذكر هذه المشاهد وهذه الأصوات، ولكن غير لا شيء مؤكد حتى الآن إذا كان فعلا قصف. اللافت فقط هو أن لون السحب يعني ولون الغيوم التي ظهرت
لونها يعني يميل الى البرتقالي والوان يعني متعدده، وكانه يعني هناك مواد كيماويه او اي شيء ما لا نعرفه ما هو. هل لدى حضرتك اي معلومات وصلت اليك عن حجم الاصابات مثلا الموجوده او طبيعه الدمار الذي لحق بهذه المنطقه؟ هل انت قريبه منها؟ ليس لدينا اي معلومات، لان الجيش اللبناني والقوى الامنيه فرضت طوقا شديد مشتت حول هذه المنطقه. الأكيد أن المناطق القريبة قد تضررت بشكل كبير جدا جدا، خاصة وأن يعني الهزة يعني تم يعني سمعها في يعني وشعر بها سكان لبنان يعني في كتروان في منطقة تقريبا بعيدة 30 كيلومتر عن موقع الانفجار. يعني الانفجار غير طبيعي غير مسبوق. الأكيد أن هناك مواد شديدة الانفجار كانت موجودة في المكان، لا نعرف ما هو يعني طبيعة هذا الانفجار، ولكن يعني حتى يعني انفجار في الحريري ب 14 شباط 2005 والذي كان يحتوي فيه فلور لم يكن بهذه القوة ولم يكن بهذه الشدة. على ذكر انفجار رفيق الحريري، أؤكد طبعا وأكرر أن ما يحدث أو ما نحاول أن نصل إليه هو جزء من المعلومات أو جزء من الحقيقة والتكهنات إلى الآن، لكن هل تتوقعي رابط بين ما يدور وفكرة قرب النطق بالحكم الغيابي على المتهمين الأربعة في هذه القضية، في قضية مقتل رفيق الحريري وهم منتمين لحزب الله؟ يعني أنت تعرف أنه في سبعة أغسطس أب المقبل سوف يتم الحكم، ونحن هنا في لبنان يعني هناك نوع من التشنج والترقب لما سيحصل في من بعد تلاوة الحكم. يعني هناك أمرين نحن في لبنان يعني نعيش على وقعهم، وهناك توتر شديد على وقع هذين الأمرين. إعلان الحكم المحكمي من قبل المحكمة اتهام عناصر من حزب الله ب7 أغسطس المقبل، وراء التهديدات الإسرائيلية والتوتر على الحدود بين لبنان وبين إسرائيل وحزب الله، والذي يعني يهدد إسرائيل به في كل لحظة. أما أن يكون الحادث قد يكون أيضا قضاء وقدر، يعني لا نستطيع أن نستبعد فكرة القضاء والقدر، ولكن لا أعتقد أن الموضوع مرتبط بموضوع يعني محكمة الحريري، لا أعتقد ذلك. أشكرك شكرا جزيلا دكتورة ليلى نقولة، كانت معي من بيروت. كارين ما زالت معي، كارين ترباي مراسلتنا هناك. كارين، هل من جديد؟ أعلم أن أكيد التطورات تأتيك على مدار الثانية وليس الدقيقة. يعني يمكن قول أن الصليب الأحمر يتحدث عن نقل الحالات بالمئات إلى المستشفيات. حتى هذه اللحظة يعني واضح أن لا أحد يريد رسميا أن يخرج بأي رواية بسبب كل يعني الذي يعني كل الغموض الذي يحيط بما حدث. يعني هناك معلومات تسرب بأن العنبر الذي وقع فيه التفجير هو فعلا عنبر مليء كان بالمفرقعات، لكن يعني من الصعب جدا فهم ما الذي حدث. من الصعب جدا أن يكون هذا العنبر يعني هو الذي انفجر بهذه الطريقة، أن يكون هناك كل هذا الشعور الذي شعر به الناس في لبنان قبل صدور هذا التفجير. ولكن حتى الآن ليس هناك من رواية رسمية. يعني لابد من الإشارة على كل ما نسمعه الآن هو روايات وتحليلات ومصادر أمنية وتسريبات. حتى هذه اللحظة كل ما نتحدث به قد يأتي يعني يكون لا صحة له. يعني اليوم بيروت في كارثة حقيقية. اليوم بيروت هي العاصمة، القلب العاصمة، في حالة يعني نكبة منكوبة. لماذا نكبت؟ ما سبب هذه النكبة؟ لا نعرفها، ولكن لا يمكن الحديث عن تفجير وأضرار. يمكن الحديث عن أن بيروت الآن هي مدينة منكوبة، كأنها تعرضت لزلزال أو كانت تعرضت لنوع يعني من شيء خارق. وبالتالي حتى هذه اللحظة الجميع يحاول استيعاب ما حدث. يمكن أن أقول لك أن هناك الكثير من الحالات التي حتى هذه اللحظة لم يعني حتى في صدمة نفسية، يعني يقولون أنهم لا يعلمون ما الذي حدث. ولا يجب أيضا المعرفة أن ما يحدث هو
يحدث في بلد يعيش يوميا كان على هاجس التفجيرات. هذا بلد لم ينسى أهله منذ بضع سنوات فقط كيف كانت هذه التفجيرات تلحقهم على بشكل شهري. وبالتالي الحديث عن التفجير في لبنان هو بحد ذاته مسألة مزعجة للكثير من الناس، لأنها توقظ بهم الكثير من المشاعر. الصوت كان هو بحد ذاته كثير ليرتعب الجميع. كيف بذلك أن تأتي كل الأفكار وكل المشاهد المرتبطة بالتفجيرات في لبنان، إضافة إلى أمر آخر قد يكون من المبكر الحديث عنه في هذه اللحظة، ولكن أمر أساسي وهو الخوف. يعني واضح أن اللبنانيين باتوا معتادين على فكرة التفجيرات، لأنه بعد أن خرج التفجير الأول كان هناك الكثير من الناس الذين يقولون اختبئوا قد يكون هناك تفجير ثاني، وكأنهم باتوا متمرسين في فكرة التفجيرات. والخوف هو هل نحن، يعني أكيد أن في ذهن الناس الآن ما الذي حدث، وهل نحن أمام مسلسل جديد من التفجيرات؟ لأن التفجيرات عادة في لبنان لا تأتي فرادة بل تأتي في موجة، وهذه الموجة لا ترحم أحد. وبالتالي كل هذه الأسئلة الآن تزدحم في ذهن الجميع في لبنان، من يعني أينما كانوا ومن ما كانوا، ننتظر أن يخرج أي أحد على الأقل يقول لنا فكرة معينة عن الذي يعني عن الذي حدث. يعني هناك معطيات أولية رسمية، لأن كل ما يتم التحدث عنه ليس معطى رسمي، كل ما يتحدث عنه هو أما تسريبات عن مصادر رسمية أو بعض المعلومات التي سربت. وتعلم أنا وهذه نقطة مهمة كارين، يعني مفهوم طبعا أن لا أحد من الرسميين يريد أن يلزم نفسه برواية عن حقيقة وطبيعة ما حدث إلى الآن حتى تظهر الحقيقة أو بعض منها على الأقل، لكن هل خرج أحدهم بأي تصريحات من أي نوع بصرف النظر عن ما هو الانفجار أو من المسؤول عنه؟ لا، حتى هذه اللحظة ليس هناك أي معلومات، أي تصريحات شيء بأي معلومات. هناك فقط وزير الداخلية الذي يعني بطبيعة الحال، لأنه تم إلغاء المراسيم المتعلقة بكل ما كان هناك من يعني عن التنقل في البلاد بسبب كورونا. بالتالي يعني طبيعة الحال أيضا الموضوع البلد كله منكوب. يعني الموضوع الآخر هو أن وزير الصحة أصدر تعليماتها لكل المستشفيات لاستقبال كل المرضى وبالانتقال لمرحلة يعني الاستنفار القصوى. ما عدا ذلك ليس هناك أي شيء يمكن الحديث. نرى بعض المشاهد التي تظهر حتى أن بعض آليات السيف اللبناني تنقل بعض السكان، هذا يدلك على حجم يعني كارثة، لأن الجميع يستنهض أي جهود ممكنة لمحاولة تمنع هذه الخسائر التي وقعت وحجم الكوارث التي وقعت. حتى الطرقات يعني يمكن أحاول أن أصف المشهد، يعني حتى الطرقات لم تعد يعني طرقات سوية، الأوتوسترادات لم تعد الأوتوسترادات يمكن أن نمشي عليها بطريقة سوية. وهذه المنطقة أيضا هي المنطقة وسط بيروت التي كانت تتخذ إعادة أعمار بعد الحرب، فيها الكثير من المباني التي تعتبر مباني مودرن والتي مبنية بالكثير من الزجاج، المبنية على أساس الزجاج، وهذا قد يكون طاقم حجم الأضرار، لأن طريقة البناء وأسلوب البناء هو أسلوب عصري للغاية، يعتمد على في الكثير من الأبنية على زجاج، وهي أحمال مباني بمعظمها مباني عالية للغاية. نتحدث عن طبقات بالعشرين والثلاثين، وبالتالي هي معرضة أكثر من غيرها لأن تتأثر بهكذا نوع من تفجير. مفهوم طبعا كارين أرجوك ابقي معي، والصورة ما زالت موجودة أمامنا بشكل مباشر، وأستعير حتى الوصف الذي ذكرتيه أن ربما اليوم بيروت هي مدينة منكوبة، هناك الكثير من التكهنات طبعا
عن طبيعة هذا الانفجار ومن المسؤول عنه، لكن أعتقد أن ما هو مؤكد هو حجم الدمار الذي خلفه. شهود عيان يتحدثوا أن محيط كيلو متر على الأقل من مرفأ بيروت هناك دمار كامل لحق بأغلب المباني الموجودة، وهي منطقة شديدة الحيوية كما نعلم جميعا. ما الذي نملكه من معلومات إلى الآن؟ على الأقل أتحول على الهاتف لفرج عبجي الصحفي بجريدة النهار اللبنانية. سيد فرج، أهلا بحضرتك. ما الذي تملكه من معلومات إلى الآن؟ ما هو المؤكد؟ حتى الآن لا معلومات رسمية تؤكد طبيعة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت، لكن حجم الأضرار الذي نراه بغض العين ومساحة الدمار المحيطة بمرفأ بيروت تؤكد أن الانفجار ليس انفجارا طبيعيا. لذلك تجد تكتم كبير بشأن طبيعة هذا الانفجار، لأن الدمار أكبر بكثير من الانفجار الذي حصل في يوم استشهاد الرئيس رفيق الحريري. بس عندما تقول ليس انفجارا طبيعيا، ما الذي تعنيه؟ يعني ما هي البدائل إذن؟ لا يمكن التكهن حتى اللحظة، لكن طبيعة الدمار كبيرة جدا. السائل توقف على بعد نصف ساعة وساعة من منفأ بيروت، يعني حركة السائل توقف كليا. معظم البيوت في بيروت وضواحي بيروت وعلى علو 500 متر و600 متر تكسرت الأبواب كليا حتى يعني الدمار لا يمكن أن يدل أن الانفجار طبيعي. هناك شيء أكبر من الانفجار، ولكن لا يجب أعطاء أي معلومة غير مؤكدة. حتى الأجهزة الأمنية مترددة في أعطاء أي معلومة نهائية عن طبيعة الانفجار. يجب طبعا أن لا نقفز إلى نتيجة، وإن كان ما تفضلت وذكرت استمعنا إليه من أكثر من مصدر أن هناك شكوك أن طبيعة وسبب هذا الانفجار. لكن عندما تقول حجم الدمار هائل، وأنا ربما قد نوافقك كثيرا نظرا للصور التي نشاهدها، لكن هل لدينا معلومات محددة أو أولية على الأقل لطبيعة حجم الدمار هذا؟ عزيزي، أنا أسكن في المنطقة التي حصل فيها الانفجار، وكنت في اليوم الذي حصل فيه انفجار الحريري في المنطقة. لم يحصل ما حصل اليوم. حجم الانفجار كبير جدا. أقول لك، لا، هناك أبنية سقطت في محيط المرفأ. هناك أبنية عالية جديدة دمرت كليا، لم يعد فيها أي شيء من الداخل. كم سيارات متوقفة على بعض ساعة من المنطقة تكسرت كليا. لا يمكن أن يكون انفجارا طبيعيا، وإن كان كذلك فهناك شيء غير معلوم أبدا. آخر شيء قبل أن أتركك يا سيد فرج، إذا كان حجم الدمار بهذه الصورة التي تصفها، هل لديك معلومات عن حجم الإصابات مثلا، أو إذا كان هناك قتلى كذلك؟ لا يمكن أحد أن يعطيك رأي نهائي عن الجرحى. هناك جرحى ما زالوا على الأرض، لا يمكن أحد أن يصل إليهم. هناك أبنية سقطت على من فيها، والقوى الأمنية والمواطنون يحاولون مساعدة من سقطت عليهم هذه الأبنية أو الشبابيك أو الأساسات لإخراجهم من البيوت. أكيد عدد الجرحى كبير جداً. حتى وزارة الصحة لا تملك أي رقم، لأن هناك العديد من الأشخاص يتم معالجتهم على الأرض، والبعض الآخر يتم نقلهم إلى المستشفى وفق حالته، لكن هناك عدد إصابات كبير جدا. أستاذ فرج، أنا أشكرك. سيد فرج عبجي الصحفي في جريدة النهار، شكرا جزيلا على التواجد معنا، وربما هذه لقطات حتى مباشرة من قناة LBC اللبنانية فيها بث مباشر لحجم الدمار الذي وقع ما بعد هذا الانفجار، الذي سببه ليس معلوما إلى الآن، لكن الجميع
يجمع على أنه دمار كبير وليس مجرد خسائر اعتيادية ومباني كاملة دمرت. السيد جورج علم الكاتب والمحلل السياسي اللبناني معي على الهاتف. سيد جورج أهلا بك، يوم حزين أعتقد، وكما وصف ربما بيروت اليوم مدينة منكوبة كما قالت لي مراسلتنا، ما قراءتك الأولى لما حدث؟ بطبع الحال من المبكر جدا الحديث عن السبب الأمني والأسباب السياسية. الآن هناك كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة، عدد الضحايا، عدد الجرحى لم يعرف بعد، أصوات الاستغاثة من كل حد وصوب لتقديم الدم، أي متبرع يجب أن يتقدم بدمه، بالتالي هناك ذهول، حتى المؤسسات الصحية لا تعرف من أين تبدأ، لأن هناك نوع من الدمار شبه الكامل في محيط ربما شعاعه هو أكثر من 10 كيلومترات. أضف إلى ذلك أن الضرر الأكبر هو في الأبنية العالية، حيث لا يقتصر فقط على الأضرار المنزلية والبنيان، لكن أيضا أضرار بشرية. لذلك من الصعب جدا التكهن بحجم هذه الكارثة في بعضها الإنساني. بس تقريبا أغلب الاتصالات التي تحدث إليها إلى الآن يا سيد جورج تقارن حتى بين ما حدث اليوم، هذا الانفجار والانفجار الأكبر في تاريخ لبنان أو الأشهر على الأقل الذي راح ضحياته رفيق الحريري، والجميع يقول إن ما نراه اليوم ربما يكون أكبر حتى مما حدث وقتها. هل عقد هذه المقارنة تعتقد قد يؤشر لشيء ما من وجهة نظرك؟ لأن كثيرون يقولوا إن طبيعة الانفجار ربما توحي بأنه ليس انفجارا طبيعيا كما استخدموا هذا الوصف. حقيقة تزامنا يأتي هذا الانفجار قبل يومين من موعد إعلان المحكمة الدولية حكمها بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، هذا من حيث التزامن الزمني، لكن لا يمكن ربط الأمور إلا إذا كانت هناك خيوط سياسية معينة، وهذا ما يفترض أن تكشفه التحقيقات التي بدأت. لكن بطبيعة الحال طبيعة الانفجار هو أقوى بكثير من ذلك الذي أودى بحياة الرئيس شهيد رفيق الحريري، من حيث شعاع الأضرار الذي امتد على مساحات واسعة ليس فقط في محيط المرفأ إنما أيضا في المناطق المشرفة عليه. وبالتالي طبعا أننا أمام أحياء سكنية مكتظة، الأضرار كما أشرت هي بالغة جدا، لكن الهم الرئيسي الذي يشاور المسؤولين حاليا هو طبعا الضرر البشري وعدد الضحايا الذين سقطوا أو استشهدوا نتيجة هذا الانفجار. هذا الأمر هو محور الاهتمام حاليا، وإلى الآن لا نعرف كم عددهم ولو تقريبا، لأن الحقيقة الفرق المندفعة هي فرق طبعا من كل لبنان، لكن المساحات هي كبيرة جدا، يعني محيط المرفأ والمرفأ بحد ذاته يحتاج ربما طبعا إلى فرق يعني تعد بالألاف إذا كان هناك من عمل إنقاذ سريع، فكيف بالأحياء السكنية، كيف بالمباني العالية المطلة على المرفأ والتي كان أضرارها بالغة. يعني هذا الأمر الحقيقة الإغاثة ربما تحتاج إلى ربما ساعات وربما أيام أيضا، وهذا بطبيعة الحال ما يستدعي تدخل دولي إذا كان هناك من غيرة دولية لطبعا تقديم المساعدة على هذا الصعيد. لكن حتى الآن يعني لا نفهم شيئا ما يدور في كواليس الحكومة، هل هناك من إسماع طارق لمجلس الوزراء لبحث ما يجري؟ الحقيقة هناك بلبلة وفوضى وهناك نوع من الإرباك على كل المستويات. بس هل من الطبيعي أن تتأخر ردة الفعل الرسمية بهذه الطريقة تتصور يا سيد جورج؟ يعني كارين تقول أن تقريبا لا رد فعل رسمي مباشر إلى الآن، هل من الطبيعي أن تتأخر؟ الحقيقة رد الفعل هو من المبكر جدا، لأنني كما أشرت اهتمام هو إسعاف الجرحى وبالتالي يعني معالجة الوضع الإنساني الذي خلفه هذا الانفجار، باعتقاد اهتمام كل المسؤولين منصب على هذه الناحية. أما فيما يتعلق بطبيعة الانفجار وكيف حصل وما هي الدوافع وإلى ما هنالك، أنها أمور طبعا هي بقدر ما هي مهمة، إنما طبعا تحتاج إلى ربما يعني تحقيقات جدية لمعرفة حقيقة ما يجري. الآن الوضع هو منصب على معالجة النواحي الإنسانية قبل كل شيء.
على ذكر ذلك وإنصافا فقط، وزير الصحة خرج بالفعل ووجه نداء مباشرا للمستشفيات المختلفة كي تستقبل المصابين والجرحى على وجه السرعة، وهناك تقارير من وسائل إعلام لبنانية تتحدث عن مئات المصابين إلى الآن ودعوات مباشرة للتبرع بالدم. تفضل. أذهب إلى الأبعد لأقول بأن كل البلديات، كل هيئات المجتمع المدني، كل المستوصفات، كل المنازل التي طبعا يمكن استيعاب أو يمكن الاستغناء عنها الاستيعاب الجرحى، كلها باتت مفتوحة. عملية الإنقاذ الآن تحولت إلى عملية شعبية أكثر مما هي عملية رسمية، مع احترام لقرار وزير الصحة، وهذا بديهي جدا أن تفتح كل المستشفيات وعلى حساب وزارة الصحة، لكن عملية الإنقاذ امتدت إلى أكثر من ذلك. أرى أن هناك أندية، أن هناك طبعا مؤسسات اجتماعية في المجتمع المدني وإنسانية فتحت الأبواب، أيضا المستوصفات إلى ما هنالك، لذلك هناك تعبئة عامة للإحاطة بالوضع يعني البشري الإنساني. لذلك يعني الكارثة هي إنسانية قبل أن تكون مادية وقبل أن تكون طبعا في الأبنية وفي الممتلكات. مفهوم طبعا يا أستاذ جورج. أنا أدعوك فقط أن تبقى معي أرجوك، لأن لدينا كثير كي نناقشه، لكن ما زلنا وأعتقد كما جميع من يتابع المهتمين بالشأن اللبناني نحاول أن نصل إلى أكبر كم ممكن من المعلومات. معي على الهاتف من بيروت أحد شهود العيان أرمان، هو مواطن لبناني وشاهد عيان على ما حدث. أرمان أهلا بك، ما الذي حدث تحديدا؟ ما الذي شاهدته؟ أهلا أهلا أهلا. هو شهدت حسينا بفكرنا أول شيء طيران عم بحل، وسمعنا مثل بطاقات أرضية كأنه، وبعد شوي انفجار كبير جدا جدا جدا، فكرنا غارة او انفجار او اغتيال حدا مسؤول. بين بعدين معنا انه في مفرقعات على مرفا بيروت، هو بعيد عنا شي 2 كيلومتر، صار في انفجار هائل جدا دمر كل المنطقة بحوالي شي 10 كيلومتر، يعني لا ابنية موجودة، لا سيارات حطت اللي تعرفت معهم تاخذ الجرحى، عم ياخذوا جرحى للدراجات الناريه، طرقات مكفله تماما، اتصالات صعبه جدا جدا، يعني حال كانه غاره، كانه بشيء مطرح ثاني العالم، يعني كانه غار طيران دمار شامل. يعني نحن ناطرين شو بدنا نعمل، في مطرح يعني ما في منازل بقى ينسكن فيها لانه تدمرت. عم نشوف بدنا نروح نحن انا والعائله، يعني منزلك بشكل مباشر تأثر، منزلك بشكل مباشر تأثر أرمان؟ بس حتى بتحشم، نعم يعني حتى أنا انطبط بالزجاج، اتدمر جزء منه، اتدمر أكيد أكيد، منزل منازل يعني وطبيت، وحتى أنا انطبط شوي بالزجاج يعني المتغير، وتعرفي نحن بموسم مثلا صيفي نحن العالم بالطرقات، نحن يكفينا كورونا، مع كورونا وكمان انفجار هلا زيادة، لا زيد المصايب اللي عايشين فيها بالمال. سأل يعني ألف حمد لله على سلامتك، اسمح لي أن أقول لك بداية ألف حمد لله على السلامة، لكن بما أنك ذكرت أن هناك الكثير من الإصابات، حجم الإصابات اللي شهدتها، يعني هل شهدت جرحى، هل شهدت قتلى، من المسؤول عن نقل هؤلاء المصابين إلى الآن؟ جرحى بالطرقات قد ما بدك، وفي منهم عم يجوا من بيوتهم يطلعوا المستشفيات، عم يساعدهم كلهم يعني في ما بيعرفوا المستشفيات، عم يساعدهم، عم ينقلوا الجرحى على الدراجات النارية، السيارات ما فيك توصل، سيارات الأسعاف عم بتقدر توصل، في إصابات خطرة قدامي كانت، يعني أنا حاولت أبعث فيديوهات صورتها لكم، بس الاتصالات تعطل ما كانت تقدر توصل، إن شاء الله تقدر توصل بعدين إذا رجعت تقدر تبعثها. يا ريت أرجوك. من المتواجد أيضا بشكل رسمي الآن محاولة احتواء الموضوع؟ احنا شايفين على الشاشة قوات من الجيش كذلك موجودة، وبعض عناصر طبعا الصليب الأحمر. نعم، هو مستدعى بيكون خاص، أكيد صار في شيء احتكاك، صار في شيء في بقلبه، ما بعرف شو جايبينه، يعني بعض المعلومات مش عارفين، احنا لأنه في وضع هلع جدا، ما حدا عم بيعرف يمشي،
انا يعني عم شوف المقطع قدامي بوجهي، يعني في دمار في الاهالات الاما مكسر نصها ودمر نصها، يعني كل الحوار كل الخزانات الموجوده بالمنطقه والحيويات وكل شيء حتى بعدها انقطع عم تندلع، يعني في دمار هائل بمرفق بيروت والابنيه المجاوره. أنا أشكرك أرمان، شكرا جزيلا على التواجد معنا أو التواصل معنا. أرمان نقل لنا جزء من الصورة التي شاهدها بنفسه لما حدث. إلى الآن المعلومات المتوفرة لدينا قليلة جدا وشحيحة وبعضها متضارب عن السبب الذي أدى إلى حدوث ذلك، لكن الجميع ربما العامل الوحيد الذي يجمع عليه أغلب المصادر المختلفة سواء من وسائل إعلام رسمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي أن هناك عدد كبير جدا من الإصابات. الصليب الأحمر اللبناني بدأ بالفعل في نقل مئات الحالات إلى المستشفيات، ووزير الصحة وجه بضرورة نقل هؤلاء على وجه السرعة، وكذلك التبرع بالدم. حجم الدمار كبير جدا كما يقول الجميع، شهود العيان والتقارير الإعلامية المحلية لمسافة بعضها أو بعض من تحدثنا إليهم قال أن لمسافة 10 كيلومترات ربما حتى الدمار موجود ونتابعه الآن واضح جدا في هذه الصور. كارين طرباي مراسلتنا من بيروت ما زالت معي. يا كارين، هل من جديد؟ ليس من جديد سوى إحصاء إضافي ومتواصل للخسائر، خصوصا الخسائر المادية. يعني بعض من ينقلون لنا القريبون جدا من الحدث يتحدثون عن جثث منتشرة على الطرقات. نعلم أن الجيش اللبناني مستنفر بكل ألياته وأجهزته، هو ينقل الناس إلى المستشفيات لتعذر إمكانية نقل كل الناس من قبل الصليب الأحمر اللبناني بسبب حجم الطلب على النقل إلى المستشفيات. كما أشرت سابقا، بيروت الآن هي منطقة مدينة منكوبة، لا يمكن وصف ما الذي يحدث الآن أو حجم الذي حدث في بيروت حتى هذه اللحظة. الجميع لا يزال في حالة صدمة، في حالة استيعاب الخسائر، في حالة لملمة الجراح بالمعنى الحقيقي للكلمة، ولملمة المصابين ولملمة القتلى عن الطرقات. لا أحد يتحدث بعد عن الأحداث، عن الأضرار المادية على حجم بحجم الأضرار البشرية التي وقعت. ويمكن يعني لا نتجازف زي ما قلنا إذا أن ربما في كل منزل هناك أضرار معينة، خصوصا في يعني مسافات قريبة من الانفجار، ولكن أيضا في مسافات بعيدة عن هذا الانفجار. كنا قد شرحنا أن حجم هذا الانفجار أحدث أضرارا أبعد بكثير من المنطقة التي انفجر فيها. السؤال الأبرز الذي لا يزال غامضا حتى هذه اللحظة، ما الذي تسبب بهذا الانفجار؟ هناك روايات متعددة ومتضاربة، وهناك اتهامات لجهات بدأت منذ هذه اللحظة، وهناك تخوفات من أن يكون هناك ارتباط بين هذا التفجير والحالة الأمنية بشكل عام في لبنان، أن يكون هناك محاولات جديدة لإعادة يعني حالة عدم الاستقرار الأمني إلى هذه البلاد، والتي ربما شهدناها منذ أكثر من 10 سنوات وكانت مسلسلا طويلا من التفجيرات. هناك أيضا محاولات للقول للناس أنه لا يجب القفز إلى الاستنتاجات، وربما عدم الآن تصوير الموضوع بأنه أي شيء مرتبط بأجندات أمنية سياسية، وربما يعني عدم استباق التحقيقات والروايات الرسمية التي حتى هذه اللحظة لم تخرج بأي كلمة يقولون لنا ما الذي حدث. رئيس الوزراء لم يتوجه بعد إلى الناس، وزير الداخلية، وزيرة الدفاع، أي شخص مسؤول في هذا البلد لم يتحدث، رئيس الجمهورية لم تصدر عنه أي معطيات حتى هذه اللحظة. يبدو أن الجميع يحاول معرفة ما حدث أو يحاول فهم طرامس ما حدث، يعني بالرغم من أن هناك إشاعة منذ اللحظة الأولى التي وقع فيها الانفجار، ربما 5 دقائق بعد أن وقع الانفجار كانت هناك يعني رواية تسير في البلاد بأنها مفرقعات. هل فعلا هذا هو ما حدث؟ هل المفرقعات تحدث كل هذا الذي حدث؟ هل المفرقعات تنكب مدينة عن بكرة أبيها يعني بهذا الحجم الكبير؟ كل هذه أسئلة يعني لا تزال
تزال موضع الكثير الكثير من ربما التحليلات والتأويلات. بطبيعة الحال بوضعك الوضع الذي نحن فيه الآن تكثر كثيرا التحليلات, ويجب يعني توخي حذر كبير عندما نتحدث عن أي معلومة بأنها معلومة, لأن الكثير من الأمور تختلط على الناس, يختلط الواقع بالرواية, بالمتخيل, بالمسرب, بالذي يعني يرمى في رواية التي ترمى من أجل أهداف سياسية. مفهوم جدا, حتى خصوصا في اللحظات الأولى أو الدقائق الأولى لهذا الحادث. يا كارين, أريد أن أكمل حديثي معك, لكن كما ذكرت وكما استمعنا, هناك الكثير من الصور التي رصدت هذا الانفجار على وجه التحديد من زوايا كثيرة, ربما القريب منها والبعيد, بعضها رصد تحديدا هذه اللحظة بدقة. دعونا نتابع ما الذي حدث, هذه الصور المسجلة, وأعود مرة أخرى. الصور التي تابعناها مسجلة للحظة الانفجار من زوايا مختلفة, وهي غنية عن أي تعليق. أعتقد رصد مباشر لهذه اللحظة ولحجم الدمار الهائل الذي وصفوا كثيرون لنا أنه ربما دمار استثنائي يفوق حتى كثيرا الدمار الذي أعقب اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء اللبناني الأسبق. الصور التي نتابعها صور مباشرة هذه المرة, ومازال هناك حالة من الذعر كبيرة جدا ما بين المواطنين اللبنانيين. سحب الدخان ما زالت متصاعدة بكثافة, سحب دخان أسود. في ربما متابعة لما يدور في هذه اللحظات الحرجة. ما زال حجم المعلومات الموجود لدينا أو المتوفر محدود جدا. تقريبا أبرز المعلومات المؤكدة هو حجم الدمار الكبير الذي نتابعه بصور مباشرة, لا يستطيع أحد أن يختلف عليه. والحديث أن جثث منتشرة أو جثث المصابين على الأقل منتشرة على الطرقات, وحالة استنفار كلي للجيش اللبناني وللطواقم الصحية في محاولة لإسعاف هؤلاء. الدخان الأسود يتصاعد, ونحن بحاجة لكي نعرف معلومات أكثر. إلي الحاج, واحد من شهود العيان في بيروت, أريد أن أعرف ما الذي شاهدته يا إلي. أولا الحمد لله على سلامتك طبعا, ما الذي حدث, ما الذي رأيته؟ الله يسلمك. كان المشهد مخيفا جدا, انفجاران متلاحقان قويان بفارق لحظات, هز المدينة, مدينة بيروت ومحيطها على مدى ثوان, ثم تصاعدت سحب كثيفة مثل الفطر لانفجار نووي صغير, ولحظات اعتبر ظن الجميع أن هناك محاولة تفجيرات مثل محاولات الاغتيال السابقة, ولكن كل من سمعها اعتقد أنها بقربه بجانبه, ومر وقت قبل أن دقائق قبل أن يكتشف الجميع أن الانفجار وقع في مرفأ بيروت وبالتحديد في أحد معابره. لم يكن واضحا على الفور مدى الدمار الهائل الذي وصل إلى مناطق بعيدة حتى دوني, وفي قطر
يتجاوز 10 كيلومتر، وقعت خسائر في الأبنية، في تكسر، تحطم الزجاج، سيارات انقلبت، وجرحى لم يتم إحصائهم حتى اليوم. تحاول الطواقم الطبية تلبية كل الطلبات، ويقال أن هناك مباني قد هوت، مباني قديمة في منطقة الجميزي ومحيطها، وهي منطقة قديمة تعود إلى الزمن الكولونيالي، وهي منطقة مكتظة جدا أتصور بالسكان كذلك. إلي الصليب الأحمر يتحدث أن هناك على الأقل 30 فرقة مستنفرة لمحاولة إسعاف هؤلاء. هل لدينا معلومات عن حجم الإصابات على وجه التحديد، سواء معلومات وصلت إليك أو على الأقل وفقا لمشاهداتك؟ ليس بعد، الأكيد أن المصابين بالعشرات، ولكن ليس بعد، لأن عمليات الإنقاذ ما زالت جارية. لحسن الحظ أنا يعني في فصل الصيف، وإلا لكانت المنازل ملأة بالسكان وطرقات أكثر. ثم هناك نوع من الخوف من كورونا، وعلى أبواب إجراء منع تجول وحظر شامل. للوهلة الأولى كما قلت لك أعتقد الناس أنها عملية اغتيال، وخصوصا أننا أبواب صدور الحكم، يعني في قضية اغتيال الرئيس الحريري قبل 15 عاما، أعتقدوا الناس أنه يعني عملية تفجير تتعلق للتخويف أو لشيء من هذا القبيل. بس هل يجوز أن نربط في هذه اللحظة، ولا مازال من المبكر الربط ما بين الأمرين؟ لم يتكلم أي مسؤول أمني حتى الآن، لا معلومات أمنية سبب ما حصل، هناك فقط أخبار وإشاعات. قالوا أن هناك عنبر مفرقعات نارية انفجرت في المرفأ، ولكن التحليلات لا توافق أنه ممكن مفرقعات تحنت تحدث هذا الخراب الشامل المخيف في بيروت. أقول أنه لم تعد هناك في مرفأ بيروت، عمليا لم يحدث مرفأ بيروت، حتى إهراءات القمح يعني لم يحصل بعد فحصها، ولكن قد تكون متضررة بقوة أيضا بسبب قوة الانفجار. ربما واحد من التصريحات أو التعليقات الأولية، أتصور إلي التعليقات الأولية الرسمية التي جاءت منذ قليل، مقال محافظ بيروت أن بيروت منكوبة بشكل رسمي أعلنها، وقال أن هناك دمار كبير جدا، وما حدث ربما غير مسبوق على الإطلاق في تاريخ لبنان. في بداية حديثك إلي ذكرت أن كان هناك انفجاران وليس انفجار واحد، هل هذا دقيق؟ هل هما من نفس المصدر؟ ما الذي تعنيه وجود انفجارين؟ لا أنا شخصيا شاهد عيان، كنت في منزلي، وقد اهتز المنزل للمرة الأولى ثم للمرة الثانية، اعتقدت أنها هزة أرضية قوية. بعد ذلك دوى الانفجاران الهائلان. حصل ذلك أيضا عند اغتيال الرئيس الرفيق الحريري، ولكن قوة الانفجار هذه المرة أقوى بكثير. الانفجار الذي أودى بحياة الرئيس رفيق الحريري كان محصورا في الأضرار في شارع الفينيسيا. أما القطر أوسع والدمار أوسع بكثير جدا، ربما لأنه يعني كان انفجار الذي أودى بالرئيس الحريري الأقوى في تاريخ لبنان، وقيل أنه استخدم فيه طن من المتفجرات والسيفور تحديدا، تبادر إلى الأذهان أن عملية تفجير لعملية اغتيال. بس أنت وقت الانفجار نفسه كنت داخل منزلك إلي، مظبوط؟ نعم. أولا ما الذي شعرت به على وجه التحديد، وهل تضرر المنزل أو تضرر أحد من الأسرة؟ كانت النوافذ مفتوحة، ولكن البيوت القديمة، البنايات القديمة تضررت، وخصوصا المنازل المقفلة، وهناك كثير من المنازل المقفلة في الصيف، لأن الدنيا حر والكهرباء تأتي وتغيب، وكثيرون من أهل بيروت وسكانها غادروها إلى الجبال.
كما يفعلون في كل صيف، وهذه السنة أكثر بسبب انقطاع التيار الكهربائي. وكان يعني مشهدا فعلا أبوكاليبسي. ثم تلاحقت الأخبار عن الأسباب. هناك سيل هائل من الإشاعات، بعضهم يقول أنه قصف إسرائيلي لمواد متفجرة في المرفأ، بعضهم يقولون ينقلون كلاما عن نتنياهو يتبين أنه غير صحيح وأنها فيك نيوز. حتى الآن لم يتكلم أي مصدر أمني، لم يبدأ بعد أي تحقيق. البلد منشغل بجمع بنقل المصابين إلى المستشفيات وإحصاء الأضرار ومحاولة تهدئة الناس المصابين بالهلع والرعب نتيجة هذا الانفجار. هذا حادث يضاف إلى الكوارث المالية والاقتصادية التي يعيشها اللبنانيون، وسوف يفاقم مأساتهم. ليس حدثا يعني قليلا أبدا في هذا أن يخسر لبنان خسارة كبيرة في مرفأ بيروت وحوله بهذا الحجم. يعني أنت تتوقع خسارة اقتصادية كبيرة جدا، وليس فقط الخسارة في الإصابات أو الأرواح. نعم، الخسارة المادية والمالية هائلة، يعني إلى درجة يمكن قول أن عنابر مرفأ بيروت لم تكن موجودة، وهو الرئة الاقتصادية الأساسية للبنان التي يستورد منها، لم يعد قائما ولا أي عبر فيه. ثم يعني الدائرة الواسعة حواليه أيضا في وسط بيروت، المكاتب، لا شك أنها ضربة مزلزلة للاقتصاد اللبناني في وقت سيء جدا، ظرف مريع. إلي يعني نحن نحاول أن نحصر على الأقل أكبر كم ممكن من المعلومات إلى الآن، وأكرر أنها شحيحة جدا كما نتابع ما تم تكراره أكثر من مرة إلى الآن، على الأقل أن حدث انفجاران وليس انفجار واحد، كانا متعاقبين جدا. الحديث عن هذه الانفجارات في مرفأ بيروت على وجه التحديد وحجم الدمار الذي خلفته يصل إلى كيلومترات عدة، الكثير من البيوت تضررت سواء القديمة أو الجديدة المبنية على الطراز الحديث، وخاصة المنازل المغلقة، هذا مفهوم في حالات الانفجار هذه حيث تتضرر النوافذ والواجهات. هناك حالة تعبئة عامة للجيش وللطواقم الصحية، وزير الصحة يوجه نداءات بالتبرع بالدم، الصليب الأحمر يسير أكثر من 30 فرقة في محاولة لإسعاف المصابين أو حصرهم أو نقلهم للمستشفيات ومحاولة جرد الأمر واحتوائه على وجه التحديد. محافظ بيروت الذي تابعناه منذ قليل في لقطات مباشرة وهي تجول في محيط الانفجار قال إن بيروت مدينة منكوبة اليوم، وقال أن هناك دمار كبير جدا وهو أمر غير مسبوق ربما تماما في تاريخ لبنان أن يحدث الانفجار بهذه الطريقة. إلي أغلب من تحدثنا إليهم رصد لنا واقع هذه المنطقة على وجه التحديد، منطقة الميناء أو المرفأ، مرفأ بيروت، وقربه من الكثير من المناطق التي طورت حديثا ما بعد الحرب الأهلية أو حتى المناطق الحكومية ذات الحيثية الكبيرة. حجم الدمار في هذه المنطقة على وجه التحديد، أو صف لنا جغرافيتها كيف ترصدها، ولأي مدى الانفجار قريب فعلا من مناطق حيوية؟ نعم، الانفجار وقع في منطقة قريبة من البرلمان وأيضا من السرايا الكبير حيث مقر رئاسة مجلس الوزراء، وقرب مبنى الأمم المتحدة لغرب آسيا الأسكوا، وقرب الوسط التجاري، مفتوح على الوسط التجاري وهو يعني قلب المدينة عادة، وحيث تقع غالبية مكاتب الشركات ووسائل الإعلام
وحيث كل مكاتب التجارة والمصارف والمؤسسات، وهو أيضا قرب ساحة الشهداء حيث كانت تجري الاحتجاجات على الوضع والتظاهرات، وهو أيضا مفتوح على منطقة سكنية واسعة خصوصا في منطقة من الجميزة إلى الأشرفية وصولا إلى الدورة. هذه كلها مناطق تضررت بشدة، والأهم كمان كل وكالات الاستيراد والتصدير ومؤسسات الجمارك والنقليات والمرفأ برمته، إنه كما قلت الرئة الحيوية لبيروت. يمكن القول أن كل العنابر فيه قد دمرت واحترقت. المشهد فعلا كأنها قنبلة نووية صغيرة إذا جاز التعبير. هل يضاف ذلك للخسائر الاقتصادية التي ذكرتها؟ يعني أنت تتحدث عن أن الخسائر في المرفأ على وجه التحديد قد يكون صعبا جدا على الاقتصاد اللبناني، هل نستطيع الآن أن نحصر حجم هذه الخسائر في المنطقة بما أنها منطقة شديدة الحيوية اقتصاديا وسياسيا كما أفهم من حديثك؟ نعم، ولكن القاسي في الموضوع أن الدولة لا تستطيع أن تعوض على أي متضرر، سواء خسر مكتبه أو سيارته أو منزله أو خسر حتى حياته، لا تستطيع لأنها في حالة يعني قريبة من الإفلاس حسب المعايير الدولية، والناس بالكاد يستطيعون أن يدفعوا ما يقابل قوتهم يعني ويومياتهم البسيطة. أي شخص تضرر سيارته لم يكون قادرا يعني بمعظمهم بسبب الوضع الأزمة المالية من إصلاحها، إذا تضرر منزلي بصعوبة سوف يستطيع وعلى عاتقه. بالطبع ليس هناك احتياط لدى الدولة للكوارث ولا حتى خطة لإدارة الكوارث، وهذه هي نصيبة أخرى يتحملها كل لبناني بمفرده هو ونصيبه في هذه المأساة. ولكن برأيي الأخطر هو ما يظهر في حال، وأقول أنا هنا أنها تكهنات يعني واحتمالات، في حال لم يكن الأمر مجرد حادث فقط. إذا كان كما يقولون مجرد حادث انفجار مفرقعات لا بأس، ولكن قد تكون نصيبة أكبر إذا تبين أنها نتيجة عمل حربي مثلا. حتى الآن لا معلومات على الإطلاق عن سبب ما حصل، وهذا مربك جدا أتصور، لكن من المنطقي ألا نقفز للتفسيرات وإن كانت كثيرة جدا. الجميع تحدث عن سيناريوهات مختلفة لما يدور. يا إلي شكرا جزيلا. إلي الحاج شاهد عيان وأيضا صحفي في جريدة النهار اللبنانية، شكرا جزيلا. نحاول فقط أن نحصر ما وصلنا إليه من معلومات الآن على الأقل، سواء بشكل رسمي أو من خلال الحديث للكثير من شهود عيان ولمراسلتنا كارين طرباي هناك. هناك تأكيد من الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن عدد الإصابات لا يحصى كما وصف. هناك حديث عن تسيير فرق من الصليب الأحمر تصل إلى 30 فرقة على وجه التحديد، وتحاول موضوعة في حالة للاستنفار الكلي، وهناك تعبئة عامة أيضا للجيش في محاولة لإسعاف المصابين كأولوية. ربما ما صدر من تصريحات رسمية محصور في محافظ بيروت إلى الآن على الأقل، الذي يقول إن بيروت مدينة منكوبة هكذا قال، وقال إن هناك حجم كبير جدا من الدمار. وما حدث ربما اليوم وما نتابعه في لقطات حية مباشرة أمامكم الآن غير مسبوق على الإطلاق. وزير الصحة أيضا أعطى أوامر مباشرة لإسعاف المصابين ونقلهم للمستشفيات اللبنانية، وأطلق نداءات للتبرع بالدم في محاولة لإسعاف هؤلاء. منذ قليل أحد شهود عيان قال لي أن كان هناك انفجاران وليس انفجار واحد متعاقبان سريعا جدا، ووصف
الكثير من الصور وفقا لمشاهداته هو على الأقل، وحجم الدمار في المحيط المتواجد فيه. المؤكد أن حجم الدمار تجاوز المرفأ بالتأكيد، لكن وصل للكثير من المباني الموجودة في محيط يتجاوز بضعة كيلومترات السراي الحكومي الموجود بالقرب. يقال أنه أيضا تضرر كذلك. الكثير من السيناريوهات والكثير من المخاوف أيضا أن يكون ذلك عودة مرة أخرى للانفجارات التي قالت لي مراسلة بي بي سي منذ قليل تعود اللبنانيون ربما الخوف والذعر بسببها. ما زلنا نحاول أن نبحث عن المعلومات وعن الجديد، لكن دعوني أذكركم فقط بلحظة الانفجار. هذه صورت من زوايا مختلفة، رصدت صوتا وصورة لما حدث. طيب سنتابع هذه اللقطات المباشرة لما حدث تحديدا، لكن الآن هذا بث مباشر من بيروت. ما زالت سحب الدخان متصاعدة، دخان أسود كثيف جدا، وهناك حديث أيضا على أن محاولات الإنقاذ مستمرة من جهات عدة. من زوايا مختلفة إذن رصد للحظة الانفجار هذه، وصوتا وصورة. وما زلنا في هذه اللقطات المباشرة نرى أن الحريق لم يتم السيطرة عليه بالمجمل، ما زالت ألسنة اللهب موجودة، وما زال الدخان الكثيف متصاعد كذلك. رصد لحجم الدمار بشكل حصري ليس معروف، أو حصر حجم الدمار ليس معروف تحديدا، لكن الجميع اتفق أنه دمار كبير جدا ربما لم تشهده بيروت من قبل. طائرات مروحية تشارك في محاولة إطفاء هذا الحريق، وحالة استنفار عام في الجيش والطواقم الصحية والصليب الأحمر، ومحافظ بيروت يعلنها مدينة منكوبة. كارين طرباوي مراسلتنا من هناك من بيروت ما زالت معي. يا كارين، هل من جديد؟ ليس من جديد، وهذا ربما ما بدأ يثير الكثير من الأسئلة. ما الذي يحدث في أروقة السياسيين؟ لماذا لا يخرجون؟ لماذا لا يقولون ما الذي حدث؟ طبعا جنيد كل المساعي حاليا لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. نتحدث عن أشخاص عالقون تحت تحت الركام، نتحدث عن جثث قيل أراد، نتحدث عن آلاف الجرحى في المستشفيات، نتحدث عن حالة ذعر كاملة. أنت قلت أن وهو وصف بمدينة منكوبة، فعلا هي مدينة منكوبة. يعني بيروت الآن تبدو وكأنها خارجة من زلزال، يعني ليس هناك مباني أصلا لا تزال واقفة، هناك مباني سقطت على الأرض يعني من أساسها، الناس على الطرقات، الجيش ينقل الجرحى، هناك من يبحث عن الجرحى في المستشفيات، أهالي الجرحى يخرجون من مستشفى إلى مستشفى للبحث عنهم لمعرفة أين ذهبوا، ما هو مصيرهم. تحدثنا عن حالة استنفار عام للجيش وحالة استنفار عام للجميع، ليس هناك أي منزل اليوم في لبنان لم يتحرك لنجدة أحد أو في محاولة لإنقاذ أحد أفراده، أو أنه ليس لم يصبه أي شيء من
من الأضرار التي أصابت المنازل والأشخاص. لا يمكن, ليس هناك من كلمة تصف ما الذي يحدث الآن في شوارع بيروت, ما الذي شهدته بيروت, ما هي طبيعة الذي حدث. ولكن الذي حدث هو عبارة عن تهديم كامل لمدينة, لعاصمة هي تضم يعني كثافة سكانية هائلة في بلد يعني هو صغير للغاية, لا يمكن أن يكون فيه أي شخص في أي مكان لم يسمع بهذا التفجير الذي وقع في عاصمته. وبالتالي هناك ربما في كل منزل اليوم في لبنان نكبة, إن كان إصابة مباشرة إن كان خسائر مادية, إضافة إلى النكبة الوطنية. نحن يعني لا يعني طبيعي الحديث أن لبنان اليوم يمر بأزمة اقتصادية غير مسبوقة, يمر بأزمة مالية غير مسبوقة, يمر بحالة لم يشهدها من ربما التضييق في كل المستويات. ما حدث اليوم هو وكأن هذه هي النقطة التي أنهت لبنان بعدك مع كل أزماته, وكأنه جاء هذا الانفجار بشكل فيه الكثير من الرمزية, إضافة إلى طبيعة يعني ما أحدثه من أضرار حقيقية, ليقول ها هو هناك شيء يوم يحدث في لبنان أسطوري بالمعنى السلبي جدا للكلمة. ما الذي سيحدث, كيف سنستفيق غدا, ما هي الرواية التي ستسير, هل هناك يعني حتى لم نسمع لأن هناك دعوة للمجلس الأعلى للدفاع. ما الطبيعي التوقع أن ما يحدث الآن في البلاد هو حالة استنفار اتصالات على مختلف الأصعدة, وربما اتصالات أيضا مع قوى خارجية. لبنان قد لا يكون وحده قادرا على النهوض بالنصف الحالة التي هو فيها, ليس فقط بالتعامل مع كل ما هو فيه. هذا يمتحن لبنان أبعد بكثير 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 من إمكانياته, حتى لو كان لبنان مزدهرا اليوم. كيف الحال لو كان لبنان ولبنان هو في الحالة التي يمر فيها؟ يعني أنا أتوقع أن هناك اتصالات مع دول تعتبر نفسها يعني اعتبرها لبنان صديقة لإرسال مساعدات فورية, لمحاولة يعني البحث في إمكانية يعني يكون هناك أي لقاء طارئ من أجل لبنان, أي محادثات طارئة من أجل لبنان, أي مساعدات من أجل لبنان. فيعني هناك الكثير من الأغاني اللبنانية التي تتحدث عن بيروت التي تقوم من تحت الردم ومن تحت الحرب ومن تحت النيران. هناك أساطير عن بيروت وعن طبقات بيروت المتعددة عبر العصور وعبر الحضارات, وكيف تكونت بيروت عبر العصور. أعتقد أن ما حدث اليوم سيضاف إلى تلك الأساطير. بالتأكيد الأولوية الآن لإنقاذ الضحايا وإسعاف المصابين, والعددهم ذكرت ربما يصل إلى الآلاف يا كريم, لكن كثيرون تحدثوا عن حجم الكارثة الاقتصادية كذلك بضرب المرفأ بداية, أو حتى لحجم الدمار الذي لحق بالمدينة. كيف نقرأ هذه الكارثة, وهل تستطيع لبنان اللي هي منهكة اقتصاديا أصلا كما ذكرتي أن تتحملها؟ أكيد لا, أكيد لا. يعني نحن نتحدث عن مدينة يجب إعادة بنائها من الأساس, نتحدث عن اقتصاد سيتوقف بشكل كامل, نتحدث عن رئة اقتصادية للبلاد. يعني مرفأ بيروت هو مسؤول ربما عن الحجم الأكبر من الأموال التي تدخل إلى الخزينة العامة. يعني ماذا سيحدث الآن؟ حجم بيروت هو ليس فقط على صعيد الخسائر المالية, مرفأ بيروت هو التي تمر عبره الأساسيات للمجتمع اللبناني. متى سيتمكن لبنان عن الاستئناف عملية الاستيراد من الخارج؟ طبعا هناك مرافق أخرى, هناك مرفأ طرابلس الذي هو مرفأ كبير للغاية ويمكن أن يستوعب البواخر الكبيرة, ولكنه وحده لن يقدر على خدمة البلاد بأكملها. مرفأ بيروت هو ليس فقط رئة اقتصادية, هو ربما العمود الاقتصادي للبلاد. وأشير أننا نحن ليس في حالة انهيار عادي, لبنان بلد أصلاً منهار, أصلاً يمر بحالة لم يمر فيها بتاريخه, أصلاً يمر بحالة توصف بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين بأنها فريدة بمستوى قتامتها الاقتصادي. وبالتالي فهو كل هذا الموضوع يأتي ما حدث اليوم الذي هو كفيل بأن يعني أن يركع دول واقتصادات هائلة
كيف الحال إذا ما كان نحن نتحدث عن بلد مثل لبنان بحجم لبنان بمشاكل لبنان بأزمات لبنان؟ بالتالي يعني لا أعلم لأي مدى متى سنتحدث عن ربما محاولة إزاحة الغبار عن هذه الأزمة، ربما تأخذ سنوات وسنوات وسنوات ليتمكن لبنان من النهوض مما هو اليوم فيه ومما حدث اليوم. هو أصلا كان يتطلب سنوات النهوض من وضعه الاقتصادي. يعني نحن كنا نتحدث عن بنى تحتية مهترئة في البلاد، اليوم لم يعد هناك بنى تحتية في بيروت، يعني طيب انهارت من عند ذكرة أبيها. كارين، أنا أعلم أنه يوم طويل وثقيل أمامك، أرجوك أن تبقي معي، وما زلنا طبعا نتابع على قطاعات الحية المباشرة. النيران ما زالت مشتعلة والدخان ما زال موجود وكثيف جدا في محيط المرفأ، وتابعنا الكثير من الطائرات المروحية تحاول أن تسيطر على هذا الحريق ناهيك عن حجم الدمار الكبير، سواء في المرفأ الذي مني بخسارة ربما لن يستطيع أن يتجاوزها كما قيل لي منذ قليل، أو حتى المباني المحيطة التي هي أيضا في حالة كبيرة جدا من الدمار. حاولنا أن نرصد الصور الأولى لهذا الانفجار من زوايا مختلفة، وحتى ما تلاه من حالة للأسف من الهلع والذعر وسط اللبنانيين. الصور كانت هذه لحالة الذعر الأولية التي مني بها الشارع اللبناني ما بعد هذا الانفجار، لكن الآن هي صور مباشرة من بعيد نسبيا للمرفأ، وما زالت النيران مشتعلة في الكثير من البقع. يعني ربما سابقا كنا نتابع بقعة واحدة فقط مشتعلة بشكل مباشر ونرى الطائرات المروحية تحاول أن تسيطر عليها، لكن واضح أن الأمر أكبر بكثير مما قد يعتقد البعض لأن البؤر كثيرة ودخان تقريبا يغطي سماء بيروت بالمجمل. بدأت الشمس تتجه نسبيا للمغيب كما هو واضح، ولا يعلم أحد طبيعة عمليات الإنقاذ كيف ستبدو الآن على الأقل أو خلال الساعات القادمة. ما وصل إلينا منذ قليل نقلا عن وكالة أنباء رويترز على وجه التحديد أن هناك 10 من القتلى على الأقل، 10 من القتلى على الأقل سقطوا من تبعات هذا الانفجار، وسابقا كان هناك حديث عن مئات بل وبعض المصادر تقول آلاف الجرحى. حالة استنفار قوية جدا لدى الطواقم الطبية والصليب الأحمر اللبناني والجيش وكل جهات الإسعاف السريعة، و وأيضا هناك أو ما زال هناك حديث عن محاولة معرفة سبب هذا الانفجار. بعض وسائل الإعلام اللبنانية نقلا تحديدا عن وزير الصحة اللبناني قالت أن هناك عدد كبير جدا من المصابين كما ذكرنا، وبعضها أيضا نقل عن مصادر أمنية قيل أنها مطلعة ذكرت أن ربما السبب هو حريق في العنبر 12 على وجه التحديد في المرفأ أدى لانفجار مجموعة من الخزانات تحتوي على مادة النترات، لكن هذا ليس مؤكد إلى الآن. على الأقل لم تخرج صور رسمية لنا كما ذكرت لي كارين منذ قليل، لا توجد صورة أو رواية رسمية محددة. ما هو موجود هو مجرد معلومات متفرقة.
الجهة الرسمية الوحيدة التي خرجت بتعليق مباشر على ما يحدث هو محافظ بيروت الذي سمى المدينة مدينة منكوبة وقال إن حجم الدمار كبير جدا جدا وما يحدث غير مسبوق في تاريخها، طبعا بالإضافة لوزير الصحة الذي وجه نداءات كثيرة للتبرع بالدم وتسيير فرق الإنقاذ. زوايا مختلفة عن قرب هذه المرة للمرفأ ولحجم الدمار الموجود به، ما زالت ألسنة اللهب متصاعدة ومحاولات الإطفاء متصاعدة، لكن كما ذكرنا بدأت الشمس تميل إلى المغيب ولو نسبيا، وحجم الدمار كبير جدا. يعني عندما تحركت الكاميرا إلى اليمين قليلا شاهدنا تقريبا كل ما هو مجاور لهذه البقعة المشتعلة يكاد يكون رأسا على عقب، يعني لا يوجد أي مباني مستوية على الأقل في محيطه. مريم مجدولين الكاتبة الصحفية والمحللة السياسية ستنضم إلي لاحقا للتعقيب، لكن إلي الحاج الصحفي في جريدة النهار ما زال موجود، إلي أهلا بك مرة أخرى وشكرا على الاستمرار معي. رويترز تتحدث عن 10 من القتلى على الأقل، هل هناك أرقام أخرى بخلاف ذلك؟ كلا، ولكن كل المستشفيات ملأة في بيروت بالجرحى، ولكن المهم الخبر المهم هو صدور أول معلومة رسمية أمنية عما حصل، مصدرها المدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي قال من دقائق عندما تفقد المرفأ أن هناك مواد متفجرة هي التي انفجرت وليست مفرقعات، قال إنها مواد متفجرة كانت مصادرة وموضوعة في أحد عنابر المرفأ منذ زمن بعيد، وأضاف ردا على سؤال أما القول بأنها مفرقعات يعني تستخدم من أجل الأعياد والمناسبات فهو أمر يثير السخرية على ما قال. لا شك أن هذا يعني يوضح قوة الانفجارين الهائلين، وعندما سئل قيل له أن هناك شهودا عيان يتحدثون عن أنهم رأوا صاروخا مصدره البحر يسقط على المرفأ ثم يلي ذلك انفجار، قال في مثل هذه الحوادث يعني يتوهم الناس أشياء كثيرة والتحقيقات لم تبدأ بعد. بس هل ذكر هل ذكر من المسؤول عن تفجير هذه المواد؟ يعني هل اشتعل المخزن من نفسه؟ هل هو حادث عرضي أم ماذا؟ هل أعطى تفاصيل أكثر؟ لا، لم يعطي تفصيلا، قال إن الذي انفجر هو مواد متفجرة وليس مفرقعات. جيد، لكن من الذي فجرها؟ هل قال من الذي فجرها؟ قال كلا لم يقل شيئا، وعندما سئل عن شهادات أناس قالوا أنهم رأوا صاروخا يأتي من البحر وينفجر في العنبر، قال إن في مثل هذه الأحداث يتراءى للناس أشياء كثيرة، ولكن حتى الآن يعني الوقت مبكر لإصدار الأحكام، هذه رواية وسوف تتوضح الأمور بعد وقت. هناك صمت كبير يلف البلاد من الأجهزة الأمنية والمسؤولين الرسميين سواء كانوا سياسيين أم أمنيين، خرق هذا الصمت المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وكلامه مهم جدا لفهم ما الذي حصل. بس يعني لماذا لم تخرج الحكومة كذلك أو رئاسة الحكومة أو رئاسة الوزراء للحديث في بيان رسمي؟ هل تأخرنا كثيرا في هذا البيان ولا هذا منطقي في حوادث كتلك؟ أعتقد أنهم يعني يحاولون استيعاب الصدمة، ثم أن يعني لبنان بسبب مشاكله الكثيرة وطبيعة الأزمات التي يعيشها والحكومة التي تشكلت بطريقة يعني هيك كأنها ضائعة أمام أي حدث سواء كان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي أو لإنشاء سد مثلا، أنها طبيعتها هي الاضطراب وعدم المبادرة، ليست هناك حتى اليوم في لبنان هيئة لمتابعة الكوارث عندما تقع الكوارث. لبنان محكوم في هذه المرحلة بسبب أزمات كثيرة بالضياع إذا صح التعبير،
وحتى في مواجهة الكورونا في المرحلة الأولى تمكنت الحكومة من التعامل معه بشكل مقبول، ثم تفلت الأمر، نرى تضاربا بين القرارات الوزارات والوزراء، وإنها مرحلة ضبابية بالنسبة لهذا البلد الآن، وجاءت هذه النكبة لتزيد الوضع مأساوية. طيب أنا أشكرك إلي، شكرا جزيلا على البقاء معنا كل هذه الفترة لإعطائنا صورة لما يدور. أنا فقط أذكر بالتصريحات التي هي رسمية الآن وبدأت تتوالى علينا تباعا، وننتظر منها المزيد. الرئيس عون يتحدث أنه أعطى توجيهات للقوات المسلحة للتعامل مع تداعيات هذا الانفجار، وبضرورة تسيير دوريات في الأحياء المنكوبة لضبط الأمن هناك. مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم قال إن سبب ما يدور هو مجموعة من المواد المتفجرة التي كانت مصادرة وموضوعة في واحد من المعابر في المرفأ، ونفى فكرة أن يكون السبب هو مفرقعات كما قالت بعض الروايات، ونفى حتى فكرة أن ما يحدث هو صاروخ أطلق عبر البحر. محافظ بيروت يتحدث أن المدينة مدينة منكوبة وهناك دمار كبير غير مسبوق لم تشاهده بيروت من قبل. هناك حالة استنفار عام في جميع الهيئات الرسمية والجيش والصليب الأحمر، وهناك حديث من وسائل إعلام ووكالات أنباء عن 10 من القتلى على الأقل إلى الآن. لا يوجد إحصاء تام، لكن الحديث عن آلاف المصابين على الأقل كما قال بعض من تحدثنا إليهم. من بيروت السيد محمد النمر ينضم إلي الكاتب الصحفي. سيد محمد، هل من معلومات أخرى تستطيع أن تفيدنا بها، وما هي قراءتك الأولى لما يحدث؟ سيد محمد، كما تتابعون عبر نعم، هل تسمعني؟ أسمعك الآن بشكل جيد يا عزيزي، تفضل. نعم، كما أقول يعني كما تشاهدون، فما يجري في بيروت يعني يقال عنه كارثة بالمعنى الحقيقي. يعني القراءات عديدة، ولا نريد أن نوجه نوعا ما الرأي العام نحو قراءة موحدة، ولكن بالتأكيد كما قال يعني المدير العام الأمن العام أن ليست القضية قضية مفرقعات، القضية أكبر من ذلك. ولكن يعني حتى لو قلنا أن ما هو موجود في هذا العنبر عبارة عن مواد شديدة الانفجار، فبالتالي هناك مسؤولية كبيرة على الدولة، على السلطة، على الحكومة لما حصل من اللبنانيين. فهناك جرحى وهناك ضحايا، يعني بيروت نعم منكوبة اليوم في ظل مشهد جدا مخيف وجدا مؤلم، ولكن لماذا نحن يعني دائما عندما تحصل هكذا كوارث بالطبيعة أن تعود أذهاننا إلى مشاهد جدا مؤلمة سابقة. أتحدث عن مشاهد اغتيالات وتفجيرات، ربما لأن توقيت ما حصل يعني يأتي قبل يومين من المحكمة الدولية، ربما هو يأتي في ظل صراع أمريكي إيراني جدا قاسي، في ظل صراع يدخل فيه أيضا حزب الله وإسرائيل، في ظل أزمة سياسية جدا خانقة، في ظل أزمة جائحة كورونا التي أيضا لا يستطيع لبنان أن يسيطر عليها حتى اليوم. يعني كل هذا يضعك في تصور جدا صعب. نحن لا نريد أن نستبق التحقيقات، ولكن إلى الآن وحتى اللحظة لم نسمع أي موقف حقيقي. يعني صحيح أن اللواء عباس إبراهيم قال نفى خبرية المفرقعات، ولكن على الدولة اليوم أن تقول هذا جرى حقيقة، لأن المشهد مشهد مبكي لبيروت، مشهد مبكي للناس التي لا تستطيع أن تصل إلى المستشفيات بسبب عدد الجرحى. نتحدث عن مئات الجرحى، عن ضحايا، عدد ضحايا منهم ليزالون تحت الركام. يعني أبواب المستشفيات لا تستطيع أن تستقبل الجميع، يعني إنها كانت
بكل ما للكلمة من معنى في بلد أساسا مأزوم اقتصاديا وفي بلد يعيش فوضى كبيرة. الدولة لا تستطيع أن تمسك زمام الأمور، وهذا ما كنا نخشى الكارثة، وهي تحل علينا بهذا الشكل. ننتظر المعطيات أكثر التحقيقات لنعرف تماما ماذا حصل في المرسى، ولكن ما أقرأه من كلام اللواء عباس إبراهيم وكأن هناك يعني مواد ربما أسلحة، يعني هو قال أنها مصادرة. سننتظر أكثر المعلومات الرسمية، وهناك من يقول صواريخ وغيرها. إذن كل ما في الأمر أننا نحن اللبنانيون عشنا كثير من الأزمات، ونحن حاليا في هذه المرحلة كنا نخشى أن تتدهور الأمور في لبنان. فهذا الانفجار من الطبيعي يعني يدفع اللبنانيين إلى السؤال عن الأسباب، لأن ما حصل ليس عاديا يعني. وهناك انفجار بشكله، بتوقيته، بمضمونه، بتأثيره، بنتائجه يستدعي أسئلة. وهذه نقطة مهمة يا أستاذ محمد، يعني إذا كان الحديث عن الأسباب قد يبدو صعبا ومربكا جدا في هذه اللحظات أو في الدقائق، ما زلنا شئنا ما بين في الدقائق الأولى، ولا توجد رواية ثابتة إلى الآن على الأقل باستثناء ما قاله مدير الأمن العام. التبعات أيضا مهمة، سواء تأثير ذلك اقتصاديا أو سياسيا، ما نتابعه في لقطات مباشرة الآن، ما التأثير الذي تتوقعه؟ التأثير الأكبر، أولا نحن نتحدث عن مدينة منكوبة، نتحدث عن خسارة المرفق، يعني نتحدث عن مرفق حيوي. يعني كنا نراه أيام، يعني الرئيس الشهيد رفيق الحريري، كنا نريد لو بعد فترات أن يعود ويرتعش هذا المرفأ ليدخل، يعني ليتم حركة استيراد وتصدير طبيعية بدلا من الحصار الذي العزل التي نعيشها جراء الحكومة يقودها حزب الله والوطن الحر، يضرب مرفأ بيروت بشكل طبيعي. توقف المرفأ، تخيل أن بلد من دون مرفأ، بطبيعة الحال أن الوضع الاقتصادي سيزداد صعوبة، وخصوصا أن ما هو موجود ومخزن أيضا بالمرفأ هو كان منها ربما مواد غذائية، ربما منها مواد أساسية يعني للبنان، إضافة إلى الأضرار التي أصابت اللبنانيين من جرحى، والأضرار التي أصابت المباني والمنطقة، الضرر الكبير الذي أصاب بيروت. يعني العاصمة بيروت الآن لا يمكن حالها، يعني نتابع عبر شاشات التلفزيون، وماذا نقول؟ يعني هل نبكي على حالنا؟ ماذا نقول؟ لا نعرف ماذا نقول. هناك فقدان سيطرة واضح من هذه الدولة التي لا تعرف أن تدير شؤون البلاد، وتعرض البلاد إلى كل ما يسبب للبلد من ضرر، يعني سواء داخليا أو خارجيا، سواء بتقصير، سواء يعني إنها الفائدة وأتت الكارثة، فهذا الواقع صراحة. أنا أشكرك شكرا جزيلا السيد محمد النمر، الكاتب الصحفي من بيروت، جزيل الشكر. وأذكركم فقط بما يوجد لدينا إلى الآن على الأقل من معلومات أو أحدثها على الأقل. مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم في واحد من التصريحات الصحفية قال إن ما حدث هو مواد متفجرة كانت مصادرة وموضوعة في واحد من معابر المرفأ اللبناني، وهي ليست مفرقعات كما تحدثت بعض الروايات الأولية، ونفى تماما فكرة وجود صاروخ عبر البحر وضرب المرفأ. الرئيس اللبناني أعطى توجيهات للقوات المسلحة بالتعامل مع تداعيات الانفجار وبتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة في محاولة أولا لضبط الأمن وأيضا مساعدة المنكوبين كذلك. هذا ربما آخر ما ورد لدينا، لكن أريد أن أذكركم بما حدث على وجه التحديد. رصدنا مجموعة من الصور صوتا وصورة للانفجار لحظة حدوثه، دعونا نتابعها ونعود.
طيب الصور المباشرة كما نتابعها الشاشة الأكثر ظلاما، واضح أن الظلام حل بالفعل هناك في بيروت بعد هذه الدقائق أو تقريبا الساعتين الآن تقريبا. واضح أن هناك ما زالت محاولة لإطفاء هذا الحريق الذي يبدو عنيدا جدا، لأن الطائرات المروحية ما زالت تحاول تلقي الكثير من المواد لإحتواء هذه الألسنة، ألسنة النيران. ومن بعيد كنا تابعنا مشهد أوسع، واضح أن هذه ليست البقعة الوحيدة التي ما زالت النيران فيها مشتعلة. الظلام حل الآن تقريبا، لكن محاولات الإنقاذ والإطفاء ما زالت موجودة ومستمرة. أذكركم بما حدث والانفجار تحديدا كيف بدأ من حوالي تقريبا ساعتين. اللقطات الأولية ما بعد الانفجار كنا نتابعها من أكثر من زاوية، وحالة الذعر والفزع الشديدة، لكن هذه اللقطات الآن لقطات مباشرة هذه المرة لمحاولة احتواء النيران داخل مرفأ بيروت، ما زال مشتعل. طبعا الصور غنية عن أي تعليق. على الهاتف أرحب بالشيخ صادق النابلسي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية. شيخ صادق أهلا بك، ما قراءتك الأولية لما يدور؟ يعني حتى هذه اللحظة لا نستطيع نعطي نتائج حاسمة. نحن نحتاج إلى صح متأني، السيناريو لا يصلح للإقدام في مثل هذه الظروف الإنسانية. يعني تقديم مرشحات من دون قرائن أو دلائل يعني ليس في محل. تصور أن المشهد ما زال ضبابيا بعض الشيء، ونحتاج قبل وقت تتضح الصورة بشكل كامل. بس لماذا ما زال ضبابيا؟ يعني هل تأخرت التصريحات الرسمية برأيك، أم هذا التأخر تأخر طبيعي؟ وماذا عن التصريحات اللي صدرت من مدير الأمن العام، هل نستطيع اعتمادها؟ بدون أدنى شك يعني ما زالت فرقة التحقيق حتى هذه اللحظة يعني تحاول أن تبحث في أسباب ومن أدنى شك حادث كبير ويحتاج إلى حتى أوضح الصورة بشكل كامل. ليس ضرورة أن يكون الأمر مرتبط بأمر سياسي، وبسبب يعني تعقيدات المشهد بسبب قوة الانفجار، وبالتالي هناك يعني اهتزاز على مستوى الحالة الإسعافية والحالة الأمنية وحتى المؤسسات يعني العسكرية، يبدو كلها في حالة إدراك هذه الظاهرة. نحتاج بعض الوقت حتى تتضح بشكل كامل.
لكن هل تعتقد أن ما تم ذكره إلى الآن قد يضع جزء من المسؤولية سواء الاقتصادية أو السياسية على الحكومة؟ يعني ما تم نقله عن مدير الأمن العام كون هذه مجموعة من المواد المتفجرة كانت مصادرة وموضوعة ومعروف مكانها وتواجدها في المرفأ العام في بيروت وينجب عنه هذه الكارثة، ربما لدينا حالة من الارتباك، يعني هل نعتمد هذه التصريحات أم لا؟ حتى هذه الرواية ليست مؤكدة 100%، نحتاج إلى رواية رسمية من قبل الأجهزة اللبنانية الأمنية هي التي تحدد بالضبط ما الذي كان موجودا داخل المخدرات، هل فعلا كانت فرقعات أو ذلك، لذلك سيبقى تحقيقات لا يمكن بأي يعني نتيجة، رغم أن ما قاله اللواء رهيم يؤكد على أن الموضوع معقد قليلا ويكون هناك إهمال في مكان ما أدى إلى يعني حصول هذا الحادث. بس يعني مرة أخرى، هل معنى ذلك أن كان هناك استعجال مثلا في هذه التصريحات؟ لا أعلم إن كان هناك استعجالا أو لا، ولكن بطبيعة الحال يعني المشهد ليس عاديا، عادة في مثل هذه الظروف يعني الحماسة وربما يعني تحصل بعض المنافسات المعينة أو تسرع في تقديم قراءة معينة للحدث قد يعني ينتج عنه بعض هذا الالتباس الذي يقع عادة في مثل هذه الظروف. أذكر فقط ببعض الأخبار التي جاءت أو نوه عن بعض الأخبار التي جاءت لنا منذ قليل، هناك حديث عن أن زوجة وابن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب أصيبا في هذا الانفجار، وهناك بعض الأخبار نقلت عن وسائل إعلام لبنانية أن قصر بعبدة تضررا كبيرا في هذا الانفجار كذلك، لا نعلم مدى حجمه إلى الآن. بالتزامن هناك توجيهات مباشرة من الرئيس للقوات المسلحة بالتعامل مع تداعيات الانفجار ومحاولة مساعدة الأهالي في الأحياء المنكوبة. الرواية الموجودة لدينا إلى الآن على الأقل، الرواية الرسمية الوحيدة، وهناك شح شديد جدا في التعليقات الرسمية، ما قاله مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لواحدة من وسائل الإعلام، قال إن ما حدث هو مواد متفجرة كانت مصادرة موضوعة في واحد من معابر المرفأ، هي ليست مفرقعات كما نقل عن بعض الروايات في البداية، وليست صاروخا جاء عبر البحر. طبعا هذا نقلا عن مدير الأمن العام. محافظ بيروت أيضا كان له تصريحات أعلن فيها بيروت مدينة منكوبة، وقال إن ما تشهد العاصمة ربما من دمار كبير غير مسبوق. بالتزامن بدأت فعلا التصريحات الدولية أو ردود الفعل تظهر، البيت الأبيض يتابع التطورات عن كثب لما يحدث، وهناك أخيرا دعوة مباشرة من الرئيس اللبناني لمجلس الدفاع الأعلى للاجتماع. كما نتابع على الشاشة الآن أيضا هناك ردود فعل تخرج من أطراف أخرى، مثل وزير الخارجية الإسرائيلي الذي قال إن الانفجار يبدو أنه نتج عن حريق داخل مصنع لمواد خطيرة، هذا ما تقول وزارة الخارجية الإسرائيلية. شيخ صادق، هل معنى ذلك أننا نسقط فرضية الصاروخ الذي جاء عبر البحر، أو حتى من طرح فكرة أن ربما تكون إسرائيل مسؤولة عن ما يدور بعد أيام من التشاحن الكبير ما بين الجانب اللبناني أو حزب الله على وجه التحديد وما بين الإسرائيليين؟ يعني كما أقول أنه
كثير يمكن أن يستفيد من هذا الحادث، كان على المستوى الإعلامي أو على المستوى السياسي. الكل يعرف تعقيدات الوضع الداخلي اليوم في لبنان والأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تضع الكثير أمام حال من الأرباك في التعامل مع القضايا الاجتماعية والسياسية وموضوعات تتعلق بالعلاقات الدولية وطبيعة موقف لبنان منها وموقف الدول من لبنان. شكل المشهد مفتوح على غيرها من الاحتمالات الصعبة. لذلك لا يمكن أن نندفع اندفاع عمياء ويعني طيب واضح أني فقط الاتصال بالشيخ صادق النابلسي. سيد صادق ما زلت معي؟ نعم نعم. أنا أعتذر لك لأنه الصوت كان به مشكلة. تفضل أكمل عزيزي. نعم قلت أنا لا أستطيع أن أتبقى أي رواية من الروايات. علينا أن يعني نستأجل الأجهزة الأمنية حتى تعطينا الرواية الرسمية التي من خلالها يمكن كل حدد ولكل طرف أن يحدد موقفه إن كان أهمام أو غير. لكن هل تتوقع أن يكون هناك تبعات سياسية على الأقل لما يدور الآن وما نتابعه في صور مباشرة للأسف من بيروت، أم أن الأمر مرهون بالسبب؟ يعني كل أنه اليوم الوضع في لبنان معقد جدا على المستوى الداخلي. هناك يعني بناء كبيرة فيما يتعلق بالخيارات الاقتصادية، المواقف السياسية ليست منسجمة مع بعضها البعض، فبالتالي يكون حائط من الحوادث يرخي ظلاله ويزيد تعقيد الداخلي أكثر وأكثر. طيب أنا أذكر بآخر ما وصل إلينا من معلومات أو ما نملكه إلى الآن على الأقل. الصورة تتضح تدريجيا، وإن بقي السبب الرئيسي لما يحدث إلى الآن غير معروف مع غياب تصريح رسمي مباشر من الحكومة، لكن الأنباء تتوالى على الأقل. آخر ما ورد إلينا هو حديث عن إصابة زوجة وابن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب في هذا الانفجار، وأيضا حديث عن بعض الأضرار التي حدثت على قصر بعبدة القصر الرئاسي أيضا كما نقلته وسائل إعلام لبنانية. ردود الفعل بدأت تتوالى، البيت الأبيض يتابع ما يحدث عن كثب كما قال، والخارجية الإسرائيلية تتحدث عن أن مدار، تقول أن سبب مدار هو انفجار داخل المرفأ أو بعض المواد المتفجرة داخل المرفأ نفسه، ربما محاولة لنفي بعض المعلومات التي كانت قد تم تناقلها في البدايات على الأقل أن هذا قد يكون بفعل إسرائيلي أو بصاروخ عبر البحر. هذا في اتساق مع الرواية التي ذكرها مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم لواحدة من وسائل الإعلام اللبنانية، وقال إن ما حدث هو مواد متفجرة كانت مصادرة موضوعة في واحد من معابر مرفأ بيروت وليس متفجرات ولا صاروخ. المؤكد هو أن الانفجار وقع في المعبر رقم 12 إلى الآن، هذا ما نملكه، وأيضا الحديث عن 10 من القتلى إلى الآن على الأقل كما نقلت وكالة رويترز. الظلام حل كما نتابع في هذه اللقطات المباشرة على سماء بيروت، لكن النيران ما زالت مشتعلة وتضيء جزءا منها. ما نتابعه ليس الموقع المشتعل الوحيد، لقطات أوسع منذ قليل أظهرت لي الكثير من بؤر النيران كذلك، ومحاولات من الكثير من المروحيات لإطفاء هذه البؤر المشتعلة. لدينا أوامر مباشرة من الرئيس
ضرورة الوضع في حالة الاستنفار الكلية للقوات المسلحة للتعامل مع تداعيات الانفجار، وأيضا بتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة في محاولة لضبط الأمن. شهود عيان تحدثوا لنا منذ قليل وقالوا إن ما حدث هو انفجارين وليس انفجار واحد تلو الآخر. لا نعلم مدى دقة هذه الرواية حتى تصدر من جهة رسمية، لكن بعض صور الفيديو أظهرت فعلا انفجار خفيف جدا تلاه انفجار آخر. بيروت، وكما نتابع الآن وكما هو من المنطقي جدا بعد هذا اليوم أو الساعات المشحونة، أعلنت مدينة منكوبة على لسان محافظ المدينة وقال إنها تشاهد أو تشهد دمارا كبيرا جدا غير مسبوق على الإطلاق. أتذكر معكم ما حدث على وجه التحديد، الصور الأولى لهذا الانفجار أو حتى حالة الذعر والهلع التي أصابت المواطنين في محيطه. نتابع ونعود. الصور التي تابعناها كانت الصور الأولية للحظة الانفجار نفسها وما تلاها من حالة هلع، لكن حالة الهلع ربما ما زالت موجودة أو على الأقل حالة التوتر الكبير في الأجواء اللبنانية الآن. ما نراه الآن هو صور مباشرة لجهود الإطفاء، الكاميرا تركز كثيرا على مرفأ بيروت المشتعل بالنيران، وهذه بؤرة واحدة فقط للنيران المشتعلة. ربما تبدو الصورة مظلمة جدا لأن الظلام حل هناك، لكن حالة من الدمار الكبير في محيط هذا الانفجار في مرفأ بيروت، وسيارات الإطفاء وأيضا الإسعاف تجوب المحيط الميناء نفسه لكن محيط المنطقة أيضا بالمجمل. هناك جهود متواصلة وحالة استنفار قصوى أطلقها الرئيس لضرورة محاولة إسعاف المصابين،
ووضع القوات المسلحة على أهبة الاستعداد لمساعدة الأحياء المنكوبة. مرة أخرى إلى كارين طرباي مراسلتنا من بيروت. كارين، ليلة طويلة كما ذكرنا، لكن هل من جديد في المعلومات لديك؟ ليس معلومات جديدة بشأن يعني ليست كثيرة المعلومات. الواضح أن الجهاز الرسمي يحاول استيعاب ما حدث. طبعا الخرق الوحيد في شح المعلومات الأمنية هو ما قاله المدير العام للأمن العام عن أن الانفجار وقع في مخزن لمتفجرات مواد متفجرة هي موجودة في هذا المكان منذ أكثر من عام، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة. ما عدا ذلك طبعا لا يزال لبنان في حالة استيعاب ما حدث، ولملمت المصيبة على الأقل على صعيد الجرحى والقتلى والخسائر. المشاهد في المستشفيات هي مشاهد يعني لا يمكن تصورها، أنها تبحث بين أسرة المستشفيات عن أقاربها عن أحبابها. لا تزال الفرق الصحية تنقل الناس إلى المستشفيات، حالة استنفار عام. طبعا أعلن الحداد الرسمي في البلاد، هذا تفصيل قليل، يعني أصلا البلاد لم تنهض قبل أيام يعني أو قبل أسابيع أو ربما قبل أشهر وسنوات، فاليوم غد يعني لن يقدم ولا يؤخر. هناك يعني إحصاء للخسائر، معلومات عن يعني كل الناس يحاولون معرفة ما الذي حدث وإحصاء الخسائر التي وقعت في صفوفهم. الآن يعني البيت الأبيض أيضا يقول إنه يتابع عن كثب ما حدث من تفجير في بيروت. الجميع يتابع عن كثب ما حدث في بيروت، وأهالي بيروت يبحثون عن أحبابهم، يبحثون عن أقاربهم، يحاولون معرفة ما الذي حدث. حسان دياب ووزير الداخلية وصل الآن إلى مرفأ بيروت، المكان الذي وقع فيه التفجير، لمعاينة ما حدث. هو يبدو أن هناك معلومات أنه أيضا هناك إصابات في صفوف عائلة حسان دياب التي تقطن في السراي الحكومي الذي يبعد أمتار قليلة فقط عن مرفأ بيروت، ولابد أنه يعني تضرر كثيرا، وليس من المستغرب أن تكون وقعت يعني إصابات في صفوف قاطنيه. طبعا يعني لا يمكن الصدمة، هي كلمة صغيرة، بيروت مدينة منكوبة هي كلمة صغيرة، لا يعرف ما الذي سيحدث حاليا، لا يعرف ما الذي يعني سيتم. إذا كان هناك من إمكانية لإعداد خطة إنقاذ لأن حجم الكارثة هائل للغاية، لا شك أن هناك متابعة دولية، لا شك أن هناك اتصالات مع جهات دولية. ما حدث هو أكبر بكثير بكثير من قدرة الدولة اللبنانية أو قدرة لبنان على استيعابه أو التعامل معه. إنه كارثة بالمعنى الحقيقي، وإنه نكبة بالمعنى الحقيقي للكلمة. وبالتالي نزال في مرحلة التعامل مع هذه الصدمة على كل المستويات الشعبية والرسمية والأمنية والعسكرية. كارين أرجوك ابقي معي كارين، وأريد أن أرحب برولا الحلو، هي صحفية لبنانية معي على الهاتف. رولا أهلا بك. مشهد مؤلم جدا لجميع من يتابع، وأتصور أنه أكثر إلاما بالنسبة لكل اللبنانيين بالتأكيد. ما الذي يتوفر لديك من معلومات؟ أين نقف نحن الآن مما نعلم عن الحادث؟ بس غفاري انا عم بيحكوني من كل الاتجاهات، انت عم تحكيني وهن عم بدقوا يعني منى، كل الناس عم تدق لي بنفس الوقت وبدهم ياني تو جو سموير فوتوغرافر جاذرينج. سو بلا اخذت منى موافقه ما هن منى عم تحكيني انه خلص شي وونتس مي تو جيت اون ذا جو تو بي اون ذا جو او يا أستاذة رولا
بعدني على الهواء ما أستاذة رولا، أنا أعتذر على الهواء. أستاذة رولا أعتذر لك اعتذارا كبيرا، كان هناك خطأ تقني. أنت الآن على الهواء، تفضلي. مساء لبنان، مساء أسود ومساء منكوب ومساء غامض جدا. يعني مصير لبنان حتى الآن مجهول، والذي حصل لا يعني لا صح له، يعني ما في خبر لغاية الآن مؤكد. يعني الوضع بحاجة إلى تحليل. هناك من يقول أن الطيران الإسرائيلي قصف هذه المنطقة التي يتواجد فيها الأسلحة التي وصلت من إيران إلى حزب الله، وهناك من يقول أنها مفرقعات ومواد سامة. الأمر لغاية الآن هو مجهول وغامض جدا. بس إسرائيل نفسها نفت تماما فكرة المشاركة والمسؤولية عن هذا الأمر. هناك بعض المواطنين خرج من أسطح منزله يقول أنه رأى الطيران. يعني هناك شكوك بالذي حصل، ولا نعرف مصيرنا لغاية الآن. لكن هناك مخاوف كبيرة على صعيد إقليمي، يعني البلد منكوب ولبنان في وضع اقتصادي أصلا سيء. الواجهة البحرية لبيروت دمرت تماما، يعني أن تقصف بيروت، أن تدمر بيروت، هذا ليس بالأمر. بس حضرتك بتجزمي أنه يا أستاذة رولا، حضرتك أن تقولي أن تقصف بيروت، هذا جزم بأن ما حدث قصف. مدير الأمن العام اللواء عباس إبراهيم نفسه يقول أن فرضية الصاروخ عبر البحر هذه ليست دقيقة، بالعكس هو قال أنها مواد متفجرة ربما كانت مخزنة في أحد المستودعات وليست مفرقعات. طريقة الانفجار والرعب الذي ألم بغالبية بيروت حتى وصل الضجيج وقوة الانفجار، يقولون إلى منطقة طور في جنوب لبنان، حتى منطقة سروان خارج بيروت سمعوا هذه الأصوات. يعني ما حصل هو بحاجة فعلا إلى تحليل صحيح كي نعرف ما الذي تم وما الذي حصل. يعني هذه ليست نكبة طبيعية، فحتى أي منطقة يوجد فيها مفرقعات، مجرد مفرقعات نارية أو مواد، يقولون أن المواد التي خرجت من جراء الانفجار هي مواد سامة جدا، وحذروا من هذه المواد السامة التي خرجت بعد الانفجار. الرعب الذي تم من قبل، لو تسمع آراء المواطنين والرعب والبكاء الشديد يعني كمية حجم الموت والدمار المباني ودمار الواجهة التي حصلت، تقول أن هذا ليس بأمر طبيعي. يعني أنا لست محللة. نعم. طيب أستاذة رولا، أنا أدعوك أن تبقي معي أرجوك، وأريد أن أعلم الصورة بوجهة نظر أخرى أو ربما حتى معلومات أخرى إذا كانت متوفرة. السيد حسن شخير الكاتب الصحفي ينضم إلي على الهاتف. يا سيد حسن، هل لدينا معلومات أخرى؟ نعم، تحياتي لكم. بداية يعني المعلومات الأولية التي شرت مع الأسف الشديد بعد حدوث هذا الانفجار المؤسف والمؤلم جدا للبنان كافة، بأن بعض وسائل الإعلام للأسف العربية بدأت تنقل بأن هناك عدوان إسرائيلي وهناك معلومات صحفية، نقل عن معلومات صحفية إسرائيلية. بعد تتبعنا لبعض المواقع الإسرائيلية تبين أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، إنما كان تهويل بتهويل. هل تثق كثيرا، منذ متى يثق اللبنانيون كثيرا بالرواية الإسرائيلية؟ لا 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 أثق بالرواية الإسرائيلية، ولكن يعني أنا تقصدت يعني أن آتي بأكثر من معلومة. المعلومات تؤكد بأن الموضوع ليس موضوع ما بين، خلينا نتحدث بصراحة، ما هو حرب الدائرة اليوم ما بين حزب الله والكيان الإسرائيلي. الموضوع هو موضوع انفجار
حدث في هذه المنشأة. اللواء عباس إبراهيم تحدث عن موضوع مواد شديدة الانفجار مخزنة هناك. المدير العام للجمعية بدري ظاهر تحدث عن انفجار هناك. سيد حسن، طيب حتى يعود إلي السيد حسن، أنا فقط أذكر ببعض المعلومات التي وصلت إلينا منذ قليل. بالفعل وصل رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب وكذلك وزير الداخلية إلى مرفأ بيروت لمتابعة آخر التطورات هناك. بعض المستشفيات، وهذا آخر الأخبار، واحدة فقط من المستشفيات اللبنانية تحدثت عن وصول 500 جريح إليها وعدم قدرتها على استيعاب المزيد على الإطلاق. رئيس الحكومة أعلن يوم غد يوم حداد رسمي في بيروت، ومحافظ بيروت نفسها يقول إن المدينة مدينة منكوبة، هناك دمار كبير لم يشهده لبنان من قبل. الرواية الوحيدة الموجودة لدينا الآن وسط كم كبير جدا من التكهنات عما يدور هو ما قاله مدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم لواحدة من وسائل الإعلام المحلية. قال إن ما حدث هو مجموعة من المواد المتفجرة كانت مخزنة في مرفأ بيروت، ليس مفرقة كما يتداول البعض ولا حتى صاروخ أطلق عبر البحر. وهذا يصب فيما قاله أو قالته الخارجية الإسرائيلية بعدم مسؤوليتها عما يدور على الإطلاق. ردود فعل دولية بدأت تتوالى علينا، البيت الأبيض يتابع ما يدور عن كثب كذلك، لكن الأرقام الرسمية الموجودة إلى الآن محدودة جدا، سواء عن حجم الإصابات أو حجم الخسائر أو حجم القتلى. بعض وسائل الإعلام المحلية نقلا عن وكالات أنباء تحديدا رويترز رصدت فقط 10 من القتلى إلى الآن، في حين أن كثيرون يروا أن الرقم ربما يكون أكثر بكثير. إذا كانت مستشفى واحدة فقط تستقبل 500 جريح، الكثير منهم في حالة خطرة. ما زلنا نتابع على يمين الشاشة صور مباشرة لألسنة اللهب التي واضح أن هناك صعوبة في محاولة السيطرة عليها، لأن الظلام حل هناك، فرق الإنقاذ والإطفاء موجودة، طائرات مروحية حتى شاهدناها منذ قليل على الشاشة في بث مباشر، لكن بؤر الاشتعال أو بؤر النيران ما زالت موجودة. هذه بؤرة واحدة فقط منها بالمناسبة. أستاذ رولا، هل هناك صعوبة في محاولة السيطرة على هذا الحريق؟ هل هناك معلومات عن حجم القوات التي تحتاجها لبنان الآن لإطفاء هذا الحريق؟ وهل تطلب مساعدات دولية تتصوري؟ طبعا هناك طلب لمساعدات دولية، لكن ليس هناك معلومات حتى الآن إن كانوا سيستطيعون السيطرة على هذا الحريق. يعني المنشآت التي تشتعل هي كثيرة يعني، ولا ننسى أن هو مرفأ يعني، وكمية المواد التفجير الموجودة يبدو أنه مواد كثيرة يعني. يجب أن نسأل سؤال منطقي، إنه هذه من يمتلك هذه المتفجرات ولمن؟ يعني هناك علامات استفهام حول هذه المتفجرات الموجودة في هذا المكان يعني، ويجب أن يكون هناك معلومات من يمتلكها أو من وضعها هناك أو لماذا هي موجودة في هذا المكان يعني. هذا إذا صدقت هذه الرواية بنسبة 100%، لأن البعض قال أنه بالرغم من أنها تصدر من جهة رسمية هي مدير الأمن العام، لكن ربما علينا أن نتمهل قليلا حتى يصدر تصريح رسمي مجمع. طبعا من الضروري جدا أن نتمهل كي لا يحدث يعني ما لا نتمنى عقباه. يعني اللبنانيون اليوم يخافون من حدوث
حرب يعني. ما لا تتمنى عقباه يا أستاذة رولا يعني. ولماذا يسبب حادث مثل ذلك اندلاع حرب؟ يعني إذا كانت الرواية من يرويها صحيح أن الطيران قد قصف فعلا هذه المنطقة وقصد هذا المكان لتفجيره الطيران الإسرائيلي، هذا سيكون كارثة كبيرة على البلد، بالإضافة إلى الكوارث الكثيرة موجودة أصلاً أمنياً واقتصادياً يعني. طيب أنا أشكرك يا أستاذة رولا، شكراً جزيلاً. إلى الآن يعني الجزء المتعلق بمسؤولية إسرائيل عن هذا الحادث، وهذه كانت فرضية من الفرضيات الأولى التي استمعنا إليها، تم نفيها من الجانب الإسرائيلي. نعم. وأيضاً من مدير الأمن. نعم. العام إلى الآن مثل على الأقل، لكن ربما نحن بحاجة كي ننتظر تصريح. نعم. رسمي مباشر. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا رولا الحلو الكاتبة الصحفية اللبنانية على المشاركة معنا. ما زالت اللقطات مباشرة حية لجهود الإنقاذ وجهود الإطفاء، كذلك الصورة شديدة الظلام صحيح، لكن ما زلنا نستطيع أن نرى بعض عناصر الأمن كما نتابع، وعناصر من الجيش كذلك، وطائرات مروحية وسيارات إطفاء. الرقم المتوافر لدينا إلى الآن ما زال 10 من القتلى، في حين أن الحديث عن مئات من الجرحى، البعض قال حتى آلاف. طبعا لا توجد وسيلة مباشرة للتحقق من دقة الأرقام في ذلك التوقيت، وهذا مفهوم جدا. واحدة من المستشفيات المحلية، واحدة فقط من المستشفيات المحلية، قالت إن وصل إليها 500 جريح ولا تستطيع أن تستقبل المزيد. ولا أعلم، هذه الصور ربما واحدة من هذه المستشفيات، بالفعل صحيح الطوارئ واحدة من هذه المستشفيات كما نتابع. ريما عساف الكاتبة الصحفية تنضم إلي على الهاتف من بيروت. سيدة ريما أهلا بحضرتك. سيدة ريما أهلا وسهلا. سيدة ريما، طيب حتى تعود إلي الأستاذة ريبا مرة أخرى. ما زالت معي كارين طرباي مراسلتنا في بيروت. يا كارين. نعم، يعني لا نزال نحاول إحصاء أو إقصاء ما تقصي ما حدث، ليس هناك من معلومات إضافية عما يعني كنا قلناه قبل قليل. الواضح جدا أن كل ما خرج في البداية من روايات عن مفرقعات تراجع بشكل كبير، وواضح أنه يعني حتى من باب السخرية لا يمكن يعني الحديث عنه. هناك شيء أكبر بكثير من مفرقعات، هناك تفجير. المدير العام للأمن العام قال إن التفجير وقع في عنبر يضم مواد متفجرة مصادرة منذ فترة طويلة. هل هذا صحيح؟ كيف انفجرت هذه المواد؟ لماذا أصلا هذه المواد موجودة في المرفأ؟ لماذا تم الاحتفاظ بها لكل هذه الفترة الطويلة؟ ربما الآن ليس الوقت لهذه الأسئلة التي ستبحث على مدى سنوات قادمة، لأن الحجم الكارثة التي ولدها الحادث هو أكبر بكثير من أن ندخل في أي تحليلات، أو لا يحمل أي طرف الآن لتحليلات أو لتكهنات أمنية وسياسية. اليوم مدينة يعني لبنان بأكمله بات يعني بلدا منكوبا. المستشفيات وصلت إلى طاقتها القصوى، هناك دعوات لنقل المصابين إلى خارج مستشفيات بيروت، وبيروت أصلا هي تعد يعني تضم العدد الأكبر بكثير من المستشفيات من باقي المناطق في البلاد، وبالتالي من الصعب جدا تلقف ما حدث. الصدمة هائلة للغاية، المشاهد في المستشفيات هي مزعجة للغاية، غير المصابين الذين يصلون بالمئات، هناك أيضا أهالي هؤلاء الذين يبحثون عنهم لا يعرفون ماذا حدث لأهلهم، إلى أي مستشفيات نقلوا، هل هم لا يزالون على قيد الحياة أم ليسوا على قيد الحياة. يعني أثارت بعض المعلومات عنه أن هناك على الأقل 10 قتلى، العدد على الأكيد مرتفع أكثر بكثير من ذلك، ولكن حتى اللحظة لا
يمكن لأحد أن يحصيه. يعني لا أدري إذا كان البلد مر في أي فترة من تاريخه بكارثة بالحجم الكارثة التي هو يمر فيها والتي وقعت منذ ساعات، والذي نزال في المرحلة الأولى لاستيعاب ما حدث فيها. هل لدينا معلومات كارين عن عملية الإطفاء على وجه التحديد؟ لأن خلال حديثي معك وخلال ساعتين الآن ما زالت ألسنة اللهب تبدو كثيفة جدا، هل هي خارجة عن السيطرة الآن في هذا التوقيت؟ هل يحتاج لبنان لمساعدة من أجل ذلك؟ يعني كانت هناك حرائق متعددة التي يعني تسبب بها هذا التفجير، يبدو أنه تم السيطرة على العدد الأكبر منها. هناك أيضا تقارير صارت في البداية عن أن هذه الحرائق كانت بالقرب من مستوعبات للغاز، وكان هناك تخوف من أن تصل أيضا إلى هذه المستوعبات، ولكن يبدو أن مسألة الحرائق الآن يعني باتت تحت السيطرة. الرائحة في بيروت هي رائحة سموم الكبيرة يعني بشكل هائل. أهالي بيروت حتى الذين لم يصابوا يبحثون عن مأوى خارج العاصمة للخروج من هذا الجو السم الذي هو في الأجواء. وطبعا هذا ناجم أولا عن التفجير. إذا كانت مواد متفجرة يعني يمكن تصور الروائح التي تخلفها والسموم التي تخلفها في بالإضافة للذعر والارتباك والهلع وصفصي على مدار الساعتين الماضيتين، وأعتقد أنه سيستمر. يا كارين أشكرك، كارين شكرا جزيلا، كارين طرباي مراسلتنا من بيروت، وأمامك ليلة طويلة أرجوك ابقي متابعة. أرحب كذلك على الهاتف أيضا بالأستاذ توفيق شومان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. يا سيد توفيق، ما الذي تقرأه إلى الآن أو آخر حتى المعلومات المتوفرة لديك؟ هل لدينا معلومات كافية تتصور؟ تحياتي إليك ولكل المشاهدين. أنا أعتقد أنه أي قراءة في هذه اللحظة تنطوي على مغامرة كبيرة وعلى مخاطرة كبيرة في نتائجها. يعني الآن لن يعرف ما يحدث بالضبط، ليس أو لم يعرف ما حدث بالضبط، ولكن بصورة عامة هناك من يقول يعني من يؤشر لأنه هذا ناتج عن مواد شديدة الانفجار كانت موجودة في العنبر رقم 12 في مرفق بيروت. وهناك من يقول أو على الأقل من يحتمل بأن انفجارا تعرضت له المنطقة. هلا إذا كان الموضوع يتعلق بتخزين بعض المواد المتفجرة حسب بعض المعلومات التي تقول أيضا بأنه هذه المواد كانت مصادرة من إحدى البواخر منذ أكثر من سنة ولم يتم نقلها إلى خارج بيروت وبالتالي التعامل معها بالطريقة المفترضة واللازمة. إذا هذا كان الأمر صحيحا فأعتقد بأن الجهات الرسمية هي التي تتحمل هذه المسؤولية، ولكن هناك قراءة أخرى أيضا أقول بأن الانفجار ناتج عن خلفيات وعن أبعاد أمنية وعسكرية. طبعا نحن الآن لا نستطيع أن نتبنى أي من الروايتين حقيقة، بس هو نحن لا نستطيع أن نتبنى، لكن مدير الأمن العام يبدو أنه تبنى بالفعل واحدة من الروايات. هل استعجل في تبني هذه الرواية أم يمكن أن نعتمد ما قاله على أنه الموقف الرسمي؟ لا، حتى هو يعني في التصريح الثاني له أيضا نفى ما نقل عنه، لكن قال بأنه الذي أنا قصدته من المفرقعات الشديدة الانفجار لم أقصد ذلك، وأنا قصدت مواد شديدة الانفجار، تحدث عن مواد شديدة الانفجار. هلا هذه المواد شديدة الانفجار هل هي كانت مخزنة أم لا؟ لم يقل مدير عام الأمن العام ذلك، لم يشير إلى حقيقة ما جرى بالضبط، هو تحدث عن النتيجة تحدث عن السبب وليس عن النتيجة. طيب، وبالتالي قوله بأنه شديدة الانفجار هذه. أنا أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ توفيق على الوجود معنا. سيد توفيق شومان الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، جزيل الشكر. على مدى ساعتين تقريبا كنا نتابع معكم، أو يزيد حتى، كنا نتابع معكم ما يدور في بيروت، هذا الانفجار الذي ما زالت الروايات متضاربة عن المسبب الرئيسي.
له، ربما ما زالت محاولة الاحتواء له كما نتابع في هذه اللقطات المباشرة ومحاولة إطفاء الحريق. لكن قبل أن أترككم في هذه التغطية أريد فقط أن أذكر بما حدث، الصور الأولى لهذا الانفجار على وجه التحديد. Oh my. Oh my God. طيب، هذه اللقطات المباشرة الأولية. هناك مواقف رسمية بدأت بالفعل اتباعا تظهر. بيروت أعلنت مدينة منكوبة بشكل تام ورسمي من محافظ غياب، محافظ بيروت. الرئيس يعطي توجيهات مباشرة لضرورة تعامل القوات المسلحة مع تداعيات الانفجار. لدينا 10 من القتلى أكدتهم وكالة رويترز للأنباء، لكن بعض المستشفيات تتحدث عن 500 مصاب على الأقل، ولا تستطيع احتواء عدد الإصابات الذين يصل عددهم ل2000 إصابة كما قال بعضهم، لا نعلم دقة الرقم إلى الآن. العالم هذا المساء يأتيكم في متابعة إخبارية مباشرة بعد قليل مع زميلتي رشا قنديل. تحياتي، إلى اللقاء. أهلا بكم إلى العالم هذا المساء في إصدارة خاصة، أنا رشا قنديل، نذكركم بعناوين الأخبار. قتلى وعشرات الجرحى في انفجار ضم أرجاء العاصمة اللبنانية بيروت وهزها. ما الأسباب المحتملة لهذا الانفجار وما أصداؤه على الاقتصاد المتداعي والحكومة التي ترزح تحت وطأته؟ إسرائيل تقول إنها أغارت على أهداف تابعة للجيش السوري في ريف دمشق والقنيطرة شملت مراكز مراقبة. هل من تنسيق مسبق بين إسرائيل وروسيا ربما قبل تنفيذ هذه الهجمات، وما تأثير هذه الضربات المتكررة على العلاقات الروسية الإيرانية والمصالح المشتركة في سوريا؟ الرئيس الجزائري يأمر بالتحقيق في أعمال وصفها بأنها تستهدف استقرار الدولة. من عساه يسعى لزعزعة استقرار الجزائر، وهل يتسبب هذا التحقيق في أزمة بين مؤسسات الحكم هناك؟ أهلا بكم. لم يشهد لبنان أبدا انفجارا بهذا الحجم حتى الآن. قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب مئات في انفجار أكبر من ضخم وقع في مرفأ بيروت تحديدا في عنبر المفرقعات والألعاب النارية. لم يعرف بعد سبب هذا الانفجار الذي تردد دويه في كل أنحاء العاصمة وصولا إلى قبرص وفقا لشهود عيان. محافظ بيروت أعلنها عاصمة منكوبة، ووسائل إعلام اللبنانية ذكرت أن بيروت شهدت انفجارين وليس انفجارا واحدا، بينما قال مدير الأمن الداخلي في لبنان إن مواد شديدة الانفجار مصادرة منذ سنوات كانت في منطقة مرفأ بيروت حيث وقع. وزير الخارجية الإسرائيلي أعلن أن بلاده لا علاقة لها بهذا الانفجار. انفجار كذلك ربما يكون قد أتى على صوامع القمح القريبة من مستودع المفرقعات في المرفأ المنكوب. Thank you.
إذن ما هي أهمية هذا المرفأ بالنسبة للدولة اللبنانية وما تأثير هذا الانفجار عليه؟ إذن الثابت المعروف حتى هذه اللحظة أن هذا الانفجار هو تقريبا الأكبر الذي تشهده بيروت على الإطلاق حتى الآن. الأعداد المعلنة من قبل الدولة اللبنانية هي 10 أشخاص قتلى، إضافة إلى ما يقارب 2000 على وسائل إعلام اللبنانية المختلفة من الجرحى، مئات على أقل تقدير. هذا الانفجار وقع في مرفأ بيروت، تحديدا في عنبر للمفرقعات والألعاب النارية. حتى هذه اللحظة ما أعلن على لسان المسؤولين أولا أو آخر ما جاءنا على قناة البي سي اي لبنان نيوز أنه الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان توفي إثر إصابته في رأسه داخل البيت المركزي للكتائب جراء انفجار المرفأ. مدير الأمن الداخلي في لبنان قال أنه مواد شديدة الانفجار متصادرة منذ سنوات كانت في منطقة المرفأ في بيروت حيث وقع، وأحدث ردود الأفعال من خارج لبنان جاءت على لسان وزير خارجية الإسرائيلي الذي أعلن أن بلاده لا علاقة لها بهذا الانفجار. هذه صور حية من موقع الانفجار في مرفأ بيروت، حيث قال أنه هذا الموقع العنبر رقم 12 هو الأقرب إلى صوامع القمح في منطقة المرفأ، وأنه ربما بعض الأنباء تشير إلى أنه ذلك أتى على هذه الصوامع. على أي حال، المحافظ في بيروت أعلن العاصمة عاصمة منكوبة وقال أنه نصف العاصمة الإدارية شهدت دمارا شاملا تقريبا. وسائل الإعلام اللبنانية قالت أن بعضها على الأقل قالت أنه بيروت شهدت انفجارين وليس انفجارا واحدا. هذه هي الثوابت حتى هذه اللحظة. لا يعرف بعد سبب هذا الانفجار، لكن هناك بعض الظروف المحيطة بهذا الانفجار في لبنان، أبرزها استقالة وزير الخارجية أمس وتعيين وزير خارجية جديد، إضافة إلى عدد من المستجدات على الساحة اللبنانية لها علاقة بانهيار سعر العملة، بخروج التظاهرات المنددة بالأداء الحكومي، وكذلك بالحديث عن إجراءات حكومية لها علاقة بالقرض المطلوب من صندوق النقد الدولي، وما إذا كان ذلك سيجري اعتماده من عدمه. الجدير بالذكر أن التغييرات الحكومية التي وقعت بالأمس، وزير الخارجية الذي استقال كان أحد المهندسين في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وزير الخارجية الجديد مقرب من الدولة من الرئاسة اللبنانية ويقال أنه مقرب من تيار ثمن من أذار. كانت هناك ردود فعل واسعة إزاء هذه الاستقالة بالأمس. يأتي هذا الانفجار أو الانفجارين سنعرف على أي حال على وجه التحديد حينما نصل إلى سبب هذا الانفجار. ينضم إلينا الآن عبر الهاتف في حديث أولي الصحفي اللبناني الأستاذ فادي مطر. أستاذ فادي مساء الخير، أهلا وسهلا. ما قراءتك لهذا الانفجار وخصوصا عن تضارب الأنباء حول أسبابه حتى حول حجمه؟ مساء النور. أولا يعني لازلنا في لحظة الذهول والاندهاش لما يحدث. تخبطنا كثيرا في اللحظات الأولى، وردت كثير من المعلومات وتضاربت حول وجود تحليق كثيف لطيران قيل أنه إسرائيلي قبل الانفجار أو الانفجارين اللذين حدثا في مرفأ بيروت، وتحدث البعض عن استهداف مخزن لسلاح حزب الله، فيما كان مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم يتحدث عن انفجار كبير ووجود مواد مخزنة منذ أكثر من سنة، مواد شديدة الانفجار. صراحة يعني لازلنا في لحظة ذهول مثل ما قلت لك، ولا يمكننا فعليا اتهام أحد أو التأكد من أن هذه الجهة معتدية أو تلك أو أنه
ربما يكون مجرد حد. أنا أقدر لكل صحفي من بيروت الانضمام إلينا في هذه الليلة، على أي حال فأشكر حضرتك، ولكن هناك قراءات لشكل الانتشار في الشارع في هذه الأثناء، يعني لما الرئيس ميشيل عون يعطي توجيهات للقوات المسلحة للتعامل مع تداعيات الانفجار، في نفس الوقت هناك دوريات في الأحياء المنكوبة في بيروت التي يعد ربما نصفها الآن منكوبا على الأقل في المنطقة الإدارية، إضافة إلى إعلانها كاملة منكوبة. ماذا تقرأ حضرتك في هذا الانتشار؟ يعني هذا أقرأ فيه يعني قد يكون هناك جهة يعني أو ناحية أمنية مما لما يحدث. يعني صراحة نذكر في الماضي عندما صدرت بعض الاتهامات عن أن حزب الله يخزن صواريخ في بيروت أو في ضواحي بيروت وتحت المدينة الرياضية وفوقها، يعني هذا كلام يسري دوما ولابد أن يكون أو قد يكون في مكان مثل المرفأ الذي كما تعلمون ليس مضبوطا بنسبة 100%. المرفأ لدينا كما المطار مضبوطا من الناحية الأمنية ولا من ناحية تخزين المواد التي تمت مصادرتها كما أعلن مدير الأمن الداخلي؟ هذا من الناحيتين سيدتي. عمليات التهريب تجري منذ زمن، واللبنانيين كلهم تسألين الصغير فينا قبل الكبير يعرف ويقول لك أن الوضع في المرفأ وفي الجمارك وفي حتى المطار ليس مضبوطا بنسبة 100%، وهو يخضع لأهواء وإرادات سياسية وميليشيوية. طيب، هنا وهناك إذا كانت هناك مواد شديدة الانفجار في موقع المرفأ في العنبر رقم 12 تحديدا كما أعلن على الأقل حتى هذه اللحظة، حتى تبدأ تحقيقات وتنتهي، الأمر لا يزال في بدايته، هذا يعني أنه يعني ما تردد عن أنه ربما سمي عدوي هذا الانفجار في قبرص ربما قد لا يكون بالمبالغة الكبيرة، أليس كذلك؟ كلا طبعا، ليس مبالغه، وقد وصلتنا يعني ارتكلات مقاطع من صحف قبرصيه تقول انهم سمعوا تردد هذا الانفجار، فبالتالي يعني الامر ليس بسيطا كما اشيع في اللحظات الاولى عن انه انفجار مخزن للمفرقعات. الانفجار سمع في اعالي جبل لبنان وصوله عبر البحر المتوسط وصولا الى قبرص. يعني الوضع خطير ونحن نخشى ما نخشاه في الساعات القادمة. مبكر جدا أن نقول إذا كان هذا هو انفجار أو حادث وقع عن وجود هذه المواد شديدة الانفجار من قبيلتي أنت وغيرها في هذا المستودع أو المرفأ، لكن على كل لو قرئ في ذلك حادث بفعل فاعل، وهذا يعني حتى هذه اللحظة وأؤكد أن ذلك لم يعلن ولم يؤكد ولم تبدأ تحقيقات فيه بعد، هل يمكن يعني تفسير الخشية عموما من قبل اللبنانيين للعودة إلى سياسة الانفجارات، خصوصا أن هناك ظروف سياسية محيطة بحادث اليوم؟ يعني دعيني أقول شيئا، مثل ما قلتها علي أن أشدد مرارا وتكرارا أننا لسنا محققين عدليين ولا نعرف ما حدث بالفعل. مظبوط. حتى الآن على الأرض، ولكن اليوم نحن نعاني من ضغوط اقتصادية ومالية ونحن واقعون في هذه اللعبة الإقليمية في جعبة إذا كنت تقول في الجعبة الإيرانية، وإيران اليوم كما تعلمين سيدتي تتعرض لعمليات تخريبية، واليوم ربما حصل حريق في إحدى مناطقها الصناعية. يعني أعمال تخريبية تشبه ما حدث اليوم لدينا في المرفأ. بالطبع اليوم التفجير الذي حدث في المرفأ بأضخم بكثير، ولكن يعني كنا رأينا في إيران من استهداف نطنز وقبلها مواقع أخرى حساسة بالنسبة لبرنامجها النووي أو غيرها. قد تكون حلقة من حلقات استهداف إيران وأذرعها في المنطقة، لست أدري، أنا أحلل مثل ما أنت تحللين. بالتأكيد، ولكن هناك ثوابت حدثت يا أستاذ فادي، من بينها مثلا أنه كان هناك استنفار شديد، والآن طبعا الجيش اللبناني في حالة تعبئة عامة، بس كان هناك استنفار شديد بسبب ما وصف بأنه تشاحن بين حزب الله وبين إسرائيل، لذلك ربما إسرائيل صارعت بالإعلان على لسان وزير خارجيتها أن إسرائيل لا علاقة لها بهذا التفجير. كيف تعقب على سرعة الاستجابة من جانب إسرائيل وعلى التصريحات ذاتها؟ مثل ما تعلمين يعني حادثة الجنوب التي جرت يعني منذ أقل من شهر، كنا في الأول نتحدث عن استهداف مركبة عسكرية إسرائيلية بصاروخ كورنات، ثم
خرجت، وكان حزب الله للأمانة أيضا سريعا في النفي أنه لم يكن شيء، ثم الإسرائيليين قالوا أن مجموعة تسللت، وهذا الأمر نفي برمته، وزلنا حتى الساعة لم نعرف ماذا جرى تحديدا في جنوب لبنان. الإسرائيليين يقولون أن لديهم تصوير عما حدث من العملية والاستهداف أو كيف تمكنوا من رد المجموعة التي قالوا بين مزدوجين طبعا المجموعة التي قالوا أنها تسللت وردوها، وحتى الآن لم نرى ولا أي شريط مصور ولا أي فيديو ولا شيء. يعني الاستنفار موجود منذ ما قبل هذه العملية، ويشاع ويقال أنه سيحصل شيء في جنوب لبنان، وهناك توجه نحو افتعال مواجهة عسكرية ما، لست أدري هي لصالح من يعني أو هي لزيادة الضغط على لبنان الذي كما تعلمين يرزح تحت أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، وهو تصنيفه اليوم عالميا اقتصاديا بجانب فنزويلا، يعني من ناحية التضخم ومن ناحية الانهيار المالي وفقدان الليرة قيمتها، ناهيك عن جائحة كورونا التي تتجدد اليوم لدينا والإصابات مرتفعة، وكان ينقصنا هذا الانفجار. يعني المشهد كارثي مفهوم طبعا. أستاذ فادي مطر الصحفي اللبناني منضمن إلي عبر الهاتف، أشكرك شكرا جزيلا على الانضمام إلى هذه التغطية الحية على شاشة بي بي سي وعلى راديو بي بي سي للانفجار الضخم الذي وقع في بيروت في المرفأ، وكذلك عن الدمار الذي ألحقه بالعاصمة اللبنانية حتى أنه محافظها أعلنها منطقة منكوبة. عبر الهاتف أيضا تنضم إلي الأستاذة ريما عساف الصحفية والمحللة السياسية. أستاذة ريما أهلا وسهلا، ممكن نقرأ شوية في المشهد السياسي المحيط بهذه الكارثة، لأنه يعني طبعا فضلا عن أنه بالتأكيد ستكون هناك حالة تعبئة عامة ودفاع مدني وإلى آخره، بس هذا يعني أنه نصف العاصمة الإدارية تقريبا سكانها سيغادرون منازلهم أو على الأقل لحق بهم دمار وأضرار. نعم مساء الخير. أهلا وسهلا. يعني تحدثت عن قراءة المشهد السياسي، فعلا يجب أن معلش أستاذة ريما، أنا أفهم أنه التليفونات أكيد فيها مشكلة، بس ممكن حضرتك تكرري، أتصور أننا فقدنا الاتصال بأستاذة ريما، سنعاود الاتصال بها مجددا. ينضم إلينا الآن الأستاذ مالك بالقاسم أيوب المحلل السياسي القيادي السابق في جبهة التحرير الوطن، سينضم إلينا بعد قليل على أي حال، وكنا سنناقش قضية الجزائر. أذكر حضراتكم بهذه الصور الحية التي هي موجودة الآن على شاشتنا. هذه الصور هي للانفجار الذي وقع في بيروت والذي لم يأتي أبدا على لبنان انفجار بهذا الحجم. على كل حال الصور حتى هذه اللحظة باستثناء صور الانفجار وباستثناء ما خلفه من دمار هي صور شحيحة. الثابت كما ذكرت لحضراتكم في بداية هذه التغطية الحية المباشرة في العالم هذا المساء هي أنه على الأقل 10 أشخاص قضوا في هذا الانفجار، مئات قد يصل العدد إلى 2000 مصاب حتى هذه اللحظة. قبل أن نتحول إلى باقي ما جاءنا من بيروت تنضم إلينا الأستاذة نسرين حتوم. نسرين صحفية في مكتب بي بي سي في بيروت. نسرين مساء الخير أهلا وسهلا. حتى المكتب لاحق به خسائر، ما أحدث ما يمكن أن تطلعين عليه في موقع مكتب بي بي سي ومن رؤيتكم لما جرى في هذا الحادث؟ بالفعل مكتب بي بي سي بيروت يقع في وسط المدينة مقابل السراي الحكومي، وقد تضرر بشكل كبير مثله مثل باقي المحطات الموجودة في هذا المبنى أو المكاتب أو المباني المجاورة. طبعا هناك أضرار، يعني لنبدأ بداية بالإصابات، هناك عدد من القتلى، العدد الأخير كان 10، ربما سيرتفع لأن هناك نداءات من قبل الناس الموجودة ما زالت ربما تحت الأنقاض، هناك سيارات الأسعاف تدور في الشوارع في بيروت ردا على اتصالات هاتفية من المدنيين العالقين في منازلهم ومبانيهم. عدد بحسب الصليب الأحمر، تحدثت منذ قليل مع الأمين العام للصليب الأحمر، لا يمكن إعطاء رقم نهائي للإصابات. يعني لأعطيك مثالا، أحدى المستشفيات لديها 300 جريح، مستشفى أخرى لديها 500 جريح. القدرة الاستيعابية لمستشفيات المدينة، مدينة بيروت قد أقفلت بالكامل، يعني لم يعد هناك بإمكان مستشفيات العاصمة بيروت استقبال المزيد من الجرحى
والمصابين. بعض المصابين التي حالتهم طفيفة يتم معالجتهم في خارج في الباحة الخارجية للمستشفى، فيما الحالات الحرجة يتم تتم معالجتها في الداخل في داخل المستشفى. بعض الإصابات نقلت إلى مستشفيات صيدا في الجنوب، البعض الآخر نقل إلى مستشفيات الشوف في جبل لبنان، لأن بالفعل الوضع كارثي بشكل لا يوصف. يعني الأعداد ستزيد بشكل كبير، هذا طبعا عن الإصابات، ولكن نتحدث أيضا هنا عن الأضرار المادية. يمكنني القول أن هناك أكثر من 100 العائلات في لبنان ولا سيما في العاصمة بيروت قد لا يبيتون في منازلهم الليلة بسبب الأضرار الجسيمة التي حصلت في هذه المنازل وهذه المكاتب. طبعا هناك نداءات للتبرع بالدم من جميع الفئات، وهناك ايضا نداء من نقابة الأطباء تطلب من جميع الأطباء الالتحاق بالمستشفيات لإعطاء المساعدات الطبية اللازمة. بسبب هذا نعم تفضل. بعتذر نسرين، هل يعني يمكنك من موقعك ان تتابعي او تلمحي الأثر لانتشار سواء الجيش اللبناني او القوى الأمنية في الأحياء المحيطة بالانفجار او المكتب على الأقل؟ طبعا هناك انتشار للقوى الأمنية، هناك انتشار للفرق الطبية. بطبيعة الحال هناك مراكز حساسة جدا تضررت، كما ذكرنا القصر بيت الوسط الذي يسكن فيه رئيس الحكومة الأسبق السابق سعد الحريري، هناك أضرار في السرايا الحكومي. للحديث عن هذا أود أن أشير إلى أن هناك كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة حسان دياب بعد قليل، وهناك اجتماع أمني أيضا دعا إليه رئيس الجمهورية في القصر الرئاسي في بعبدة. كما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب أن يوم غد هو يوم حداد وطني، حدادا على أرواح الذين قتلوا في هذا الانفجار الكبير الذي لم تشهد مدينة بيروت مثله من قبل. بالتأكيد البي سي كانت قد أعلنت قبل قليل نسرين طبعا، وأنت تعرفين أنه الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان توفي إثر إصابته في رأسه. ما الذي يمكن أن يسفر عنه إعلان كهذا، طبعا مع أنه من المبكر جدا الحكم على سبب الانفجار، لكن على كل بيروت أصلا تغلي. بالأمس بعد استقالة وزير الخارجية هناك مشهد سياسي، إضافة إلى مشاهد سياسية أخرى ربما لا أريد أن أشير إليها كي لا يعني أربط أو أحدث صلة غير موجودة، لكن هناك مشهد صعب يجابه هذه الحكومة على أي حال، مش بس في بيروت، في كل مدن لبنان. بالفعل يعني هناك الكثير من التحليلات تتم الآن في الأروقة، ليس هناك شيء رسمي حتى الآن فيما يخص أسباب الانفجار. لن ندخل في تفاصيل ما يحدث لكي لا نضيع بالتأكيد. على المشاهد الحقيقة. وفاة نزار نجاريان هو كما ذكرنا هو الأمين العام لحزب الكتائب، كان موجود في بيت الكتائب وهو المقر الرئيسي للكتائب، وهو على بعد إن شئنا يعني مئات الأمتار فقط من مرفأ بيروت، أصيب في رأسه إصابة بالغة وحرجة. هناك أيضا يعني أحد النواب مصاب، هناك رئيس شركة كهرباء لبنان مصاب وهو عالق مع بعض الموظفين في شركة كهرباء لبنان في منطقة مرمخيل في بيروت، والتي تبعد أيضا أمتار قليلة، مئات الأمتار قليلة عن مرفأ بيروت. الوضع كارثي، يعني كما ذكرت لك في البداية لا ندري حتى الآن من هو مصاب ومن يعني ما هي الحصيلة النهائية إن صح التعبير لعدد القتلى أو عدد طيب الإصابات. نسرين معلش سؤال أخير، يعني بالنسبة للسادة اللي هم من خارج لبنان لا يعرفون إحداثيات العاصمة والمرفأ، أين تقع صوامع القمح من موقع تفجير كهذا؟ مسافة يعني كم تبلغ، كم تحوي هذه الصوامع، إلى آخر ما يمكن أن يطمئن عليه بهذا الصدد؟ الوضع غير مطمئن للأسف، لا يمكننا أن نطمئن. المرفأ بيروت ليس كمرافق المدن الكبرى، هو مرفأ صغير نسبة لمساحة بيروت الصغيرة، وبالتالي يحيط به العديد من المكاتب، العديد من الأبنية السكنية أيضا والتجارية والمطاعم والمقاهي. وهنا أود أن أشير إلى أن اليوم هو ليس يوم إقفال، يعني نحن في لوك داون، في إقفال طويل الأمد، باستثناء يوم 4 و5 من آب أغسطس. اليوم الناس لم تكن في منازلها، وربما هذا ما أدى إلى هذا العدد الكبير من الإصابات. يعني هناك من خرج من منزله لقضاء الحاجة ربما، أو يعني
لأن بعد يومين ستعود البلاد إلى الإقفال مجددا بسبب ضرورة الالتزام في المنازل، وهي الخطة التي كانت قد دعت إليها الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة. زميلتي نسرين حتوم الصحفية في مكتب بي بي سي، أشكرك شكرا جزيلا نسرين على هذه التحديثات، أشكرك بالفعل، ونتمنى لكم السلامة كل فريق بي بي سي، وربما سنعاود الاتصال بكم للاطمئنان ولمعرفة المزيد. أشكرك شكرا جزيلا. قبل أن أتحول إلى ضيف التالي، نسرين أطلعتنا على تحديث جديد، طبعا إضافة إلى تأكيد وفاة الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجاريان، هناك أيضا إصابة رئيس شركة كهرباء لبنان، وأنه عالق مع بعض من موظفيه والعاملين في شركة الكهرباء. ينضم إلي الآن عبر خدمة سكايب من بيروت الأستاذ عباس ظاهر المحلل السياسي. أستاذ عباس أهلا وسهلا. من يعني كيف حضرتك أول ما يخطر ببالك لما سمعنا كلنا عن الانفجار هو الكثير من التحليلات السياسية، لماذا فكرة أنه هناك حادث في مستودع، فكرة لم تخطر ببال الجميع منذ البداية منذ أول لحظة؟ تحية لكم. بيروت الآن هي مدينة منكوبة بكل معنى الكلمة، وكأنها أصيبت بزلزال. باللحظة الأولى للانفجار الكل بدأ يتساءل ما الذي يحدث، هل هناك عمل أمني، خصوصا أن البلد معتاد في السنوات الماضية على أعمال أمنية خصوصا منذ أكثر من 4 سنوات. بأي حال، لأن الانفجار وقع في مرفأ بيروت، ولأن مرفأ بيروت يحوي مستودعات ومخازن وحاويات وسفن، وبالتالي مباشرة ساد الاعتقاد أن هناك شيء ما عمل تخريبي، ولكن توضح الأمر أن هناك مخزونا لمادة أسيدية، نترات أسيد بعشرات الأطنان، لم تعرف حتى الآن الكمية بعد، وكانت صدرت من إحدى البواخر سابقا وأوضعت في مخزون في المرفأ إلى جانب مخزون أيضا من المفرقعات النارية. هنا المعلومة التي تلقيتها منذ قليل، أنه يوجد مخزون من المفرقعات النارية إلى جانب مخزون آخر، أو يعني على هذا في حد ذاته موضوع سؤال، يعني لو نترات أسد هذا يعني أن هناك مادة سامة أولا، وثانيا يعني لو انتشرت في الهواء على النحو الذي نراه الآن، وأتمنى أنني لا أقرأ كثيرا في الصورة التي حضرتك فيها لأنني أشاهد حتى المنزل معبأ بقليل من الدخان، إذا لم أكن أنا مخطئة، ربما أنا مخطئة على كل، ولكن وجود هذه المادة شديدة الانفجار أو القابلة للانفجار إلى جانب مستودع للمتفجرات أو للذخيرة، هذا أمر شديد الخطورة في حد ذاته، يعني حتى لو هي قضية إهمال ستكون قضية العصر بالنسبة للبنان أتصور. لأجل ذلك أتت التنبيهات لكل سكان بيروت لوجوب الانتباه على ارتداء الماسك القناع والبقاء في المنازل وإقفال المنازل، ولكن المشكلة سيدتي أن معظم المنازل في بيروت لم يعد لديها نوافذ من زجاج، سقط كل الزجاج في كل المنازل في بيروت الكبرى، وليست فقط في البقعة الجغرافية المحددة في بيروت. أنا أبعد تقريبا عن مكان الانفجار 12-15 كيلومتر، ولكن يعني بعض الزجاج في منزلي سقط كما سقط عند جيراني عند غيري في بيروت، وبعض الزجاج بقي كما هو خلفي. في أي حال يعني التنبيهات الصحية الاستشفائية يحاولون قدر الإمكان اليوم الجمعيات المعنيون أن يعطوا التعليمات للمواطنين، ولكن حالة الهلع التي حصلت في اللحظات وفي الدقائق الأولى وفي الساعة الأولى من الانفجار سببت أزمة لبنانية كبيرة، خصوصا أن هناك أزمة كورونا بطبيعة الحال التي تضج في البلد وغيره، وهي تؤثر سلبا على المستشفيات. قطاع المستشفيات عندنا لم يعد يتحمل الآن، وبالتالي نطلب المساعدة من كل عواصم العالم. أعتقد أن دولا عربية بدأت بإمداد لبنان بمستشفيات نقالة وغير ذلك من معدات طبية، قطر أعلنت ذلك، دول أخرى، خصوصا أن الزلزال، دعيني أصفه بالزلزال الذي حصل في بيروت، هو ليس بسيطا، لم يظهر حتى الآن حجم الأضرار التي وقعت في هذه المدينة. غدا عندما يطلع النهار سنكتشف أن هناك أضرار كبيرة جدا، إضافة إلى الضحايا. أتصور أن الأزمة الإنسانية التي ستخلفها هذه الكارثة ستكون يعني فوق الوصف، خصوصا أنه أصلا لبنان يعيش أزمة اقتصادية خانقة. هذا مأزق جديد توضع فيه الحكومة اللبنانية القائمة حاليا، على الرغم حتى من التغييرات التي تحدث بالاستقالات وإلى آخره. كيف تتوقع حضرتك أن يكون أداء الحكومة اللبنانية الحالية، خصوصا أنه حتى الطاقة الاستيعابية لإسعاف المصابين حتى هذه اللحظة نفدت بالفعل؟ نعم،
ايا تكن بجميع الاحوال اي حكومه كانت ستقوم بهذا الوقت بالذات كانت ستلاقي نفس الاسلوب في العمل ونفس النتائج. لا تتحمل الحكومه مسؤوليه ما يجري الان، ولكن البلد وبمعزل اليوم عن النقاش السياسي، لاننا في لبنان اليوم نقول دعوا السياسه جانبا ودعونا نقدم على التكافل الاجتماعي والتكافل المؤسساتي والتكافل السياسي والتكافل الاقتصادي والتكافل المعيشي. ولكن أعتقد أنا هنا في هذا الإطار أنه بعد هذا الزلزال سوف يطرح مجددا العودة إلى لم الشمل السياسي اللبناني والمجتمع اللبناني. أعتقد أن الشهر المقبل إذا نفدنا بخير وإن شاء الله كذلك سوف تكون المسؤولية ملقاة على عاتق القوى السياسية للعودة إلى طاولة واحدة والاجتماع وعدم اليوم فعل النكايات. يكفينا أزمة اقتصادية، أزمة صحية، كورونا، اليوم هذا الزلزال وهذه النكبة. الشعب اللبناني سيضغط، أنا أجزم لك سيضغط بكل فئاته وبكل أحزابه وبكل قواه وبكل مجتمعاته ومكوناته من أجل لم الشمل السياسي. لم نعد نحتمل في لبنان مزيدا من التمزق السياسي. أتصور أنه سيتضح الكثير بعد اجتماع الغد لرئيس الحكومة حسان دياب وما الذي سيعلن عنه من إجراءات. ممكن حضرتك تبقى معي أستاذ عباس ظاهر لو سمحت، المحلل السياسي منضم إلينا للتعقيب على يعني التداعيات الفورية لهذا الحادث والانفجار الكبير الذي وقع في لبنان. كذلك ينضم إلينا في الحوار الآن عبر خدمة سكايب الخبير المالي والاقتصادي الأستاذ دان قزي. أستاذ دان أهلا وسهلا بحضرتك. قبل أن نقرأ في التبعات ينبغي أن نقرأ في المشهد اصلا الاقتصادي المحيق بلبنان وبحكومته قبل وكانه كان ينقصه هذا الانفجار. هل تستطيع الحكومه القائمه حاليا اصلا ان تدير هذه الازمه اقتصاديا؟ يعني اللي صار الليله كارثه سنيه طبعا، وهي السنه كانت كثير كثير صعبه على لبنان، وما كان ناقصنا ابدا انه يصير بعد زياده علينا الشغله هيدي. المشكله هون اقتصاديا انه مثل ما قال الزميل قبل عن الزجاج والاضرار الماديه، نحن اليوم عندنا مشكله بالاستيراد، فهيدي عم تفاقم المشكله لانه ما فينا نستورد الادويه، المستشفيات ما لنا محضره حالها، المورفين الى اخره لحتى تستوعب هالاصابات هيدي، كما انه الاستيراد المواد الاوليه للشعب للحياه الطبيعيه، كما انه طبعا يعني اليوم من الصعب جدا مثل ما قال لك الزميل انه ما في بيت لحدود 10 كيلومتر من الحادث او من الانفجار ما تضرر، يعني كله هيدا سيارات الى اخره، كله هيدا القطع بدها استيراد، بدها دولار ما انه موجود الان، يعني المستشفيات بحتكلها. طيب. عندي تفصيلتان تحديدتان اريد ان اسال حضرتك عنهما. من المبكر جدا واكرر انه من المبكر، انا لا اريد ان ابشر بالسوء، ولكن اذا ما كان هذا الانفجار قد طال في حرائقه صوامع القمح، ما الذي يعنيه ذلك على مستقبل الاسابيع القادمه في لبنان؟ وذلك يربط بالنقطه الثانيه المتعلقه بانهيار سعر الليره بعد تحريره. هي المشكله الاساسيه مش قضيه بس انه الاستيراد، نحن انه في دولار كافي للاستيراد، لكن المشكله انه حتى الضرر اللي حصل على المرفأ، ما نحن بنستورد من خلال المرفأ يعني، والمطار تضرر حتى، يعني كمان هون لوجستيا صار عندنا المشكله تفاقمت وكبرت اكثر من قبل، فكله هيدا عم بيزيد علينا بوقت مش بحاجه نحن لمصايب جديده وكبيره. طيب لو نظرنا إلى الأداء الحكومي الفترة الفائتة وغضب كثير من المتظاهرين من هذا الأداء الاقتصادي لهذه الحكومة، والحكومة ترد من طرفها بأنه أولا من المبكر الحكم على أداء حكومة بعد أشهر من توليها، وثانيا أنه المشهد صعب على كل الدول بسبب أزمة كورونا، ما الذي يمكن لحضرتك أن تقرأه في الخيارات المتاحة حاليا لهذه الحكومة لإدارة هذه الأزمة إذا لم تكن ترغب في استقبال معونات من الخارج؟ وهل تتوقع أصلا أن تتلقى هذه المعونات؟ لا هلا بصراحه يعني نحن كان عندنا امال كبيره على هذه الحكومه بالاول، طلبوا اني 100 يوم، لحديت هلا ما صار في اي انجازات كبيره يعني باللي عملوه، هن من منطلقهم بيقولوا انه الانجازات هن انه عينوا بعض الاشخاص بمراكز كانت فاضيه لسنين عديده، ومن يعني منهنيهم على شيء، ولكن ما بعتقد انه التعيينات صارت بطريقه شفافه او بطريقه فرجت انه في شيء جديد عم بيصير. فمن منطلق جزئي ما عملوا شيء يعني كثير كثير مهم، ويعني مشوا ببطء، طبعا مش الحق عليهم كليا لانه في تدخلات خارجيه من خلال المصالح الخاصه
واللوبيز اللي عم بتصير بالبلد. فمن هالبطلة هيدا يعني الوضع كثير كثير سيء، والحكومه عم تمشي ببطء اكثر من طيب الوقت. خليني انا وحضرتك نسمي الاشياء بمسمياتها. الفتره الفائته كان هناك صراع قوى اقليميه، صراع ايرادات يعني افضى بلبنان في وضعيه سيئه بسبب انه حسب عليها السياسه الاقليميه. هل تتوقع ان يمتد هذا المشهد حتى بعد كارثه اليوم؟ بصراحة أنا بحط اللوم مش على التدخلات الإقليمية، هي التدخلات الإقليمية فاكتور يعني كانت من الأسباب، ولكن الأسباب الكبرى هي المصالح الشخصية الأنانية اللي مرقت على السنين الماضية بدون أي محاسبة. يعني مثلا حسب شو ما كان تفسير لهذا الانفجار، إذا كان الانفجار هو حادث، ليش عم بيحطوا هالمواد هيدي الخطره هالسنين كلها بمنطقه مكتظه بالسكان الى اخره؟ يعني يعني بنتمنى انه يصير في محاسبه هالمره، مش مثل العاده انه لا قضاء وقدر يعني ويمشوا وينسوا اللي صار. طيب سؤال اخر الاستاذ دان قزي قبل ان اعود الى ضيفي السابق. استاذ دان، لكل ازمه تدار خطه مخاطر، وعلى اساسها يكون هناك سياسه للتعامل مع الازمات او الكوارث من هذا النوع. بصراحه هل يوجد مثل هذا الطرح في لبنان؟ لا ابدا. هذا الشيء طبعا خطه من هالنوع بتكون مرسومه قبل هاي الحكومه، فما فينا نلوم هاي الحكومه على شيء. بس البلد عامه بما انه ما في محاسبه ابدا على اي اخطاء صارت بالماضي، وصار في كتير اخطاء بالماضي من ضمن الكارثه اللي صارت بالمصرفيه والماليه، لذلك ما يعني ما ولا حكومه عم بتحس حالها مجبوره انه يكون عندها emergency plan يعني لموضوع من هالنوع. وبصراحه هيدي الحادث كان فيه يتجنبه الواحد اذا عرف انه في مواد كيميائيه ما تنحط بمنطقه مثل المرفأ او منطقه مكتظه بالسكان. يعني كثير مناطق كانوا فيهم حطوها بالبقاع شي محل بعيد يعني. طيب استاذ دان قزي، لو سمحت حضرتك ان تبقى معنا، اعود للاستاذ عباس ظاهر للتعقيب على بعض ما ورد في هذا الحوار مع الاستاذ دان. استاذ عباس، حضرتك توقعت انه سيكون هناك ضغط شعبي يفضي هذا الضغط الى عوده لم الشمل في بيروت، بس ينبغي ايضا ان يكون هناك عداله في التعامل مع المسؤولين سواء في التقصير او في المتسببين بعد ان تنتهي التحقيقات او نصل الى يعني تفسير واضح لمسببات هذا الانفجار. الأستاذ قزي لم يكن بقدر التفاؤل الذي عليه حضرتك، لأنه رأى أنه مش بس هناك تقصير، هناك سيكون تقصير ربما في المحاسبة. لست متفائلا بموضوع المحاسبة كما الأستاذ دان قزي تحديدا، يعني أوافقه الرأي في هذا الإطار. أنا متفائل فقط في الضغط الشعبي الذي يمكن أن يثمر في السياسة، في حكومة وحدة وطنية، في لم الشمل، ولكن بالمحاسبة عودتنا التجارب في لبنان للأسف أن المحاسبة تقتصر على بعض الدوائر، لأن هذا البلد يعني تدخلينا في جانب مهم هو بلد طائفي. غدا المحاسبة قد تكون على طريقة 6-6 مكرر عندنا في لبنان كما هو معروف المعادلة، يعني قصدي هنا 6 طوائف يجب أن تقدم 6 طوائف، تقدم 6 موقفين أو معنيين، أو غدا سوف ترمى الكرة كل يرميها في ملعب الآخر. ما هي آليات لم الشمل؟ طيب إذا حضرتك ترى هذا الطرح يا أستاذ ظاهر، ما هي آليات لم الشمل وقضية المحاصصة حتى في كارثة مثل هذه لم يسبق لبيروت أن شهدتها بحسب تنبؤات حضرتك أو قراءتك ستكون أيضا حاضرة؟ يعني إذا لم يكن الآن هو تنحية الطائفية جانبا، متى طيب؟ للأسف الطائفية التي يقوم النظام السياسي على أساسها كيف يمكن أن تنحيها؟ نحن كشعب لبناني، كمثقفين، كإعلاميين، يعني أي وصف تريدينه في هذا الإطار، نحاول قدر الأمكان أن ننادي دوما بالدولة المدنية بإلغاء الطائفية السياسية، لكن للأسف هذا لم يتحقق في لبنان. أيا يكن، لم الشمل في السياسة يؤدي إلى إيحاء للمواطن أن هناك محاولات سياسية جدية للوقوف ورص الصفوف وبالتالي الوقوف في الأزمة الاقتصادية معا، لأن الخصام السياسي الموجود في لبنان الآن يزيد من حجم النكبة التي نعيشها في الاقتصاد، يزيد من حجم النتائج والتداعيات التي خلفتها مثلا حادثة اليوم، يزيد من أي مشكلة في الداخل اللبناني. وبالتالي وجب علينا في هذه المرحلة بالذات ونحن نلاقي أزمة خلف أزمة، أزمات تتوالى، أن نتوحد. وأعتقد هنا أن الشعب اللبناني سيكون راضيا جدا بعدما جرب الانقسام
سيكون راضيا بمشهد لم الشمل. أنا أجزم لك وفقا لمعلومات أن هناك توجها حتى قبل الحادثة كان يحدث في الكواليس والصالونات السياسية أن هناك دفعا باتجاه إعادة النظر بموضوع الحكومة وحكومة الوحدة الوطنية وإعادة رص صفوف في هذا الإطار، وخصوصا بعدما استقال وزير الخارجية في الساعات الماضية. بأي حال أتت هذه الحادثة لتأخذ البلد، تدفع البلد إلى مكان يجب أن يتوحد فيه اللبنانيون، لأن الأزمة تطالنا في كل شيء. وبالتالي إذا اليوم لم نستغل هذه المأساة التي حصلت في أن نحصد نتائج إيجابية ونحاول قدر الإمكان أن نقف إلى جانب بعضنا البعض كقوى سياسية وكمكونات شعبية، فمتى يمكن أن تكون هذه الوحدة؟ أتصور أن بيروت يا أستاذ عباس السابع تمام، بس وهو موعد إصدار المحكمة الدولية الحكم أي بعد يومين ليبنى على شيء مقتضاه. وكانت يعني لافتة في الساعات الماضية أن الرئيس سعد الحريري رئيس الحكومة الأسبق كان يدعو يلتقي رؤساء الأجهزة الأمنية من أجل تفويت أي مشاريع فتن في الداخل اللبناني، وهذه كانت مسؤولية كبيرة. هل تتوقع أن يربط بشكل ما بين ما حدث الليلة وبين الظرف الذي حضرتك تتحدث عنه؟ لا أتوقع، لأن المعطيات الموجودة بين يدينا حتى الآن، بين أيدينا حتى الآن، المعطيات الموجودة في مرفأ بيروت، فعلا هناك مخزون لهذه المادة، فعلا هناك تقصير رسمي، فعلا هناك معطيات تؤكد على أن هذه الحادثة هي لها أرضية موجودة في الداخل اللبناني. وبالتالي اليوم ربما تزامن قبل 24 أو 48 ساعة كانت تتزامن أحداث أخرى، يعني لا يمكن الربط بهذا الإطار للأسف، لأن حجم الأضرار هو كبير جدا، يوازي تقريبا بمعزل طيب. عن الشخصيه هو انا اشكر حضرتك انك قدمت لي لاذكر الساده المشاهدين والاستاذ عباس ظاهر لو سمحت ان تبقى معي نذكر بس المشاهدين والمستمعين مشكورا انت تفضلت ب يعني توجيهنا بهذا الاتجاه. نذكر المشاهدين والمستمعين على الاقل بالحقائق فيما يحدث الان. اولا هذه الصور الحيه التي نشاهدها الان هي صور لموقع الانفجار الذي وقع به المستودع رقم 12 في مرفأ بيروت. يقال انه هذا المستودع هو قريب من صوامع القمح. حتى هذه اللحظة لا يمكننا طبعا إحصاء الأضرار، هناك أكثر من ربما 2000 من المصابين، هذه الأرقام لم تتأكد لأن القدرة الاستيعابية للمستشفيات غير مؤكدة. رئيس شركة كهرباء لبنان أصيب في هذا الانفجار في إصابة في الرأس حسب ما نقل مكتب بي بي سي في بيروت، كذلك المكتب ذاته تعرض لقدر من الأضرار بسبب هذا الانفجار. تنضم إلي الآن عبر الهاتف الأستاذة ريما عساف، استعدنا الاتصال بها الصحفية والمحللة السياسية. أستاذة ريما مساء الخير، أتصور أنه حتى صعوبة الاتصالات الهاتفية تشي بأنه حجم الدمار وحجم التأثير على الخدمات الأساسية والحيوية في بيروت هو هائل شديد الوضع. نعم نعم بالطبع، يعني هناك انقطاع متواصل بالخطوط الهاتفية الآن في بعض المناطق اللبنانية، يعني تداعيات هذا الانفجار الكبير لا تتوقف فقط على ما نراه في بيروت، انها تطال كل لبنان، هي تداعيات ليس فقط تداعيات سياسيه فقط. خلينا نحكي بشكل اساسي عن الكارثه الانسانيه التي يشهدها لبنان اليوم. قبل الحديث في السياسه، هناك امر غير مسبوق لم نره في تاريخ لبنان الحديث، ما نشعر به نحن كلبنانيين اليوم نعيش في غصه هذه الكارثه. تخيلي أن المستشفيات التي يلجأ إليها المصابون في مثل هذا مثل هذه الظروف، المستشفيات هي المشكلة، المستشفيات تدمرت، المستشفيات هناك مطالبات بإجلاء المرضى الذين يعني نعرض الآن. وحضرتك تتحدثي معي صورا حية لهيئات الإغاثة، لهيئة الصليب الأحمر وعبر قناة ال بي سي اللبنانية، فيتزامن ذلك مع ما حضرتك تذكرين، نريد بس نقل صورة حية تعكس ما حضرتك تقولي، تفضلي أستاذ ريم. نعم هذه الكارثة بحد ذاتها، تخيل هناك آلاف الإصابات، أستطيع أن أؤكد أن هناك آلاف الآلاف الإصابات، وليس هناك قدرة للمستشفيات على الاستيعاب، بل علينا أن ندخل مرضى مستشفيات بيروت إلى مناطق أخرى قادرة على استيعابهم، يعني شيء فوق الخيال. نحن كصحفيين وكلبنانيين وكمحللين يعني ما زلنا تحت تأثير هذه الصدمة، ليس بالأمر القليل أن نبدأ بالتفكير حتى بالموضوع السياسي والخلفيات، ما زلنا فعلا تحت تأثير هذه الصدمة. طبعا يعني فور حصول هذا الانفجار
في الدقائق الأولى أن هناك مفرقعات كما ذلك، ولكن لا أحد يتخيل ويصدق مثل هذا. هو مدير الأمن الداخلي أستاذة ريما، بس للتعقيب على ما تقولين حضرتك، هو قال إنها ليست مفرقعات لكن قال إن المستودع كان يحتوي ربما على مواد شديدة الانفجار. تفضل. هذا ما كنت أريد أن أقوله، يعني بالحد الأدنى، بالحد الأدنى هناك تقصير، يعني قد لا تكون هناك عملية ربما أمنية أو غير ذلك، ولكن بالحد الأدنى هناك يعني أشخاص ومسؤولين يجب أن يقالوا اليوم من مراكزهم. من قبيل من مثلا، أو بصفتهم الاعتبارية من قبيل من يا أستاذة ريما؟ لأنه حتى هذه اللحظة مبكر جدا الحديث عن ماهية التقصير أو الإهمال. ماهية التقصير سيدة هناك في الفرحة باللسان عباس إبراهيم، هو قال أن هناك مواد انفجار موجودة في المرفأ وهي مقدمة منذ سنوات. من سيجيب اللبنانيين على هذا السؤال؟ من يتحمل مسؤولية هذه المواد المتفجرة الموضوعة في قلب العاصمة حيث التي يقيمها أكثر من مليون شخص؟ يعني هذه قلة مسؤولية، ما بعدها قلة مسؤولية. طبعا هناك يعني لو كانت هناك مسؤولية فعلا في لبنان اليوم يجب أن يستقيل كل مسؤول عن هذه الفضيحة بالدرجة الأولى قبل أن تكون هناك أي خلفية أمنية. ولكن يعني هذا الأمر لا يستقيل عنه. طيب ضيفي الأستاذ عباس ظاهر قبل قليل يا أستاذة ريما كان يرى أنه ربما ذلك يغير المشهد من قبيل المشهد السياسي، من قبيل أنه الإرادة الشعبية بعد طبعا إحصاء الخسائر سواء البشرية أو المادية ستذهب إلى الضغط على يعني ربما فكرة المحاصصة أو لم الشمل كما قال هو. خليني أكون دقيقة في النقل عنه، ماذا ترين حضرتك في هذا الطرح؟ يعني انا يعني فكره لما الشخص يعني امر جيد جدا، ولكن التجربه في لبنان انه بعد كل لملمت الامور على طريقه يعني لم الشمل وعدم المحاسبه، هذه لا تاتي بنتيجه ايجابيه على لبنان على المدى الطويل. كل مره يفتح معلش أستاذة ريما، هل ممكن حضرتك تكرري بس آخر إجابة؟ معلش بعتذر الصوت متقطع. تفضلي. نعم كنت أقول إن قصة إنه يعني الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة الشعب وإلى ما، طبعا هذا أمر مطلوب، ولكن هذا لا يعني أننا نتجاوز مسألة المحاسبة. إن لم يحاسب المسؤول اليوم فإن هكذا أحداث ستتكرر، ولكن على الطريقة اللبنانية بعد كل حدث أمني أو غير أمني أو تقصير تحصل هناك مصالحات لا تنتهي بمحاسبة أي مسؤول، وهذا هو السبب الأساسي الذي أوصلنا إلى ما نحن إليه اليوم. لا يحاسب أحد، هذه هي الكارثة بحد ذاتها، وعندما لا يحاسب أحد يعني عندها يتجرأ المقصرون على إكمال تقصيرهم وإلى ما هنالك، ولكن لم يعد هذا مقبول اليوم. الشعب اللبناني لم يعد يقبل من بعد هذا المشهد الذي نراه. يجب أن يكون هناك مسؤول، يجب أن يعني يجب أن يحاسب كل المسؤولين مهما على شأنهم عن الكارثة التي حلت بنا اليوم. أستاذة ريما عساف الصحفية والمحللة السياسية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، ودعونا نلقي نظرة على المشهد السياسي مش بس المحيط بهذا الانفجار والدمار الهائل الذي لحق ببيروت، ولكن على مستقبل هذا بدءا من الغد. من بيروت ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ فيصل عبد الساتر الإعلامي والكاتب الصحفي. أستاذ فيصل مساء الخير. بالأمس لما استقال وزير الخارجية هو قال، كان تصريحاته قوية شديدة اللهجة، قال إنه ليس هناك إرادة للإصلاح وإنه لا يمكن بالأدوات المفعلة لوزير الخارجية أن يكون هناك أداء بشكل جيد. هل يغير مشهد اليوم المشهد السياسي وهذه الانتقادات، لأنه كان ذلك ثالث استقالة لهذه الحكومة بعد استقالتين في منصبين ماليين؟ ما رأيك أستاذ فيصل؟ أنا أريد أن أدخل في مثل هذه الروايات الآن لأنها ليست محل بلائنا في هذه اللحظة. اللحظة الآن هي للوقوف أمام الذي أصاب لبنان من كارثة حقيقية. كي يتم تحقيق يا أستاذ فيصل، كي يكون هناك تحقيق نزيه وشفاف، وكي يكون هناك أداء حكومي يمكن الاعتماد عليه في محاسبة أيا كان المسؤول عن هذا الانفجار، ينبغي أن يحل مشهد المشاحنات بين أطياف الحكومة اللبنانية وعلاقتها بالشعب اللبناني، ولا إيه؟ هذا أمر آخر. الآن نحن نتحدث عن مسألة ما حدثت أصابت لبنان أقصى إلى أقصى بمثابة بركان أو زلزال. من المذكر الآن
عن اتهام هذا الطرف او هذا الطرف وهذا الفريق او هذا الفريق او القاء الاتهامات هنا. نحن يجب علينا الان ان نتكاتف جميعا لكي نخرج من هذه المحنه التي اصابتنا، ومن ثم نذهب الى تحقيق على ضوء التحقيقات التي ممكن ان تصار الى كشف كل يعني هذه الملابسات حول هذه القضيه. هل انها بفعل فاعل؟ هل انها بسبب التقصير؟ هل انها بسبب حادث طبيعي، تفاعلات طبيعيه لمواد مصادره منذ فتره كان من المفترض ان تتلف او المفترض ان يتخلص منها؟ هذا كله ياتي الامر اللاحق. اما الان نتحدث ان الحكومه مسؤوله او السلطه مسؤوله او هذا الجهاز مسؤول او ذاك الجهاز مسؤول، لا اعتقد ان هذا الامر الان بحاجه اليه في هذه اللحظه. طيب لو انطلقنا من اولويات حضرتك استاذ فيصل بالتكاتف اليوم في الغد. تمام استاذ فيصل، لو انطلقنا من اولويات حضرتك بالتكاتف للوصول الى الخروج من هذه الازمه، باي ادوات ماليه على الاقل لاغاثه الشعب اللبناني المنكوب اليوم في بيروت؟ يعني المعلوم ان في مثل هذه الحالات كل الدول تتكاتف لتساعد البلد المنكوب. ما اصاب لبنان اليوم هو اكبر بكثير من حادث بسيط، هو زلزال بكل ما للكلمه من معنى، كانه حدث في اي بلد. تتكاتف كل الدول من اجل مساعدته دون ان يكون هناك شروط ودون ان يكون هناك كيديه سياسيه او انتقاما سياسيا. هذه اللحظه هي انسانيه بامتياز، من كان مع لبنان فلبنان الذي تضرر وليس فريق سياسي على حساب فريق سياسي اخر. اما اذا كانت الدول تريد ان تتعاطف مع لبنان كمثل المشكله التي حدثت منذ 17 تشرين او قبل 17 تشرين او ما بعد 17 تشرين، فهذا امر يعني نحن لم نعد موجودون في عالم يحترم فيه الاخ اخيه الانسان، وانما كاننا نعيش في غابه ليس فيها اي قوانين تحكم طيب. بين البشر. استاذ فيصل عبد الساتر، لان العوامل التي ممكن اعتذر، تفضل استاذ فيصل تفضل. يعني في مثل هذه الحاله كل العوامل التي ممكن يعني نتحدث عنها في حالات مخالفه تسقط هنا امام اللحظه التي نراها، لان حتى هذه اللحظه سيدتي لم نرى حجم الدائسه بكل ما للكلمه من معنى. نحن نتحدث عن ساعتين وحال الظلام على لبنان. مظبوط. نحن نتحدث الآن طيب. عن مئات الأدمية المدمرة. خليني أطلع حضرتك والسادة المشاهدين يا أستاذ فيصل. أستاذ فيصل عبد الساتر أستاذي، أستاذ فيصل عبد الساتر الإعلامي والكاتب الصحفي، أشكرك شكرا جزيلا. اسمح لي أطلع حضرتك والمشاهدين والمستمعين على أحدث المستجدات. مراسلتنا في بيروت نسرين حاطوم عادت إلي. نسرين، ما الجديد لديك لو سمحتي؟ اللبناني حمد حسن، على بعض المستشفيات لتفقد وضع المصابين أعلن أن هناك حوالي 30 قتيلا حتى الآن وأكثر من 2500 جريح ومصاب. طبعا هناك مستشفيات تطلق نداء استغاثة، تطلب عدم يعني تطلب أنه كي لا يأتوا بالمصابين والجرحى إليها، تطلب منهم أن يذهبوا بهم إلى مستشفيات خارج العاصمة بيروت. القدرة الاستيعابية امتلأت في هذه المستشفيات، هناك حاجة ماسة للدم. الصليب الأحمر اللبناني يطلب من اللبنانيين التبرع بالدم من جميع الفئات، ولكنه يطلب منه التبرع بالدم في مراكز الصليب الأحمر حصرا وليس في المستشفيات، التي أود أن أشير هنا إلى أن بعضها بفعل موقعه بوسط مدينة بيروت كان قد تضرر أيضا. يعني رأينا مستشفيات كثيرة تضررت من الخارج ومن الداخل. طبعا هناك حالات حرجة كثيرة، الحالات الطفيفة تتم معالجتها في الباحات الخارجية للمستشفيات، أما الحالات الحرجة فيتم إدخالها. هناك حالات وصلت إلى مستشفيات في صيدا، في الجنوب، في جنوب لبنان، في الشوف، في جبل لبنان. هناك سيارات إسعاف تأتي من مختلف المناطق اللبنانية لمساندة الإسعافات التي تعمل حصرا في مدينة بيروت. هناك نداء من الأطباء للتوجه إلى المستشفيات ومساندة الجسم الطبي اللبناني في هذه المحنة الكبيرة.
طبعا انها يعني يمكن وصفها بالكارثه على مدينه بيروت وعلى ابناء مدينه بيروت. هناك اضرار كبيره جدا، الكثير من اللبنانيين ولا سيما من سكان بيروت سينامون في العراء ربما هذه الليله. الاضرار كبيرة لا يمكن وصفها، المشهد فعلا كارثي. طبعا، ولكن كمان هناك مشهد أمني له علاقة بنشر الجيش اللبناني بأمر من الرئيس ميشيل عون، وكذلك بعدد من القوى الأمنية بأمر من الوزراء الداخلية وغيره. ربما أبرز ما أطلعتين عليه نسرين في السابق كان طبعا وفاة الأمين العام لحزب الكتائب وإصابة رئيس شركة كهرباء لبنان، هل من أخبار أخرى بهذا الشأن؟ ليس هناك من أخبار جديدة في هذا الموضوع. يعني الفرق الإسعاف تنتقل وتستجيب لنداءات الذين يتصلوا بها. هناك كما ذكرنا سابقا الكثير من اللبنانيين العالقين الذين تضررت أبنيتهم، العالقين تحت الأحجار تحت الزجاج. القوى الأمنية هي بطبيعة الحال، هذا مشهد طبيعي بعد كل حادث أمني، وبيروت معتادة كما تعرفين على هذه المشاهد والحوادث الأمنية. طبعا هناك نداءات لعدم التوجه لهذه المناطق، ليس فقط لأسباب أمنية ولكن أيضا لأسباب لوجستية رشا، كي لا تتم إعاقة سيارات الإسعاف التي تهرع إلى هذه الأماكن ولتحاول نقل الجرحى، لأن كان نوع من الفوضى الكبيرة في تلك المنطقة، يعني الرماد والسيارات والأبنية والجرحى على الطرقات. كان مشهد فعلا مخيف ومريب، كان لابد من حد حركة السير ولكي تقتصر فقط على القوى الأمنية والفرق الإسعاف الطبية. نسرين، أنا طبعا أقدر لكل زملائنا في مكتب بيروت العمل في هذا الظرف الصعب، نتمنى لكم السلامة، انتبهوا لأنفسكم. نسرين خاطوم مراسلتنا في بيروت، أشكرك يا نسرين، شكرا جزيلا. أعود إلى الأستاذ دان قزي المحلل الاقتصادي. أستاذ دان، يعني الشعب اللبناني، الأفراد من الشعب اللبناني كان لديهم أزمات منذ يعني من الحديث عن المواد الغذائية الأولية إلى ما هو بالتأكيد أكثر تعقيدا من هذا. ما الذي أضافه مشهد البقاء في العراء لليلة على الأقل وعدم وجود أماكن للإيواء، إضافة إلى طبعا تضرر المشافي بمشهد الانفجار الهائل الليلة؟ هلا نحن كان عندنا مشكلة بالأساس مع كورونا، إنه المستشفيات مليانة، مشان هيك عم يعملوا المنع التجول بعد بكرة إلى آخره. فرح إجت هيدي المصيبة أكبر بعد، إنه تعرض المستشفيات بحالات طارئة مثل ما حكيتي حضرتك، انه بالعاصمه كلها انتلت، طبعا استهلاك للادويه الى اخره، استهداف المرفأ كمان بسبب مشكله لوجستيه للاستوراد. هيدي فوق مشكله انه نحن عندنا نقص كثير كبير بالدولار، يعني مش ناقصنا ابدا هيدي المصيبه اللي اجت هلا بوقت كثير عاطل، وطبعا الاصابات يعني كارثيه. بالعادة في بيروت مثلا، ما هو حجم الاحتفاظ بمخازن للمؤن في حالات كوارث كهذه لو كان هناك؟ ما في تحضيرات بلبنان عادة لهالأشياء، يعني نحن كنا كتير نعتمد بلبنان على عدم التخطيط وعلى حظنا كان حلو بالماضي بكتير مرات، وهلأ يمكن هيدي السنة من المبين إنه الحظ ما بقى عم بيحلفنا مثل السنين الماضية، يعني ما في مصيبة هيدي السنة ما إجت غير وقعت علينا اليوم، يعني كأنه البلد كله صايبينه بالعين يعني بصراحة. طيب أستاذ دان قزي، أشكر حضرتك شكرا جزيلا، الخبير المالي والاقتصادي، ممتنة لوجودك معنا في هذه التغطية. أستاذ عباس ظاهر، سؤال أخير، المحلل السياسي، ما الذي تتوقعه في اجتماع الغد؟ أتصور أننا فقدنا صراحة أستاذ عباس لا يزال معي، تفضل أستاذ عباس، أعتذر. نعم أسمعك. لا نستطيع أن نعول شيئا على اجتماعات الحكومة الحالية إلا بالإمكانات التي هي متوافرة لديها. الإمكانيات المتوافرة موجودة في المستشفيات الآن، ولكن فوق الحدث والزلزال ونتائجه وتداعياته أصبحت فوق القدرات. نعول أولا وأخيرا للأسف على المساعدات، مساعدات الأصدقاء، العواصم القريبة منا، خصوصا أننا كما تحدث الأستاذ قزي منذ قليل أننا مقبلون فعلا على أزمة أخرى بعد لملمة الجراح ولملمة الأضرار. الأزمة لها علاقة بالموضوع الغذائي، موضوع النفط، وأهم من كل هذا الموضوع هو موضوع الدواء للأمراض المستعصية. سيدتي، هناك معلومات تتحدث الآن عن أن 90%
من مخزن الأمراض المستعصية الموجود في منطقة الكارانتينا قرب المرفأ هو متضرر أو قد تعرض للضرر 100%. يعني 10% لن تكفي لبنان لأمراض المستعصية. هنا مشكلة إضافية إذن بالقطاعات الصحية والاستشفائية والطبية إضافة إلى موضوع القمح. ممكن أحدث أنا ذلك يا أستاذ عباس للسادة المشاهدين قبل أن نختم ما إصدرت اليوم العالم هذا مساء. أستاذ عباس ظاهر المحلل السياسي، أولا ممتنة لحضرتك على وجودك معنا في هذا الظرف الصعب، ونتمنى للجميع السلامة. بس أضيف على ما قال الأستاذ عباس من الأنباء التي تواترت عن ذلك بأنه طبعا حتى هذه اللحظة الخسائر المعلنة هي وفاة الأمين العام لحزب الكتائب نزار نجريان، إضافة إلى إصابة رئيس شركة كهرباء لبنان، وقبل ذلك طبعا الأعداد المحدثة للقتلى والجرحى 27 قتيلا على الأقل و2500 مصاب على التقدير الأولي، لأن الطاقة الاستيعابية للصليب الأحمر اللبناني للأسف تلاشت. سنوافي حضراتكم بالمزيد من التفاصيل حال ورودها إلينا. إصدارت اليوم من العالم هذا المساء انتهت، لكنني معكم في موجز للأخبار لتحديث هذه الأنباء. شكرا لكم وإلى اللقاء. السابعة مساء بتوقيت غرينتش، موجز الأخبار من بي بي سي. أدى انفجار ضخم في منطقة الميناء وسط العاصمة بيروت في لبنان إلى سقوط 27 قتيلا وأكثر من 2500 مصاب، فيما أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية لمنطقة الحادث وأعلنت المستشفيات حالة الاستنفار. مدير عام الأمن اللبناني قال إن ما حدث انفجار مواد شديدة التفجير كانت مصادرة قبل سنوات. الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع طارئ مساء الثلاثاء في قصيب عبدة، وذلك على خلفية الانفجار الذي هز العاصمة بيروت الليلة. الانفجار الهائل الذي هز أنحاء متفرقة من العاصمة اللبنانية بيروت وقع في المرفأ، وتسبب بوقوع عشرات الإصابات وبدمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة. القوى الأمنية أقفلت كل الطرق المؤدية إلى المرفأ ومنعت الصحفيين من الاقتراب من المكان، ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور. عشرات الجرحى نقلوا إلى المستشفيات المجاورة، ولحقت أضرار بالغة بسيارات متوقفة ومتروكة في وسط الشارع القريب من المرفأ، كما لحقت أضرار بالغة بالمباني وتناثر الزجاج في كل مكان. من جانبه أعطى الرئيس اللبناني ميشيل عون توجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة وضواحيها لضبط الأمن. هذا الانفجار يحدث في وقت يشهد لبنان أزمات اقتصادية وسياسية ربما هي الأسوأ في تاريخه، مع تدهور في سعر العملة وقيود على الودائع المصرفية وتضخم وغلاء في الأسعار، بالإضافة إلى خسارة الآلاف من الوظائف.
أعود مرة أخرى إلى مراسلة بي بي سي في بيروت نسرين حاطوم. نسرين، برغم الليلة المرهقة بس نريد منك إجمالا ما حدث أو تم تأكيده حتى هذه اللحظة، المشهد الطبي، المشهد الأمني وإلى آخره لو سمحتي. باختصار رشا، هناك حوالي حتى الآن الحصيلة غير نهائية وغير رسمية، هناك حوالي 30 قتيلا، أكثر من 2500 جريح. مستشفيات العاصمة بيروت قد امتلأت قدرتها الاستيعابية، هناك نداءات استغاثة لإرسال الجرحى والمصابين إلى مناطق أخرى، وبالفعل هناك مستشفيات في صيدا جنوب لبنان وشوفي جبل لبنان بدأت باستقبال الجرحى. طائرات الجيش اللبناني تساند الآن في إخماد الحريق الذي حصل في مرفأ بيروت وأدى إلى كارثة، إلى دمار كبير لم تشهد بيروت له مثيل من قبل. طبعا الأعداد كما ذكرنا ليست نهائية. رئيس الحكومة أعلن يوم غد يوم حداد وطني، ومساء هناك اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع دعا إليه رئيس الجمهورية في القصر الجمهوري. ما أود أن أشير إليه إلى أن هناك أيضا نداءات استغاثة للتبرع بالدم من جميع الفئات، لأن عدد المصابين هو عدد كبير. هناك جهات دولية عدة وعربية اتصلت بالحكومة اللبنانية وأبدت استعدادها لمساندة لبنان في هذا المصاب الكبير. هذا هو يعني المشهد بشكل عام. نعم، بس إضافة إلى ذلك نسرين، هلأ أطلعتنا لو سمحتي على خطة انتشار الجيش اللبناني أو قوات الأمن حتى هذه اللحظة، هل هناك مواقع محددة، مهام محددة إلى آخره؟ إلا بعزيمة. نسرين أنا بعتذر لمقاطعتك، سنتحول إلى كلمة لرئيس الوزراء الآن حسان دياب، بعدين ربما نعود لزميلتي المدمرة. ما حصل اليوم لن يمر من دون حساب، سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. لن يمر من دون حساب، سيدفع المسؤولون عن هذه الكارثة الثمن. هذا وعد للشهداء وللجرحى. هذا التزام وطني. ستكون هناك حقائق تعلن عن هذا المستودع الخطير الموجود منذ العام 2014، أي منذ 6 سنوات. لن أستبق التحقيقات، الوقت الآن هو للتعامل مع الكارثة، لانتشال الشهداء ولمعالجة الجرحى. لكن أعدكم أن هذه الكارثة لن تمر من دون مسؤولية ومسؤولين عنها. أيها اللبنانيون، لقد أصابتنا كارثة، لكني واثق أننا سنتعامل معها بمستوى مسؤولية كل منا في أي موقع. أناشدكم أن نتوحد اليوم كي ننتصر لشهدائنا ونضمد جرحانا وجراح الوطن. إنني في هذه اللحظة أتوجه بنداء عاجل إلى كل الدول الشقيقة والصديقة التي تحب لبنان، أن تقف إلى جانب لبنان وأن تساعدنا على بلسمة جراحنا العميقة. أيها اللبنانيون، نحن في مصيبة، لكننا نتحصن بقوله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن انتهت إذن كلمة رئيس الوزراء حسان دياب. نسرين أشكرك وأعتذر على مقاطعتك. نسرين حاطوم مرة أخرى معنا من بيروت. تصور أن الخطاب المبدئي الذي كان ينتظر غدا ربما، يعني وجد رئيس الوزراء أن هناك حاجة لإلقائه اليوم، التصور نسرين إذا كنت استمعت إلى جانب منه أن الأهم فيه هو توجيه النداء للدول الصديقة للبنان يعني دعمه أو معونته. صحيح، طبعا قبل إلقاء هذه الكلمة كان كما ذكرت سابقا عدد من الدول الخارجية الأمريكية، الخارجية القبرصية، هناك دولة قطر يعني قالت أنها مستعدة لإرسال مستشفى إلى لبنان.
هناك العديد من الدول التي اتصلت بالحكومة اللبنانية وأبدت استعدادها لتقديم المساعدة، ولكن أيضا المهم في كلام رئيس الحكومة هو موضوع التحقيق، لأن هذا الأمر التحقيق في مجرى يعني هي أكبر كارثة ربما حصلت في مدينة بيروت على أهالي بيروت وعلى اللبنانيين بشكل عام، لابد من تحقيق لأن الموضوع غامض بشكل كبير. معلومات أمنية تحدثت عن متفجرات داخل أحد العنابر، مواد مشتعلة، نترات الصوديوم، ماذا كانت تفعل هذه المواد كل هذه السنوات، من أين جاءت، من وضعها، لماذا بقيت، كل هذه الأسئلة لابد من الإجابة عليها. من هي الجهة المسؤولة؟ يعني طبعا اللبنانيون لديهم الحق في معرفة الكثير من الأجوبة على هذه الكارثة التي أودت بحياة الكثيرين. آخر حصيلة هي حوالي 27 أو 30 قتيلا، نتمنى لا يزيد العدد عن ذلك. هناك أكثر من 2500 جريح، هناك إصابات طفيفة وإصابات حرجة. فقط معلومة، كنت ذكرت في رسالة سابقة أن مدير عام شركة كهرباء لبنان كان عالقا في الشركة وكان كهرباء. مصابا. نعم، هو خرج ومن المفترض أنه ينال العلاج في الوقت الراهن. هناك أحد النواب أصيب، هناك نائب رئيس حزب الكتائب نزار نجاريان قد توفي بسبب إصابة حرجة في رأسه، لأن مقر حزب الكتائب هو على بعد مئات الأمتار فقط من مرفأ بيروت. طبعا هذا، وهناك العديد من المدنيين الأبرياء ولا سيما الذين كانوا على تماسٍ مباشر مع المرفأ، وخاصة العاملين الذين كانوا في تلك البقعة من الأرض. أعزز ما قلتي نسرين بس بأنه حسان دياب أيضا رئيس الوزراء اللبناني قال أنه هناك حقائق ستعلن عن المستودع، أشار إلى حقيقة أنه كان موجود مع عام 2014 وقال أنه لا يريد أن يستبق التحقيقات. زميلتي نسرين حاطوم، أنا يعني شديدة الامتنان لك الليلة في الواقع. نسرين أشكرك شكرا جزيلا، ولكل زملائنا في مكتب بيروت، ومرة أخرى أتمنى لكم السلامة. عبر الهاتف تنضم إلينا الأستاذة ريتا منصور الصحفية والمحللة السياسية. أستاذة ريتا أهلا وسهلا بحضرتك، ماذا تقرأين في خطاب رئيس الوزراء أم أنه بس خطاب مبدئي؟ مساء الخير. أهلا بيروت وسهل. حزينة جدا الليلة، حزينة جدا، لأنه هيدا أكثر مصيبة على مدى بيروت. هيدا مصير انتصاري بس الليلة، هيدا مش استغار يعني للأسف. بدي أقول إنه نحن كنا عم نسمع أصوات منا طبيعية، كان في صوت طيران قبل وقوع الانفجار، كان في صوت طيران وكان في هزة قبل وقوع الانفجار. شيء مؤسف جدا. نحن ناطرين على الرغم من النفي الحكومي لوجود صاروخ مثلا قبل ما أعلن عن الحريق أو الانفجار. أستاذة ريتا، أنا شخصيا كنت على شرفة من معلش لو تكرري هذه الإجابة مرة أخرى أستاذة ريتا، لأنه الاتصال متقطع، معلش بعتذر، تفضلي مرة أخرى لو سمحتي. أوكي. أنا كنت على شرفة منزلي وسمعت صوت طيران قوي، بعد صوت الطيران كان في هزة كثير قوية، وبعدها انفجارين. يعني مش بس أنا سمعت كذا، أنا وكذا حدا من الزملاء الإعلاميين كانوا عم بيقولوا سمعوا صوت طيران. وبالتالي إذا كانوا عم بيحكوا هني عن مواد متفجرة، نحن حننطر قصة المواد المتفجرة والتحقيقات، وبتأمل إنه المسؤولين عن هذا الموضوع يتحاسبوا، لأنه عن جد نحن بكارثة. ما بيكفي نطلب من الدول تساعدنا، نحن صرنا موجوعين، ما بقى فينا نتحمل. يعني كل هالقصة اللي عم نعيشه، كل هالحزن من قصص الكورونا، الانهيار الاقتصادي، الوضع المعيشي الصعب جدا. إذا بخبرك المشهد جد مبكي ببيروت، ما في مستشفى، ما في بيت إلا متضرر، البيوت كلها متضررة، العالم كثير تعبانة، في أشخاص كثير مفقودين. لحتى الساعة عم بيقولوا إنه تقريبا في 30 شهيد. هذه اللحظة الرقم المعلن، وهي أرقام غير نهائية وغير رسمية، هم 30 قتيل وحوالي 2500 مصاب. وطبعا هذه حصيلة شديدة البدائية. أنا أتحفظ، ولكن في مستشفى ببيروت معروف كثير هالمستشفى، لحظة وقوع الانفجار بعد ما تم الإعلان عنه وما عم نقدر نتواصل معه. بتمنى أنه يصير في أعجوبة وينكشف المسؤول عن هذا الموضوع، لأنه أكيد لازم يتعاقب عقاب شديد، وإنما للأسف نحن ما بقى عندنا ثقة بحدا.
كل اللي وصلنا له نحن بفضل الحكام اللي حكموا بيروت وما عرفوا يحكموا، ما عرفوا، ما كان عندهم نزاهة. بعتذر أنا إذا كنت قاسي بهذا التعبير، بس أنه حرام عن جد. اللبنانية اليوم يمكن هيدي أبشع أبشع تجربة بيمرقوا فيها من أيام الحرب. نحن شهدنا القصف وشهدنا الانفجارات وكنا نهرب ونقعد بالملاجئ، بس اليوم شيء ما شفناه. اليوم هذا زلزال دمر لبنان، دمر بيروت. على ذكر ذلك يا أستاذة ريتا، وأنا أتابع الآن الأخبار، هناك أكثر من مبادرة شعبية لاستضافة المضارين وأنه بيوتنا مفتوحة وما إلى ذلك، فما معرفة حضرتك عن مثل هذه المبادرات؟ في كثير مبادرات أنا بعرفون، بتعرف أنت لبنانية وقد بيكونوا عندهم عطول لحظة وحب لبعضهم. في كثير اشخاص هن عم ياخذوا على عاتقهم مبادره انه يستقبلوا اشخاص، لانه مستشفيات بيروت كلها ما بقى فيها تستقبل جرحى، وبالتالي في كثير اشخاص هن عم بيعرضوا انه يساعدون. لحديث اللحظه في كذا حدا مشكورين، بس ما بعتقد حيكون هذا الشيء كافي، لانه اليوم كل اللبنانيين متضررين. اليوم بتحكي مع كل اللبنانيين من الشمال لجنوب للبقاع، كله حاس بالانفجار وكله متضرر. ونحن دوله يعني من قبل للاسف انه فينا نقول انه منهارة، يعني اليوم اذا بدنا نحكي الوضع الاقتصادي ببيروت، نحن عم نعيش بوضع مأساوي جدا، غلا فاحش، ما بقى في فرص للعمل، اجت قصة الكورونا، اصابات كل يوم اكبر من يوم كل يوم عم تتزايد، بلد مسكر، يعني اجت هيدي الضربة تقضي علينا. طيب ماذا تتوقعين من استجابة شعبية للمبادرات الحكومية، يعني سواء الإجراءات التي اتخذت بنشر قوات الجيش، بنشر عدد من قوات الأمن في عدد من الأحياء في بيروت، إلى آخر الإجراءات المعلن عنها، إضافة طبعا لإعلان رئيس الوزراء للتو عن فتح تحقيق وهو قال أنه سيحاسب المسؤولون وسيدفعون الثمن، هل يعد ذلك مطمئنا في الليلة الأولى لهذه الكارثة مثلا؟ للأسف هذا ليس مطمئنا، ما بقى حدا صدق ابدا كل شيء عم ينقال، لانه نحن كل شيء عم ينقال ما عم ينعمل للاسف. كلنا عندنا حزن كثير كبير على الضحايا، الابرياء اليوم سقطوا، وصار في كثير قصص بلبنان وما حدا تحاسب، انسرقوا العالم، انسرقت اموالهم، وانتم عم تعرفوا كثير منيح شو عم بيصير ان كان بالبنوك وبكل المؤسسات اللي عم بتسكر. ما في حدا عم بيحاسب، لا رقيب ولا حسيب. بقى انا بستبعد ابدا، حتى لو انتشرت القوى الامنيه بستبعد ابدا ان يكون بقى في ثقه للبنانيه بالحكومه. وللاسف بتمنى يكون في تحرك عاجل وهن ياخذوا قرار بقى، وخلص خلينا بقى نمشي بخطه تكون لهالبلد تكون فيها اصلاح، لانه نحن جربنا وشفنا انه ما ادت ابدا كل الجهود اللي عم بيعملوها لشيء. ما في يلوموا، لانه بعرف انه هن كمان كانوا بوقت انوجدوا كان البلد منهار من قبل، بس كمان اليوم هن توقع على عاتقهم مسؤوليه كثير كبيره وهي الامن. انا ما عم بقدر افهم كيف من سنة 2014 هالمواد موجودة بلبنان وما حدا بيعرف فيها، كيف هيدي المواد بعدها موجودة من سنة 2014 وبتشكل خطر كبير. اليوم عم بيحذروا بكل المناطق اللبنانية انه لازم ينتبهوا من الغاز اللي عم يطلع من هاي المواد نتيجة احتراقها. طيب انا سأتابع مع اذا كان ذلك محسوس لدى ضيوفي ولا لا. أستاذة ريتا منصور الصحفية والمحللة السياسية، ممتنة لحضرتك، اشكرك شكرا جزيلا. الصحفية الأستاذ أنطوان سلامة ينضم الينا عبر الهاتف. أستاذ أنطوان، هل تستشعر حضرتك ما يجري التحذير منه الان كمواطن لبناني اولا قبل ان نحلل اي مشهد لا امني ولا سياسي ولا إغاثي؟ ما نعيشه الآن في بيروت وفي ضواحي بيروت يشبه النكبة الفعلية، هو شبيه بتداعيات انفجار قنبلة، والمعروف أن هناك تحذيرات من مصادر طبية عليمة من أن الانفجار الذي حصل في بيروت تنبعث منه مادة النترات، والمعروف عنها أن لها صبغة كيميائية. إذن بيروت بالفعل هي منطقة منكوبة فعليا، ويعني يمكن القول أنه يجب إعلان حالة طوارئ ليس فقط لبنانية إنما أيضا دولية لإنقاذ البشر قبل إنقاذ الحجر. هناك يعني بيروت حاليا هي مدينة أشباح تماما، كأن انفجار قنبلة ذرية يذكر بانفجار هيروشيما، ربما ليس بهذا الحجم وإنما بهذه الكارثة. هذا ما يمكن القول. بيروت عاصمة لبنان.
لبنانية عربية هي عاصمة منكوبة بكل معنى الكلمة، ونحن نعرف أن إمكانات الدولة اللبنانية ووزارة الصحة وحتى المستشفيات في بيروت ضاقت. مثلا مستشفى رزق في منطقة الأشرفية يضم حاليا 400 جريح وصلوا المستشفى بعد الانفجار، الأسرة لا تكفي لاستقبال المصابين. هذا شيء يعني لا يمكن تصوره في هذه المرحلة. المرحلة تستدعي حالة طوارئ إنسانية وطبية ووطنية. طيب إعلان بيروت، إعلان بيروت عاصمة منكوبة من قبل محافظها أستاذ أنطوان، ما الذي يعنيه ذلك مع المشهد الاقتصادي الصعب أصلا في لبنان كلها وليس فقط في بيروت؟ معنى مدينة منكوبة ليس هناك أي منزل لم يتضرر في بيروت، ونحن نعرف أن بيروت مدينة مكتظة سكانيا، وحين نتكلم عن بيروت نتكلم أيضا عن ضواحي بيروت. مثلا وصلت الأضرار إلى القصر الجمهوري في منطقة بعبدة وهي تلة تشرف على بيروت. إذا دائرة تداعيات الانفجار واسعة جدا. طيب ممكن حضرتك تطبق معي أستاذ أنطوان لأدلل على ما تقول حضرتك الآن بالمشاهد الحية مع زميلتي كارين طرباي الموجودة في إحدى المشافي. كارين مساء الخير، كارين تحدثنا من بيروت، أهلا بك، أين أنت كارين، ماذا تخبريننا؟ رشا أنا في أحد مستشفيات بيروت، مستشفى رزق. كما ترين نحن أمام مدخل الطوارئ، هذه البوابة الأساسية أقفلت أمام الناس لأن الجموع تأتي إلى هنا. معظم هؤلاء المنتظرين خلف البوابة يريدون معرفة، يقولون يعني يدلون بأسماء، يريدون معرفة إذا ما كان أقاربهم أو أشقائهم أو أحبابهم هم موجودون داخل هذه المستشفى. الناس في لبنان تنتقل من مستشفى إلى آخر بحثا عن الأشخاص الذين يعرفونهم والذين نقلوا إما من عبر الصليب الأحمر أو عبر ربما الجيش أو أي شخص على الطريق رأى أحدا مصابا وأخذه. سأدخلك إلى الداخل، هذه المستشفى اليوم وصلت إلى أقصى طاقاتها، وهذا هو الحال في كل المستشفيات في لبنان خصوصا في العاصمة. حتى أن هناك يعني أشخاص يأتون ويقولون نريد رؤية يعني أشخاص لنا داخل المستشفى، لا يسمح لهم بالدخول لأنه يتم معاينة الأشخاص داخل يعني داخل المستشفى في كل أقسام المستشفى. يعني كما ترين هنا الأشخاص موجودون في الممرات، موجودون في كل المكاتب، حتى ليس فقط في داخل الغرف المستشفيات، وذلك بسبب الحاجة الكبيرة لاستيعاب الجميع. وبالتالي يعني كما ترون الإصابات هي متعددة ومتفرقة، لأين الكثير 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 من الأشخاص المدممة التي دخلت إلى المستشفى؟ لا نعرف حجم الإصابات. هناك طبعا كل مراكز العناية الفائقة هي ممتلئة. سأتحدث بصوت منخفض حتى لا أزعج أصلا الناس في الوضع الذين هم الآن عليه. يمكن تصور حالة الذعر، من دخل إلى المستشفى ومن علم به أهله يعتبر الآن محظوظا، لأن هناك عدد كبير كبير من الأشخاص الذين يعتبرون مفقودين بالنسبة لأهاليهم، ولا يعرف يعني ما الذي حدث لهم إذا كانوا على قيد الحياة أو أنهم فارقوا الحياة. طبعا المستشفيات تعمل بطاقتها القصوى، كل الطواقم الطبية استدعت، كل الأشخاص يعملون على مدار الساعة، العمليات يعني تحدث عملية بعد الثانية وبعد الثالثة في أقسام الطوارئ. الأشخاص المصابون ينتظرون دورهم لإجراء العمليات، من يمكن إنقاذه أولا يتم إنقاذه، ويتم عملية يعني ترتيب الأولوية للإصابات. كل هذا ولم يحصى بعد العدد النهائي للمصابين أو القتلى أو ربما منهم لا يزالون تحت الردم في مناطق مختلفة من بيروت. أصابها التبشير بشكل كبير وأدى إلى انهيار مباني أو انهيار طرقات، وبالتالي يمكن توقع أن لا يزال هناك أشخاص يعني هم موجودون تحت هذا الكم الهائل من الأمور التي وقعت على الأرض. لا يمكن وصف المشهد، يعني أن يقال إن حالة طوارئ. إن هناك استغاثات من قبل الصليب الأحمر اللبناني بضرورة التبرع بالدم لدى الصليب الأحمر، لأن المستشفيات كما ذكرتي أنت لا تستطيع حتى تفريغ نفسها لأخذ هذه العينات، ماذا تخبريننا عن ذلك؟
لو لديك معنا. طبعا هناك طلب كبير جدا على الدم، ولكن حتى في هذا الموضوع هناك ضغط كبير، هناك متطوعون كثيرون من الناس، يعني من المواطنين الذين ياتون للادلاء باصواتهم تبرع بدمهم الدم، تبرع بدمهم، ولكن هناك من يطلب منه الذهاب، خصوصا فئات دم معينه بات هناك فائض منها مقابل فئات اخرى لا، يعني هي تعتبر نادره اكثر، وهي هم بحاجه ماسه اليها. تحاول المستشفيات استيعاب ليس فقط حاله الطوارئ التي يعني هبطت عليها، ولكن ايضا حاله الذعر لدى اهالي الناس. انتبهي كريم، لانه خلفك ناقله لشخص ينبغي ان يمر. طيب لو بس أسألك كريم، في الطريق من المكتب أو من موقعك حيث كنت إلى المستشفى، كيف هو شكل الانتشار الأمني، وبالتالي الهروع إلى المستشفى صعب ولا سهل، المرور إلى آخر هذه الأمور؟ لا، صعب للغاية، وذلك بسبب الاكتظاظ الشديد. هناك حركة اكتظاظ هائلة في بيروت، وذلك بسبب خروج الناس للبحث عن ذويهم أو التوجه إلى المستشفيات. نحن نتحدث عن عاصمة هي صغيرة للغاية، الرقعة التي يتحرك فيها الجميع داخل بيروت من مستشفيات إلى المرفأ إلى الأماكن المتضررة إلى المباني السكنية، كل هذه هي رقعة فعليا صغيرة للغاية للغاية للغاية، وبالتالي يمكن تصور حجم الاكتظاظ وحجم أن الجميع بات الآن في نفس المكان، يعني مجتمع في نفس المكان، وكل يبحث عن إما يعني معاينة الأضرار أو عن محبيه أو أن يهرع إلى المستشفيات، وبالتالي الوضع كما يمكن تصوره أن هناك اختناق حتى في الطرقات. وطبعا هل هناك أثر للمادة الكيميائية التي احترقت بالانفجار كريم؟ هل يعني تلمسينها أو تشعرين بها، خصوصا أنه ذكر أن هناك عدد من المستشفيات الميدانية يعني خارج حتى باحات المشافي بسبب الاكتظاظ؟ طبعا يعني هناك رائحة في الجو، هي رائحة مسمة للغاية، هذه سموم في الجو، والكثير من الناس تنشقوها، حتى أن هناك أشخاص يحاولون إيجاد مأوى خارج بيروت لأنهم لا يتمكنوا من تحمل هذه الروائح والانبعاثات التي خرجت من هذا الانفجار. بالنسبة للمشافي الميدانية يمكن تصور أي شيء من حالة الاستنفار العام، مشافي ميدانية هناك كل أشخاص، يعني كل شخص اليوم يمر في الطريق يحاول إسعاف شخص آخر، يحاول إما أن يقل له أو يأخذه إلى مكان أو يحاول توصيله إلى مستشفى أو يحاول إعادته إلى منزله، يعني الحالة هي حالة يعني الناس كلهم في حالة استنفار، من هو أصلاً واعٍ لما حدث، لأن هناك حالة من الصدمة الكبيرة التي تسيطر على عموم الناس، لا أحد يفهم ما الذي حدث، كيف هذا الذي حدث، ومن الصعب جدا استيعاب ما حدث، حتى أنك إذا نزلت إلى الطريق أردت أن تغيري قليلا ونزلت إلى الطريق سترين أمامك يعني الطريق مفروشة بالزجاج وبالركام في أماكن مختلفة، نحن الآن ندوس حتى داخل المستشفيات في على الزجاج في الأماكن التي قطعتها حتى أصل إلى هنا، يعني دست على كثير 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 من الزجاج، كل الطرقات مفروشة بالزجاج، طبعا غير الدماء التي المدرجة على الحيطان، وذلك بسبب الإصابات والعدد الهائل من زميلنا المصور يعرض، وأنت تتحدثين أيضا إلى الضرر الذي لحق بالمستشفى من الداخل، لأنه طبعا كلها لحق كل المباني المشافي مثلها مثل كل المباني التي لحقت بها بعض الأضرار، كيف أثر ذلك طيب على قدرة المشافي على إسعاف المصابين؟ هل تعرض بعضها مثلا إلى أضرار أكثر من قدرتها على استقبال مصابين، أغلقت أو ما شابه؟ يعني لم نسمع عن أي مستشفى أغلق أبوابه، ولكن طبعا هي لا يمكن أن تعمل بالأقسام كافة كالعادة، يعني حتى أنه هناك خطر على بعض الناس في بعض الأقسام إذا ما بقي، يعني نحن في طريقنا إلى هذا المكان يعني إلى مركز الطوارئ قطعنا أمام في بوابات هي يعني مكسورة بالكامل، وبالتالي الحمد لله على السلامة، وبالتالي كان يمكن لأي شخص يمر بين هذه البوابات أن يسقط الزجاج عليه، وبالتالي نحن نتحدث هنا عن تحول حتى المستشفيات بمكان ما إلى مكان خطير جدا. هذا المستشفى فقط يعطيك فكرة، نحن يعني ترين الأضرار الناجمة عن هذا التفجير، هذا المستشفى
يعتبر بعيدا نسبيا عن المرفأ، وهذا ما حدث به. هو فعلا داخل بيروت، ودخل فعلا في منطقة قريبة جدا من المرفأ، ولكن ليس في الدائرة الصغيرة للمرفأ. وحتى يعني منطقة الأشرفية المطلة على المرفأ هي منطقة تعتبر بجغرافيتها يعني وكأنها عالية، وبالتالي هذه منطقة أعلى بكثير من البور من المرفأ، وحدث بها ما حدث. يمكن يعني صراحة لا أعرف إذا كانت هناك كلمات يمكن أن تصف حجم الدمار وحجم النكبة التي يعني تعيشها بيروت اليوم. طيب التصور كريم، لو ممكن أسألك سؤال إضافي ولا ينبغي أن تغادروا كمان؟ لا أريد أن طيب سؤال أخير بس، إنه سمعنا إنه هناك لبنانيين كثر سيقضون الليلة في العراء بسبب طبعا تضرر منازلهم، هل هناك من أي قدرة استيعابية في طريقك مثلا لاستيعاب هؤلاء أو لاستضافتهم، ولا المسألة ستخضع للمبادرات الشعبية؟ مبادرات شعبية ويعني أكثر هي همة أهلية في يعني إذا أردت أن نسميها. الناس هم يساعدون بعضهم البعض، هم يتصلون ببعضهم البعض. من يملك منزلا في الجبل يمكن أن يقدمه لمن يملك يعني لمن هو في قلب المدينة. يعني بشكل عام الحالة هي حالة هستيرية لا يمكن للدولة أن تتعامل معها، وأصلا الدولة في لبنان ليست دولة أصلا مجهزة لهذا النوع من الكوارث. لا أعلم أصلا إذا هناك دولة أصلاً مجهزة إلى هذا النوع من الكوارث، فكيف بالأمر إذا بلبنان الذي يعيشه ما يعيشه؟ وبالتالي اليوم الاعتماد الأساسي هو على المبادرات الفردية. أهلياً الناس تنظم نفسها لمحاولة أن تساعد بعضها البعض، تأوي بعضها البعض. كما قلت لك هناك أشخاص يفتحون سياراتهم لنقل الناس لأخذهم. هناك ناس لا يعرفون أصلا نسوا أين يسكنون من حجم الكارثة ومن هول الصدمة، وبالتالي يحاولون تهدئتهم يعني في الطرقات. لا يمكن وصف المشهد، يعني صراحة يعني ما يحكى عنه أنه الأبوكاليبتيك، ربما هذا هو المشهد اليوم في بيروت. إنه المشهد الذي يصور وكأنه نهاية العالم. المدينة اليوم ليس هناك من كلمة لوصفها. يعني أشكرك شكرا جزيلا كريم في الواقع من أصدق الصور التي رأيناها رؤى العين الليلة. كريم طرباي مراسلتنا في بيروت من المشفى، من داخل المشفى، من محيط العاصمة بيروت. أشكرك شكرا جزيلا. جزيل الشكر أيضا لضيفي أستاذة ريتا منصور الصحفية والمحللة السياسية، وعبر الهاتف الصحفي الأستاذ أنطوان سلامة. أشكر حضراتكم شكرا جزيلا. أذكر بس أنه الحصيلة الأولية حتى هذه اللحظة هي 30 قتيلا من حيث المبدأ، وأكثر من 2500 مصاب. طبعا هذا رقم بدائي للغاية يعني بمرشح للتصعيد بشكل كبير. أذكركم أيضا بأنه ما قاله رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، هو شدد في كلمة مقتضبة ألقاها قبل قليل على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذا الحادث، وشكر الدول التي أعربت عن وقوفها إلى جانب لبنان، ودعا المزيد من أصدقاء لبنان إلى إعانته، وتحدث عن أنه فور انتهاء التحقيقات ستعلن حقائق عن المستودع الموجود كما قال هو من عام 2014، وتعهد بمحاسبة المسؤولين عن هذه الكارثة. المزيد من الأخبار على رأس الساعة لا تذهب بعيدا، تغطياتنا الحية متواصلة كذلك على موقعنا على الإنترنت bbcarabic.com على الصفحة الرئيسية وعلى صفحة مباشرة. إلى اللقاء.